معلش بقى كمان يا جماعة، انا هتقل عليكم النهاردة في حاجة هقول اهو من اول الحصة، عشان بس ايه محدش كده يقعد يبقى بيفرك. دي اطول محاضرة في العضوية، دي اطول واحدة، دي ان شاء الله 3 ساعات. فايوة خد نفس عميق كده يعني، بص عشان انا بمهنك، عشان بص ما تقعدش ايه بعد ساعة الاقي بص لا لا انا من قبل ما ابدا انا بحبك بوسط بقى على بينه موضوع سهل. بعد اذنك ركز، احنا مش مفيش 3 ساعات. طب بصوا يا جماعه، حصه النهارده هي الاهم على الاطلاق لسبب اساسيات. انت عارفني في كل باب كده يا جماعه بقول دايما ايه اول حصه في الباب، اهم حصه في الباب، لان اول حصه في الباب بنشرح فيها ايه حضرتك اساسيات. الاساسيات دي اتظبطت تمام. ويا ريت بقى يا جماعه معلش يعني ده غير الاونلاين، حضرتك اسال يعني لو حسيت ان دي مش مفهومه. لا 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 معلش الدنيا حلوه معلش يعني احنا هنا الجو هادي كده، واحده واحده كده مع بعض هنعمل نتيجه محترمه. كلام واضح؟ ركز بقى عشان يقول لك خالد صقر ما بيعرفش يشرح عضويه. نبدا بسم الله. يلا بقى يا حبيبي. طيب يا جماعه المقدمه اللي في الاول، المقدمه اللي في الاول ركز بقى معايا. لا ما شاء الله حلوه السبوره دي، لا ما شاء الله، احنا قلنا ما شاء الله حسدناش، قلنا ما شاء الله. طب بصوا يا جماعه نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمه يا جماعه شويه كلام نظري اي عيل لو في اولى اعدادي هيفهمه. بص بيقول لك ايه بقى، استخدم قدماء المصريين المركبات منذ القدم. الراجل في البداية بيقول لحضرتك خد بالك ان من زمان جدا قدماء المصريين يعني من حوالي 7000 سنة واكتر استخدموا المركبات، كانوا عارفين مركبات. ايه المركبات اللي كان بيستخدمها قدماء المصريين؟ بيقول لك مثل الخل والسكر والزيت والكحول يا جماعة، والايه؟ كحول. كان الكحول بيستخدم في عمل الخمور زمان. حلو، يبقى هنا اول حاجه لازم تعرفها ان المركبات ما هيش شيء حديث، وانما كان القدماء المصريين بيستخدموها. فبيقول لك وقد استخدمت المركبات في العديد من الاغراض. يبقى المركبات ما كانش ليها استخدام واحد، لا ده قدماء المصريين يا جماعه لا كانوا بيستخدموا مركبات في حاجات كتير جدا. مثل ايه حضرتك؟ بص بقى بيقول لك ايه؟ مثل تحنيط جثث الموتى. طبعا يا جماعه انا عارف ان حضراتكم كلكم عارفين ان عمليه التحنيط دي بتتم بمواد كيميائيه. مش بس كده، وعمل العقاقير والادويه والصبغات ورصف الطرق للمعابد، رصف الطرق المؤدية للمعابد كانوا بيستخدموا في رصفها وتمهيدها مجموعة من المركبات. بس كده، ده كلام بسيط صح؟ بيقول لك ايه بقى؟ بس المركبات يا جماعة قديما لم يكن لها تصنيف. يبقى المركبات معروفة منذ آلاف السنين، لكن هل كان ليها تقسيم ولا ملهاش؟ لا ملهاش. يبقى المركبات كانت مستخدمة ولكن بدون تصنيف. مين أول واحد صنف المركبات؟ يقول لك حتى جاء أحد العلماء اسمه بريزيلياس. اسمه يا جماعة؟ يبقى اول هنا بقى نبدا نشتغل خلاص بقى يا جماعه. يبقى اول من صنف المركبات هو مين؟ هنا الاستاذه المحترمه اللي كانت بتذاكر من ثانيه ثانوي قالت لي مش الراجل ده اخذناه في ثانيه ثانوي؟ قلت لها اه، على فكره هو نفس الراجل اللي صنف العناصر. اول من صنف العناصر هو بريزيلياس، هو اللي قسم العناصر الى فلزات ولا فلزات واشباه فلزات وغازات خامله. هو كمان اللي قسم المركبات. بيقول لك ايه بقى؟ بريزيلياس اول ما قسم المركبات قال أن المركبات تنقسم إلى نوعين. يبقى قسم بريزيلياس المركبات لكم نوع؟ نوعين، مركبات عضوية ومركبات غير عضوية. يبقى المركبات يا جماعة عند بريزيلياس اوعى تنسى بقى، أول ما قسم قال لك إن المركب هيكون واحد من اثنين، يا إما يكون عضوي يا إما يكون غير عضوي. طب إيه هي يا عم بريزيلياس المركبات العضوية؟ قال لك هي مركبات ذات أصل نباتي او حيواني. يبقى المركب العضوي يا جماعه مركب ذات اصل ايه؟
اي مركب جاي من نبات او حيوان يبقى اسمه عضوي. طبعا انت هتقوم سائل بكل بساطه وتقول لي هو ليه سماه عضوي؟ لان تبعا لاعتقاده ان هذه المركبات موجوده في اعضاء الكائنات الحيه، وانت راجل بتفهم عربي، وبما انها موجوده جوه الاعضاء يبقى اسمها مركبات عضويه. تمام كده؟ تعالوا لي بقى بتوع علم علوم، اما الثانيه اسمها غير عضويه او بتسموها انتوا معدنيه، وبتوع علم علوم عارفين ليه دلوقتي. طب ايه غير عضويه دي يا عم بريزيلياس؟ قال لك هي مركبات ذات اصل ايه؟ يعني ايه يا باشمهندسه اللي بتدرسي؟ قالت لي لا، ذات اصل معدني تستخلص من باطن. بس كده، احنا اللي بنستخلصه من باطن الارض بنسميه ايه حضرتك؟ بنسميها المعادن، وبالتالي نقول عليه اصله معدني. يبقى تاني، اول من قسم المركبات هو بريزيلياس، حيث اكد ان المركبات قسمين بس، اما ان تكون عضويه واما ان تكون عضويه اصلها نباتي او حيواني، اما غير العضويه ذات اصل معدني تستخلص من باطن. مش بس كده، والراجل بصراحه كان عنده وجهه نظر تحترم، سيبك انها غلط بس تحترم، وقام حاطط نظريه بتشرح بقى كيفيه تكوين المركبات العضويه. اسمها ايه النظريه دي؟ اسمع يا ابني، نظريه القوة الحيوية لبريزيلياس. نظرية القوة الحيوية لمين يا جماعة؟ بريزيلياس. يبقى بريزيلياس هيحط نظرية كمان بتشرح ازاي المركب العضوي بيتكون. اسمها القوة الايه؟ وطبعا انا عارف ان انت راجل متمكن في الانجليزي، اسمها القوة الحيوية او اسمها فايتال فورس. فايتال يعني حيوي، وفورس يعني قوة. طب نص النظرية بيقول ايه؟ او اعتقد ايه في النظرية؟ بيقول لك بريزيلياس اعتقد ان، او افترض بريزيلياس ان جميع المركبات العضوية، جميع المركبات ايه يا ابني؟ العضوية. هو بيقول كده تتكون، وخدوا بالكم يا جماعة بتوع أزهر، في خلايا جسم الكائن الحي. السلام يا ابني. الراجل بيقول ان كل المركبات العضوية بلا استثناء بتتكون فين؟ ماشي لحد كده اوكي، بس اسمع بقى الهبد اللي جاي ده. نتيجة لوجود قوة خفية، نتيجة لوجود ايه؟ قوة محدش يعرفها، تسمى اهو الراجل مسميها اهو القوة الحيوية. تسمى القوة الايه؟ يعني بكل بساطة، لان انا دايما احب ابسط الكلام كده لو الكلام مضايقك، الراجل بيقول ان المركبات دي ملهاش غير مكان واحد تتكون جوه جسم الكائن ايه؟ ليه؟ لان انا وانت والحيوانات والنباتات جواها قوة خفية، قوة محدش يعرفها، اسمها قوة الحياة. قوة ايه؟ اللي انا وانت كناس متدينين سواء كنا مسلمين او مسيحيين عارفين اللي هي اسمها الروح. روح. يبقى انت يا ابني جسمك، اسمع يا ابني، يبقى انت جسمك بيتكون جواه مركبات عضويه؟ طبعا، لان انت جسمك جواه ايه؟ يبقى مين تبعا لاعتقاده؟ مين المسؤول عن تكوين المركبات في جسمك وجسمي وبقيه الحيوانات؟ والله القوة الايه؟ الحيوية. والله بص، هو الراجل يعني تحس ان كان بيشتغل الناس، لان فعلا القوة الحيوية او قوة الروح قوة خفية فعلا. ده حتى الان خفية، يعني حتى الان انت هو مع تطور العلم الرهيب الا ان احنا ما نعرفش الروح دي موجودة فين، يعني فين مكانها في الجسم مش معروف، مع ان احنا شفنا كل حتة في الجسم عن طريق طبعا يا دكاترة الام ار اي، الماجنتيك ريسونانس، الرنين المغناطيسي. في جهاز يا دكاترة يا بتوع علم علوم، في جهاز اسمه الام ار اي. الجهاز ده يا جماعة حضرتك بص حضرتك بتخش كده ويبدا مغناطيس يرن، حتى هو اسمه كده فعلا، هو السبب كده، وعن طريق الموجات المغناطيسيه دي بنقدر نشوف كل فتفوته جوه جسم حضرتك. ولذلك لو في اشعه متخصص شويه او الدكتور طالب منك اشعه، اعلى انواع الاشعه هو ايه؟ يقول لك لا والله احنا مش شايفين كويس، بعد اذنك اعمل لي رنين مغناطيسي. هو ده الام ار اي. المهم، فعلى الرغم من التطور الرهيب الا ان احنا لحد النهارده ما نعرفش الروح دي فين، الا ان احنا نعرف. يقول لك ايه؟ والله روحه طلعت. ربنا يزيده. بص يا سيدي، يبقى تاني، اعتقد بريزيلياس ان المركبات العضويه تتكون في خلايا جسم الكائن الحي بس، بس اي كائن حي. طب ايه اللي بيخلي المركب يتكون في جسم الكائن الحي؟ والله قوه خفيه، اسمها القوه الايه؟ طب بقول لكم ايه، يبقى تبعا للاعتقاد ده، تبعا للاعتقاد ده، يستحيل تحضير هذه المركبات فين؟ في المعامل، صح كده؟ لان مستحيل انت في المعمل، للناس اللي بتفهم، واحد يقول لك هو ليه يستحيل انها تحضر في المعمل؟ يا بنتي انت فاهمه هو بيقول ايه؟ هل انت تعرف تجيب عنصر اسمه اكس تفاعله مع عنصر اسمه واي، شرط التفاعل روح، دي هتعرف تجيبها؟
لا، وبما ان دي مش موجوده الا في جسم الكائن الحي يبقى اكيد هذه المركبات يستحيل تتحضر فين؟ وبذلك تعقيبا على كلام الراجل ده اهو نقوم احنا مزودين كلمه ايه، هو كده نص النظريه خلص، بنقول بقى ايه؟ وبذلك اهو، وبذلك يستحيل ها تحضير هذه المركبات فين؟ يستحيل تحضير هذه المركبات في المعامل او في المختبرات. صعب الكلام على حد لحد كده؟ طب حلو، عشان بقى ما اكدبش عليك، النظريه دي يا مستر يعني عاشت فتره طويله، عاشت يا حبيبي، احب اقول لك ان الفتره طويله كان فعلا علماء مصدقين الكلام ده، وخلاص كله كان مقتنع ان المركبات العضويه مكانها فين؟ في جسم الكائن الحي. تمام لحد كده؟ لحد ما جه عالم الماني اسمه فوهلر. اسمه ايه يا حبيبي؟ فوهلر. بيقول لك بقى ايه؟ تمكن فوهلر من اسقاط نظريه القوى الحيويه. الراجل اللي اسمه فوهلر ده هيعمل ايه؟ طب قبل ما اشرح هو ازاي اسقطها، انا عايز ناس اذكياء، يعني انا بتكلم على الفكره عموما. هي النظريه دي قائمه على ايه؟ يعني ايه اساسها؟ ان المركب العضوي بيتكون في جسم الكائن الحي بس، لانه بيعتمد في تكوينه على حاجه اسمها القوى الايه؟ الحيويه. طب استنى بقى، يبقى لو اي حد سيبك من فوهلر او غيره قدر يحضر مركب واحد، مركب واحد بس في المعمل، هيثبت ان المركبات دي لما بتتكون مش بسبب القوه الحيويه. ما انا بقول لك انا هحضر في حاجه في المعمل، في المعمل اكيد مفيش قوه حيويه. حلو، لو انا حضرت مركب واحد بره جسم الكائن الحي، يبقى هل السبب في تكوين المركب فعلا هو القوه الحيويه ولا حاجه ثانيه؟ وده اللي نجح فيه مين؟ فوهلر. يبقى اللي نجح في اسقاط النظريه هو فوهلر. تعال بقى ناخدها علل زي طلبه ازهر كده المحترمين، يقول له علل لما ياتي. وجه او استطاع فوهلر، وجه فوهلر ضربة، كتاب المدرسة برضو بيقول كلام حلو جدا، ضربة يا جماعة قاضية، وجه ضربة ايه؟ استطاع فوهلر توجيه ضربة قاضية لنظرية ايه يا جماعة؟ او يقول لك علل لما يأتي، استطاع فوهلر اسقاط نظرية القوة، او يقول لك علل فشل نظرية القوة الحيوية. ايه اللي فوهلر نجح في ان هو يعمله وبذلك اسقط النظرية؟ بص بقى بيقول لك ايه؟ حيث استطاع فوهلر ولأول مرة. استطاع ايه بقى حضرتك؟ بيقولك حيث استطاع فوهلر تحضير مركب عضوي. قدر يعمل ايه يا جماعه؟ يبقى الحاجه اللي نجح فيها فوهلر، حيث استطاع فوهلر تحضير مركب اهو عضوي، وهو مين يا حاج؟ وهو اليوريا، او بين قوسين حبيب قلبي اللي شايف الحصه ده او ذاكرها، اسمه الايه كمان؟ البولينا، وهو مركب عضوي يوجد في بول الثدييات. مركب عضوي موجود فين؟ ثواني بقى يا جماعه، عشان بص يا جماعه الحرف بيفرق، انا قلت وهو بول الثدييات ولا احد مكونات بول الثدييات؟ تخيل كتاب خارجي يقول لك ايه، يعتبر اليوريا بول الثدييات ولا احد مكونات بول الثدييات؟ يا ولا يعني كلمه واحده فرقت. اه يا حبيبي، بول الثدييات مش هو اليوريا، ده اليوريا ده احد المكونات اللي فيه. وعشان ما يبقاش واحد جميل في ثالثه ثانوي وتلاقي السؤال بيساله لك كده وهو منبهر، يقول لك هو ايه الثدييات دي؟ الثدييات هي الحيوانات التي تلد وترضع صغارها. اي حيوان بيلد ويرضع صغاره اسمها ايه يا حبيبي؟ يا حبيب قلبي. يلا يا بابا، يبقى هنا كيف استطاع فوهلر القضاء على النظريه دي؟ قال لك والله استطاع تحضير مركب عضوي، وهو مين؟ اسمع، او وهو اهو وبدقه، وهو احد مكونات بول مين؟ الثدييات. ثانيه واحده بقى، خدوا بالكم يا جماعه، وطلبه ازهر تاخد بالها، ايه يقول لها كيف تحصل على، مش ده اول مركب هيتحضر؟ اكيد هيشرح لنا بيتحضر ازاي. وذلك بتفاعل مين مع مين بقى؟ اسمع، بيقول لك وذلك، اسمع بدقه الكلام، وذلك بتفاعل محلولي، هيفاعل محلولين. مين مع مين؟ بيقول لك بتفاعل محلولي كلوريد امونيوم مع سيانات الفضه. لا لا استنى، لو قلت لحد كده غلط. بيقول لك بتفاعل محلولي كلوريد امونيوم مع سيانات الفضه مع تسخين الناتج. ركز بقى معايا وانا بشتغل معاك واحده واحده. يلا يا جماعه نكتب المعادلات كده بالراحه، ولو مش فاهم حاجه اسال. هو قال هيفاعل محلولي مين؟ انا معاك بالراحه. كلوريد امونيوم كلنا عارفينه، مجموعه الامونيوم NH4، كلوريد Cl، يبقى هنا معانا NH4Cl اكوس صح، زائد سيانات الفضه، الفضه اي جي، مجموعه السيانات يبقى اي جي سي ان او ايكوس. احلال مزدوج يا جماعه، طبعا كلنا عارفين يعني ايه احلال مزدوج. قالت لي سهله مستر، ال ان اتش 4 دي هتاخد السي ان او، الموجب ياخد السالب،
والاي جي تاخد سي. حلو قوي. يلا يا باشمهندس يدينا مين بره؟ قال لي والله يدينا ان اتش 4 سي ان او، ده بيكون اكواس. وحبيبه قلب اللي مذاكره الباب الثاني عارفه ليه؟ قالت لي اه، كل مركبات الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم ذائبه في الماء. ذاكر يا ابني، ذاكر ذاكر، حرام عليك نفسك. زائد اي جي سي ال ماله؟ ثواني بقى يا جماعه، ده يبقى اسمه ايه؟ قالت لي سهله، ده يبقى اسمه سيانات امونيوم، واللي جنبيه مين؟ كلوريد فضه. رصب ابيض يصير بنفسجي عند التعرض للضوء يذوب بشده في محلول النشادر، صح كده؟ كمل معايا بقى، ثواني بقى يا جماعه عشان ادقق على الاسئله شويه. ما هو معلش واحنا بنشرح برضو نسال. انت كده عملت التفاعل، سخنت ولا لسه؟ طب اسمعوا السؤال على الحته دي قبل التسخين. يقول لك عند تفاعل محلولي كلوريد الامونيوم مع سيانات الفضه فان الناتج يكون، انا هسال اهو، مركبين عضويين ولا مركبين غير عضويين ولا مركبين احدهما عضوي والاخر غير عضوي؟ معايا يا حاج؟ هما الاثنين لحد دلوقتي غير، لا ده عضوي يا جماعه ولا ده عضوي، ولذلك فرق. انا ما قلتش بس فاعلهم، انا قلت مع ايه. واحد يقول لك هي هتفرق يعني، اه مع التسخين بقى يا جماعه بيبدا المركب ده يتحلل. ايه اللي بيحصل المركب ده يتحلل؟ ايه اللي بيحصل له هنا؟ ادي سيانات الامونيوم اللي عندك، انا قلت ثم تسخين الناتج، صح؟ سيادتك لو جبت سيانات الامونيوم ان اتش 4 سي ان او اهو، سيانات امونيوم وسخنته، فانه يتحلل معطيا اليوريا. تعال بقى نبدا من اول العضويه كده حاجه رايقه. بصوا يا جماعه زي ما هنشرح كمان شويه، بس دي المقدمه. اساس اي مركب عضوي هو عنصر الكربون، يبقى مين مركز المركب؟ يبقى وانت بترسم اي مركب عضوي مركزه هو مين؟ حلو، رد عليا، انت معاك هنا كام ذره كربون؟ هتقوم حاطط واحده كده، هي ايه؟ واحده. معاك كام ان؟ معاك كام ان؟ اتنين. ادي ان ودي ان. ان هتيجي هنا وهنفهم ليه كمان دقيقتين بالظبط، وان تيجي هنا. صعب لحد كده؟ معاك كام اتش؟ حبيب قلبي معاك 4 اتش، الان دي هتاخد 2 اتش كده، والان دي هتاخد 2 اتش كده. مين اللي فاضل؟ الاو. الاو هتتحط هنا. المركب اللي قدامك ده يا حاج اللي هو مين؟ اليوريا او البولين. يبقى استنى بقى قبل ما اشرح بالتفصيل. يبقى ناتج، لو انا قلت لك ناتج تفاعل محلول كلوريد امونيوم مع سيانات فضه مع تسخين الناتج، ثواني انا قلت مع تسخين، ثواني بقى، مركبين عضويين ولا مركبين غير عضويين ولا مركبين احدهما عضوي والاخر غير عضوي؟ بعد التسخين يا جماعه اللي مركز بقى معانا واحد عضوي والتاني، لان ده تحلل بقى عضوي وده فضل زي ما هو، يبقى بقى في واحد عضوي وواحد غير. بس ثواني بقى، في ناس بمجرد ما بتشوف الرسمه دي اللي هي اول رسمه في العضويه يقول لك بس شكلنا داخلين على سواد، ولا سواد ولا حاجه، يتخض يقول لك اصل بص صعب قوي. لا ولا صعب ولا حاجه. بص يا جماعه هقول جمله كده وهنفضل مكملين بيها طول الحصه. العضويه كلها من اول مركب لاخر مركب بينطبق عليها قاعده اسمها قاعده التكافؤ. قاعده ايه؟ بالبلدي اهو، يعني اي عنصر تكافؤه احادي يعمل رابطه واحده، اي عنصر تكافؤه ثنائي يعمل رابطتين، اي عنصر ثلاثي يعمل، واي عنصر رباعي يعمل. مستر الكلام دي قاعده ليها استثناءات ولا استثناء واحد في العضويه كلها، ولذلك طول ما انت ماشي معانا في العضويه شايفين الاتش ده، اي طالب كان بيذاكر من اعدادي يا جماعه مش الاتش ده عدد ذري واحد، ده احادي، ولذلك الاتش دائما يصنع رابطه واحده. الاكسجين عدد الذري 8، توزيع ال 8 2 6 كان بيكتسب الكترونين، فمعروف لاي حد ان الاكسجين ثنائي، وبالتالي لازم يعمل كام رابطه؟ النيتروجين ثلاثي، بص 1 2 3 1 2 3، بينما الكربون رباعي فدايما يعمل كام رابطه؟ ويبقى استنى من اول العضويه لاخر العضويه اي مركب في الكيمياء العضويه تنطبق عليه قاعده واحده، عشان تقول انت راسم صح ولا غلط قاعده واحده اسمها قاعده التكافؤ منضبطه، يبقى انت راسم صح، ما دون ذلك يبقى انت بتعك. يبقى هنا يا جماعه لو جه طالب ازهر يجي يقول له في الامتحان من كلوريد الامونيوم كيف تحصل على اليوريا؟ معاك كلوريد امونيوم هات اليوريا. يبقى كلوريد امونيوم انفعله مع سيانات، يدينا سيانات امونيوم وكلوريد فضه، سيانات الامونيوم الذي يتحلل بالحراره معطيا اليوريا، وبذلك نجح فوهلر من تحضير اول مركب عضو، وبكده اسقط نظريه القوه الايه؟ استنى بقى، فوهلر كده ليه نتائج، يعني بعد ما اسقط النظريه ده ليه نتائج صح؟ ايه نتائج فوهلر؟ يقول لك من اهم نتائج فوهلر، اسمع كده، فتح كتاب المدرسه يا جماعه، فتح فوهلر
والله كتاب المدرسة بيقول كلام جامد قوي. بيقول لك فتح فوهلر الباب على مصراعيه. فتح الباب على ايه؟ سلام. امام العلماء. هفهمك بس ايه فتح الباب فين يعني. امام العلماء لتحضير المركبات العضوية. لتحضير ايه؟ خارج اجسام الكائنات في شتى المجالات. انا هفهمكم ازاي. مش قبل فوهلر كانت كل الناس مصدقه كلام برزيليوس؟ فاحنا كلنا كناس علماء كده كنا مقتنعين خلاص كلام برزيليوس صح واحنا ما ينفعش نحضر مركب خارج جسم الكائن الحي. لما واحد بينجح في ان هو يعمل حاجه بتلاقي كل الناس كلها مشيت وراه صح. فهو بمجرد ما الراجل نجح في ان هو يحضر مركب واحد واثبت ان الكلام ده ماله غلط خلاص بدا العلماء يحاولوا ان هم يحضروا مركبات. وبالفعل نجح العلماء في تحضير المركبات العضويه في شتى المجالات مثل صناعة الصبغات والعقاقير وعمل المنظفات وغيرها من الصناعات. ولذلك يقول لك أحدثت فكرة فوهلر طفرة في الاقتصاد. ليه؟ لأن بقينا نصنع حاجات كتير جدا. أنت عندك النهاردة شبح زي الصين دي. الصين دي يمكن الحاجة البلاستيكات أكبر مصنع بلاستيك على مستوى العالم. وده كان من نتائج يا جماعة فهم الكيمياء العضوية إن هما بقوا بيحضروا مركبات العضوية خارج جسم الكائن الإيه؟ الحي. يبقى هنا فتح فوهلر الباب على مصراعيها أمام العلماء لتحضير المركبات العضوية في شتى. مش بس كده اسمع الجملة دي كمان حتى التفصيلة الصغيرة دي بيتسأل فيها. بيقول لك وأصبحت المركبات العضوية. اسمع الجملة دي وأشرحها لك. وأصبحت إيه؟ وأصبحت المركبات العضوية تعرف على أساس بنيتها التركيبية وليس مصدرها. تعرف على أساس إيه يا حبيبي؟ طب شرح الحته الصغيره دي. واحد يقول لي مستر يعني ايه تعرف على اساس بنيتها وليس مصدرها؟ رد عليا. هو ايام برزيليس المركبات بتتجاب منين؟ كائنات حيه. عارفين المركبات كانت بتسمى ازاي؟ اي مركب كان بيتسمى على اسم مصدره النباتي او الحيوان. يعني بالبلدي كده شوف المركب ده جبناه من انهي نبات او من انهي حيوان وتسمي المركب على اسم الحيوان. زي ما احنا على فكره بس هو غالبا باسمه في اللاتيني مش بالعربي. اسمه ايه؟ يعني وينفع بالعربي احيانا. زي ما احنا قلنا احد الاحماض يستخلص من النمل يبقى اسمه حمض نمليك. طب احد الاحماض يستخلص من الخل يبقى حمض خليك. يبقى احنا كنا بنسمي المركبات تبعا ليه؟ تبعا لمصدرها. طب استنى بقى دلوقتي المركبات دي بتتحضر فين؟ في المعامل. ما تقوليش بقى مفيش مصدر بقت تتحضر في المعمل. هيسموها ازاي؟ قالك لا خلاص التسمية تبعا للمصدر هتتلغي وهنسمي المركب تبعا لايه؟ بنيته يعني تركيبه. تمام كده؟ يبقى اهم نتائج فوهلر ان هو فتح الباب للعلماء لتحضير كل المركبات العضوية في المختبرات اثبت لهم ان الكلام ده ينفع. اتنين اصبحت المركبات العضوية تعرف على اساس بنيتها وليس على اساس ده. مش بس كده ومن هنا بقى يا جماعة نشأ فرع كامل من الكيمياء. كده احنا دخلنا يا جماعة خلاص في الموضوع. كده خلصنا المقدمة. نشأ فرع كامل من الكيمياء سمي الكيمياء ايه؟ عضوية. يلا بقى يا حاج فما هي الكيمياء العضوية؟ بصوا يا جماعة كتاب المدرسة بيسميها الكيمياء العضوية ولما ربنا يكرمك كده وتشتغل بعد كده من اي مرجع هتلاقي كل الكتب بتقول كيمياء الكربون. كيمياء مين؟ واللفظين صح بس انا خليني برضو ماشي بكتاب المدرسة. كتاب المدرسة بيقول كيمياء ايه؟ ما المقصود بالكيمياء العضوية؟ اسمع كده تعريف سهل خالص يا جماعة. بيقول لك اول حاجة احد فروع علم الكيمياء. يبقى الكيمياء العضوية احد فروع ايه؟ احد فروع علم الكيمياء تختص او تهتم بدراسة مركبات عنصر الكربون. تهتم بدراسة مركبات مين يا جماعة؟ يبقى احنا ككيمياء عضوية قايمين عشان ندرس حاجة واحدة بس بدراسة مركبات مين؟ لا ثواني بقى هرد عليك. هيقوم سألك طالب محترم يقول لي ثواني يعني اي مركب فيه كربون يبقى عضوي؟ قلت له اه. استنى بس اسمع الاول. اه عدا يا بص اي كل مركبات الكربون مركبات عضويه عدا في شويه استثناءات بسيطه وهقول ليه. طبعا عدا الاكاسيد والسيانيد. عدا مين ومين؟ والكربونات ومين يا جماعه؟ والبيكربونات. ثواني بالراحه هنقول وبعد كده نقول ليه كمان. مش حاسس معنى اقول لك هو كده وخلاص واحفظ. يبقى ثواني يا جماعه اي مركب فيه كربون يبقى مركبات مالها؟ يبقى الكيمياء العضويه فرع من الكيمياء يهتم بدراسه مركبات عنصر الكربون. يا ابني دي قايمه عشان الكربون بس. عدا الاكاسيد والسيانيد وايه؟ الكربونات. واحد قال لي مش فاهم الحته اللي في الاخر قلت له حاضر.
عدا الاكاسيد. المقصود بالاكاسيد اول اكسيد الكربون اخذناهم في الدور الاول وثاني اكسيد الكربون. يبقى اكاسيد الكربون مش تبع العضويه وهتفهم ليه دلوقتي. ومين كمان؟ يلا بقى معلومات زياده. خد بالك يا ابني سي ان سالب دي السؤال الاول ليكوا يا جماعه. دي مجموعه ذريه ولا مركب؟ مجموعه ذريه. اي شيء ليه تكافؤ يعامل معامله الذره يبقى اسمها مجموعه ايه؟ وعلى فكره يا جماعه مركبات السيانيد دي كمعلومه زياده عشان لو ربنا كرمك واشتغلت في الطب الشرعي بعد كده تبقى عارف ان كل مركبات السيانيد مركبات سامه، مركبات شديده السميه، حاجه كده رايقه بصراحه. لو عايز تموت حد استخدم مركبات السيانيد، وفيهم واحد او اتنين حاجه كده ما شاء الله تمتص عن طريق الجلد. يعني ايه؟ وفيها ميزه لو ما اتكشفتش في خلال عدد ساعات حوالي 10 ساعات بتتحلل في الجسم وما يبانش. بديك انا بديك انا مقدمات. وعلى فكره ودي ميزه انك تكون مجرم متعلم مش مجرم يعني تبقى مجرم جاهل كده. انا بدور لك على الجريمه الكامله اللي تعملها ومحدش يعرف ان انت عملت حاجه ولا اتخن حد. خد بالك في مجموعه من مركبات السيانيد فعلا، بس انا عشان ما بقاش بدل الناس على شر، في مركبين او ثلاثه مركبات السيانيد بتمتص عن طريق الجلد، يعني مش لازم خالص ان انا اديها لك في اي حاجه. ثانيا لو في خلال 10 15 ساعه بالكثير اجيبه منين يا مستر؟ لم يتم الكشف عنها، يعني ما تحللش الجثه، ما بداتش انك تشرح عليها تشريح، بيبقى مستحيل ان هو يتعرف. لا تقول لي بقى حللنا، معلش الجسم بيحللها، تحلل في الجسم وخلاص. ولذلك خد بالك المركبات دي اصلا، عشان واحد يقول لك نشتريها، المركبات دي اصلا يعني هنا لما تيجي تتكلم لا ممنوع تداولها خالص. ومعظم مركبات السيانيد اصلا ممنوعة التداول، ممنوعه بالكليه، لكن اللي موجود منها حاجات قليله جدا. المهم بس خدوا بالكم يا جماعه، كتاب المدرسه كاتب السيانيد، فالطالب بيحفظ السيانيد بس ما يعرفش ان السيانيد ومشتقاته. فواحد يقول لي ايه مشتقاته دي؟ هيبقى قلبي لو كان بيذاكر من اول السنه لما اخذنا الاساسيات. في حاجه كده شبهها بس فيها اكسجين اسمها سيانات، وفي واحده اس ايوه اللي اخذناها في الباب الثالث صح؟ فيبقى دي السايو سيانات. فخد بالك يبقى السيانيد والسيانات والسايو سيانات. مش بس كده، ومين كمان؟ والكربونات. ومين معانا حبيب قلبي؟ ثواني بقى الطالب المحترم يا جماعه، مفيش حاجه اسمها ياخد المعلومه ويقول لك ايه خلاص هو المستر قال كده يبقى خلاص. فواحد قام وقفني وقايل لي معلش اشمعنى الاربعه دول مش معانا في العضويه؟ زي ما حضرتك هتشوف معانا كمان شويه ان المركبات العضويه ليها خصائص. لما جم يدرسوا خصائص الانواع دي من المركبات لقوا ان خصائصها تختلف تماما عن المركبات، ولذلك تستثنى هذه المركبات من المركبات العضويه بالرغم ان فيها مين؟ يبقى انت تاني اي حاجه فيها كربون عضوي صح؟ باستثناء كم حاجه؟ اربعه اكاسيدو سيانيدو كربوناتو بيكربوناتو. ايه وايه؟ اكاسيدو سيانيدو، اكاسيدو وسيانيدو وكربوناتو ايه؟ اوعى تنسى بقى، يبقى العضويه مركبات الكربون عدا اكاسيدو سيانيدو كربوناتو بيكربونات. يبقى كربونات الصوديوم مش عضوي، لكن بيكربونات الصوديوم مش عضوي. كربونات الكالسيوم بقى مش عضوي. طب سيانات الامونيوم ما لسه ايه؟ مش عضوي. هو احد يوقعك اول وثاني اكسيد الكربون مش عضوي. صعب الكلام ده يا جماعه؟ اتفهم يعني ايه كيمياء عضويه؟ طب كده عرفنا التعريف بتاع الكيمياء العضويه، اصبر بقى. ويبقى كده يا حبيب قلبي عشان لما تخش الكليه ان شاء الله هتعرف ان الكيمياء كلها يا اما عضويه يا اما التاني بقى اللي هي بيسموها العامه دي برافو عليكي بيسموها غير ايه؟ يبقى احنا من احد التصنيفات ان احنا نقول لك كده، يبقى الكيمياء يا عضويه يا ايه؟ يلا يا ابني العضويه دي كلها قامت عشان تدرس مين؟ والله يا مستر العضويه دي كلها قامت عشان الرجل البطل ده، هذا الرجل الطيب. بينما غير العضويه بتدرس مين؟ فقامت رد عليا الباشمهندسه بكل هدوء قالت لي بص بقى يا مستر، اما غير العضويه بتدرس بقيه؟ فانا قمت سائلها بس للتاكيد، حبيبتي بقيه العناصر اللي هم كام عنصر؟ قالت لي 117. بص يا مستر الجدول الدوري دلوقتي جواه 118 عنصر. العضويه بتدرس مين بس يا حضرتك؟ كربون. بينما غير العضويه بتدرس ثواني بقى عشان لو حد شاف الحصه دي. حضرتك المنطق، انا بسال بخاطب المنطق، العقل السليم يقول انت عنصر واحد واحنا 117. الطبيعي اللوجيك ان مين يعمل مركبات اكتر؟ اكيد احنا نعمل مركبات اكتر. انت لوحدك واحنا كتير، احنا كتير
نعمل مركبات كتير، وانت لوحدك يا غلبان اكيد هتعمل مركبات مالها. ده اللي انا وانت كنا متوقعين، مش ده التوقعات السليمه او الطبيعيه. لما جم العلماء يدرسوا يا جماعه وجدوا ان المركبات العضويه مش كتير، قال لك يزيد عددها عن 10 مليون مركب بس. يبقى عدد المركبات العضويه يا جماعه تقريبا ازيد من كام؟ 10. وطبعا ده عشان كتاب مدرستك ما شاء الله كتاب ما اتطورش بقاله حوالي 60 70 سنه. عدد المركبات العضويه حاليا يتجاوز ال 12 مليون. يلا مش مشكله، بس برضو الراجل ما غلطش، ما هو قال ازيد من 10، يبقى الراجل برضو صادق صح ولا غلط؟ فمهما زادت هو الراجل برضو في السيف سايد ان هم ازيد من 10 مليون. حلو، طبعا انت مستني ان انا اقول لك هنا 200 مليون صح ولا غلط؟ ما هو اذا كنت انت عملت الطبيعي ان انت تقول ايه، لو ده 10 مليون يبقى اكيد دول هيبقوا اكتر من كده بكتير. المفاجاه ان عدد المركبات غير العضويه لا يزيد عن نص مليون مركب. وبالتالي لو عملت نسبه وتناسب يا محترم يا بتاع الرياضه 10 الى نص اقسم على الصغير تطلع 20 الى، اي ان المركبات العضويه 20 ضعف المركبات. الحق المركبات العضويه قد غير العضويه كم مره؟ 20 مره. طب هل ده شيء عادي ولا يدعو للتعجب؟ هنا لو ما ظهرتش فوق دماغك علامه تعجب يبقى انت اصلا ما بتفهمش. معلش ازاي يا عم، المنطق ما يقولش كده. عنصر واحد يعمل 10 مليون مركب و117 عنصر مش مكملين نص مليون. فهنا ظهر السؤال المشهور بعلل لما ياتي اللي هنجاوب عليه بالتفصيل دلوقتي، علل وفره او كثره وانتشار المركبات يا جماعه. هي ليه المركبات العضويه كتير قوي كده؟ علل لما ياتي وفره وانتشار المركبات. وهنا يا جماعه اللي شاف الحصه حبيب قلبي، انا قلت ان انا ابسط لك المعلومه عشان ما تنساش. فاحنا شرحناها بره الكيمياء وبعد كده شرحناها كيمياء. ايه شرحناها بره الكيمياء؟ شرحنا بمثال سهل قوي وهو المثال الاشهر بس بيثبت المعلومه. هذا الرجل الطيب ولا ننتقص من قدره، يبقى السؤال هنا مش غرضه الانتقاص ولا التقليل ولا التحقير، صف النية. فاحنا سألنا طالب من طلابنا المحترمين، يا ابني انت دايرة معارفك قد ايه؟ قال لي يعني ايه دايرة معارفي؟ قلت له الناس اللي تعرفك يعني. فقال لي لا انا مشهور هنا في العاشر، انا جامد جدا. قلت له يعني ايوه يعني كم واحد يعرفوك؟ فتمطع وفرد جسمه يا سبعة؟ لا سبعة لا يا عم مش لدرجة دي. لا يا جماعة انت دايرة معارفك تقريبا ممكن تخش لها في 300 400 واحد. وكده على فكرة كده انت فيمس قوي يعني كده بص انت بتمشي في العاشر مش عارف كل شويه حماده حبيبي لا ولا يهمك ما شاء الله الشهره. وطبعا عارف انا التواضع اللي جوه نفسك بتبقى انت ماشي كل شويه تبا لها الشهره بس حاسس بشيء من العظمه. يا سيدي ربنا يزيدك. والله يا عم لا انا انت فاكر ان انا اكرر لك؟ ربنا يزيدك. المهم استنى استنى تعال نبالغ شويه. نفترض ان انت مجمل علاقاتك 500 شخص يعرفك. على فكره يا جماعه دي كدائره علاقات، دائره علاقات محدوده قوي، دي مش كتير، ده مش رقم بالنسبه للبشر، ده مش رقم. 500 واحد يعرفك انت بتعمل ايه؟ يا ابني انا مش عايز اقول لك ان انت فعلا لو بالشكل ده، انت لو بالشكل ده مش قصدي التقليل بس انت نكره. 500 ايه؟ وبعدين ال 500 دول اصلا منهم 150 200 واحد قرايبك. يعني اعقل الكلمة. اسمع بس انا اقول لك على حاجة، لا تعالى افهمها لك بس بالراحة. انت عارف ليه مش خليك بس معايا، انت عارف ليه في الغالب انتوا في المرحلة دي لحد ما تخلص حتى وتبدا تشتغل دايرة علاقاتك هتكون قليلة؟ لان انت بتكون علاقات بطريقة واحدة. الطرق اللي انت بترتبط بيها بالناس غالبا انتوا كلكم بترتبطوا بطريقة واحدة اللي هي اصحابك. واصحابك دول لما تيجي تدور عليهم هتلاقي نفسك اخدتهم من مكانين، يا دروس يا مدارس. يعني من الاخر كل صحبتك لم تنشا الا بطريقه واحده، من خلال التعليم صح ولا غلط؟ انت دخلت الحضانه فبقى معاك اصحاب في الحضانه جنبك كده. طلعت ابتدائي اصحابك في ابتدائي. وممكن يبقوا هم يعني اصلا ما بيغيروش. يعني انت لو في حته منغلقه زينا يعني السويس والعاشر دي مناطق معلش مقفوله شويه. فغالبا هم نفس الاشخاص طالعين معاك صح ولا غلط؟ وهم اللي بتلعب معاهم كوره وهم اللي معاك ما اعرفش فين. يبقى انت ثانية واحدة دايرة علاقاتك محدودة، خليك ذكي عشان انت بتكون علاقات بعدة طرق ولا بطريقة واحدة؟ حلو استنى بقى، يبقى احنا كل واحد فينا دايرة علاقاته كم واحد؟ لو هنفترض 500، نفترض ان احنا 200 واحد كل واحد فينا يعرفوه 500، يبقى اجمالي المعارف بتاعته 500 200 شخص دول ادي 0 0 0 0 و2 في 5 ب 10 100,000 واحد.
يبقى احنا لو قاعدين 200 واحد في كام واحد يعرفونا؟ فاحنا ومنعيلين عمرو دياب. عمرو واحد. يعرفوه كام واحد؟ لا عمرو يعرفوه كتير. علل اللي ما ياتي. ثواني بقى، ليه انت معارفك قليله؟ مع ان استنى، لو انت بتتكلم في اسم الحق ان انت واحد وعمرو واحد، فالمفترض الطبيعي يعني هي هي اشخاص. قال لك لا، اسمع بقى افهمها لك ايه والله. ليه هو علاقاته كتير؟ يرجع ذلك الى قدره عمرو على الارتباط. قدره عمرو على ايه؟ عمرو يا جماعه له قدره رائعه على الارتباط، له قدره رائعه على ايه؟ زي ما انت عارف وقلنا الكلام ده اكتر من مره، ان عمرو ما بيقدرش يقعد لوحده، لازم يرتبط. لازم يعمل ايه يا جماعه؟ طب بيرتبط ازاي بالناس؟ ثواني بقى يا جماعه، هل يرتبط بالناس بطريقه واحده؟ لا والله يا جماعه، على بالرغم انه شخص واحد الا ان طرق الارتباط بتاعته كتير. ده بجد والله مش هزار. الراجل ده يا جماعه بيغني من زمان قوي فالناس عرفته صح. غير الغنى كان بيمثل في فتره فيعمل علاقات، يعمل حفلات فالناس تعرفه، يعمل اعلانات، كان عامل اعلانات لفتره طويله بيعمل اعلانات بيبسي ودي شركه عالميه، فحتى اللي ما يعرفوش ايه هيعرفه. يبقى هنا هل هو وهو بيكون علاقات مع الناس زيك بيكون بطريقه واحده؟ يبقى الفكره مش الاختلاف في ايه، ان اللي يكون علاقات بطريقه واحده هتكون حجم علاقاته، لكن اللي يكون علاقات بطرق مختلفه هتكون علاقاته. يبقى يرجع ذلك الى الحاجه نفسها ولا تعدد طرق الارتباط؟ حبيب قلبي نفس الكلام في الكيمياء. بص بقى هقارن لك، انا بقارن مقارنه سهله قوي بين ده واللي احنا لسه هنشرحه ده. لو مسكت عيل في تانية اعدادي قلت له ولا ده بيرتبط ازاي، بص هيقول لك ايه؟ ان 11، معلش يا جماعه انا بشرح باسلوب سلس شويه بس عشان الناس تفهم، 2 8 1 صح. ده لما بيجي يكون روابط بيعمل ايه؟ ما عندوش غير طريقه واحده يتيمه، والله طريقه واحده بس. طب سؤال يا جماعه، حد يعرف يخلي الصوديوم يرتبط بطريقه غير دي؟ الصوديوم يا جماعه ما عندوش غير طريقه واحده يرتبط بيها، ان هو يفقد الكترون، ولذلك عدد مركبات الصوديوم مالها؟ لان طرق الارتباط بتاعته كام طريقه؟ بينما تعالى لي بقى هنا، ايه سر انتشار وكثره المركبات العضويه؟ تعالى لي بقى، بيقول لك ويرجع ذلك بسبب ها قدره ذرات الكربون. يبقى الموضوع كله يا جماعه او السر كله فين؟ اسمع بقى، وذلك بسبب قدره ذرات الكربون على الارتباط. اسمع بقى كام حاجه، مع بعضها، مع مين الاول؟ ومع غيرها من الذرات بطرق مالها يا جماعه؟ بطرق متعدده. يبقى بكل بساطه يا ابني، السبب يا جماعه في كثره المركبات العضويه يا جماعه ان عنصر الكربون وهو بيرتبط بيكون روابط بطريقه واحده ولا بعده طرق؟ ولسه هنشرحهم. يبقى يرجع وفره المركبات العضويه الى قدره ذره الكربون على الارتباط مع بعضها ومع غيرها من الذرات بطرق متعدده او مختلفه. ثواني بقى، فرد الطالب المحترم وقال معلش مستر ممكن تشرح لنا ايه هي الطرق دي؟ اسمعوا بقى يا جماعه عشان كل الكلام ده مطلوب منكم. واحد، اول واحده ايه؟ ترتبط ذرات الكربون مع بعضها. يبقى اول حاجه معها هنشرح ارتباط ذرات الكربون مع ايه؟ مع بعضها بروابط. خدوا بالكم يا جماعه عشان ده هيكمل لحد اخر العضويه. ترتبط ذرات الكربون مع بعضها بروابط احاديه او ها ثنائيه او ثلاثيه. يبقى نتفق على حاجه يا جماعه، ارتباط ذرات الكربون في العضويه كلها مع بعضها يا اما يكون بروابط، يا اما يكون بروابط معايا هنا يا باشمهندسه، يا اما يكون بروابط احاديه ثنائيه ايه. تعال نبدا. يعني انت ممكن وانت بتشتغل تلاقي ذره كربون مع ذره الكربون اللي جنبها عامله رابطه، او ذره الكربون مع اللي جنبها عامله رابطه، او ذره الكربون مع اللي جنبها عامله رابطه. في حاجه غير كده بين ذرات الكربون؟ لا، مع بعضها روابط احاديه ثنائيه ايه. بس هنتفق بقى من اول العضويه الباشمهندس اللي مركز، اي حد هيرسم كده وهيسيبها حلال عليك من اول العضويه، احلى صفار، خد صفار كتير. نتفق على قاعده، مش احنا قلنا من شويه ان اي حد في العضويه بيخضع لقواعد التكافؤ؟ الكربون رباعي، يبقى انا عينيا تقع عليه اشوف حواليه كام رابطه؟ اربعه. طب استنى كده بالراحه نكمل مع بعض، ولو مش فاهم اسال. سي دي عامله كام رابطه؟ يبقى فاضل لها رابطه 2 3. ويا سلام بقى لما تبدا في اول العضويه كده وتلون زي ما انا بقول لك السبوره وتروق على حالك وتعمل كشكول. اه يا اخويا، ما هو هقول لك على حاجه، بس انك تعمل كشكول شكله محترم، وانا نسيت اقول لكم المعلومه دي،
قسما بالله العظيم اسال اي حد دخل كليه هيقول لك انا كليه محترمه فيها علم يعني فيها عملي كيمياء يعني بص صيدله علوم هندسه تربيه حتى بيخش يلاقي نفس الكلام ده في وشه فيجي يشتغل يلاقي نفسه مش فاهم من كتب الكليه غير برضه يا جماعه يقول لك لا انا رجعت ذاكرت من حاجه ايه اول سنه او اول سنتين في بعض الكليات بتلاقي نفسك خاصه العضويه يا جماعه ولذلك نصيحه اعمل كشكول ليها وما تتخلصش منه لان زمايلك والله انا ممكن انزل لك الرساله على الصفحه بس الواحد ما بيحبش البروباجندا دي تلاقي عيال بعتالي يقول لي والله مثلا دخلت الكليه وانا اول سنه بمتحن وما ذاكرتش حاجه خالص كيمياء غير اللي انت كنت مديهوني فهي الفكره لا ان لا لو اشتغلتها كده من الاول هتلاقي الموضوع كويس قوي معاك طب السي دي عامله ربطه واحده فضلها ايه وبعدين ما انا ملون لك اهو يا عم اشمعنى انا يعني ها ولا انا لازم ارد عليك زي ما انا كنت برد زمان أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي أنا أشتغل بضمير واجتهد وإنت تشتغل من غير ضمير وفي الآخر نتساوى لا مش هنتساوى يلا السي دي عاملة كام ربطة؟ اتنين يبقى فضلها؟ فتقوم عامل واحدة كده وواحدة كده صح؟ ها؟ طب دي؟ اتنين صعبة يا جماعة الطريقة؟ طب دي عاملة كل واحدة عاملة كام؟ يبقى ربطة كده وربطة كده يبقى تاني يا جماعة ترتبط ذرات الكربون مع بعضها بروابط أحادية أو اسمها يا حبيبي احاديه ثنائيه او ثلاثيه اسمع الثانيه مكونه سلاسل كربونيه مكونه ايه سلاسل كربونيه ستوب واحده هنا وقفتني ما احنا ما بنرصش كلام بقى يا جماعه ده انا فاهمكم حاجات هنا مهمه واحده قالت لي يعني ايه سلسله كربونيه يا حبيبه قلبي سلسله كربونيه يعني ذرات كربون ماسكين في بعض انا بستغرب ان طالب ما يعرفش ان في حاجه اسمها سلسله بشريه تيجي تكلمه تقول له يقول لك سلسله ايه سلسله بشريه دي يا ابني بص في مره من المرات كده كانت معموله والله في اسكندريه الناس وقفت وماسكين ايدين بعض كده بص واحد ماسك في اللي جنبه ماسك في اللي جنبه يبقى اسمها ايه سلسله نفس الكلام عندنا في العضويه عده ذرات كربون ماسكين في بعض يبقى اسمها ايه سلسله طب السلاسل الكربونيه كلها في الكيمياء كام نوع نوعين بيقول لك مكونه سلاسل كربونيه معايا مستقيمه او متفرعه مستقيمه او ايه وطبعا يا جماعه عشان انا عارف ان انتوا بتحبوا اللاتيني عشان لما تخش الكليه كده يبقى بس عندك كلمتين حتى فاهمهم كلمه سلسله كربونيه في اللاتيني يعني تشين تشين فيقول لك بص ستريت تشين ستريت وبرانشد تشين يبقى السلاسل نوعين يا اما تكون ستريت يا اما تكون برانشد يعني متفرع صح مش برانش يعني فرع يبقى برانشد متفرعه يبقى السلاسل الكربونيه مين او مين مستقيمه او متفرعه او زي ما انا قلت لك ستريت تشين او برانش تشين طب بص بقى يا حبيبي احكموا انتوا يا جماعه مين مستقيم ومين متفرع بس هفهمكم حاجه برضو ممكن يبقى الطالب حاسس ان هو فاهم بس هو مش فاهم كويس بصوا المنظرين دول كويس بصوا المنظرين دول كويس وقولوا مين مستقيم ومين متفرع تبقى دي ايه مستقيمه ودي ايه متفرعه طب حلو هي فعلا دي المستقيمه ودي المتفرعه بس في حاجه بقى انتوا هنا باين انها متفرعه صح بس انتوا مش فاهم حاسين انكم فاهمين يعني ايه متفرع بس انتوا مش فاهمين كويس اسمع المعلومه دي امتى تقول متفرع عشان تقول على السلسله متفرعه لازم ذرات الكربون اللي انت بتسميها تفرعات دي تكون وسطيه تكون ايه وليست طرفيه فواحده قالت لي لا مش فاهمه بص يا بابا يعني واحد جه يشتغلك اصل بص يا جماعه سهل جدا نشتغلكم في البدايه لانكم لسه برضو مش مستوعبين الفكره كده دي سلسلة متفرعة؟ لا دي مستقيمة يا مستر لا متفرعة اهي كده مستقيمة وده تفرع لا غلط دي سلسلة مستقيمة بس البطيخة بص عمل ايه؟ تناها كده هي اصلها كده امال التفرع يتحسب امتى؟ عشان يبقى تفرع لازم ذرة الكربون اللي انت بتسميها تفرع دي تيجي في النص يعني ايه في النص؟ بالراحة يا جماعة يعني لو دول خمس ذرات فين في النص؟ يعني هنا لا او هنا لا لو جت هنا او هنا او هنا تتحسب ايه؟ تفرع لو احنا اربع ذرات فين المكانين اللي ينفع فيهم هنا او هنا لو اتحطت ذره كربون هنا او ذره كربون هنا يبقى اسمها تفرع طب لو اتحطت هنا مش تفرع طب لو اتحطت هنا ولذلك حتى للتبسيط كنت انا بتكلم مع البنات اقول لها ايه التفرع دايما في النص قالت لي اشمعنى قلت لها بص لسلسلتك السلسله اللي هي بتلبسها اللي البنت بتلبسها ما هي دي سلسله سؤال لو انا مسكتها وتنيتها كده كده يبقى انا قلت لها يلا يا بنت الف مبروك جبت لك حاجه جديده جبت لك تفرع في السلسله حاجه تحطيها في السلسله قالت لي لا دي اشتغال دي السلسله نفسها التفرع دايما بيكون في النص يعني حتى البنت لما تلاقيها معلقه مش عارف معلقه اسمها معلقه لك خمسه وخميسه كده عامله حاجات غريبه ما يخصناش احنا
مش عارف عليه. قال هل التفرع اللي انتم بتحطوه في السلسله بيكون في طرف السلسله ولا في النص؟ والله العظيم في النص. احنا كمان في العضويه عشان نحسب ضرب يا جماعه مش في النص يعني في النص بالظبط. واحد يقول لك هو فين اللي في النص يا اخويا؟ ايه اللي في النص؟ يخرب بيت دماغ. انا قصدي مش على الاطراف، دي الطرف وده الطرف صح. اي مكان هنا او هنا او هنا يبقى اسمها وسطيه. صعب الكلام ده؟ حلو. ويبقى السلاسل تاني كمان مره كم نوع؟ مستقيمه او يرضيك المنظر ده؟ طب يلا بالراحه. ها واحد اتنين تلاته. بص بقى يا جماعه، ودايما انا بقول الكلمه دي، اوعى تتضايق من نفسك في البدايه ان انت بطيء شويه وانت بترسم. ليه؟ في البدايه يا جماعه دي ودي مش واخدين لا عينيك ولا ايديك، مع احترامي يعني، ما انت مش نازل ما شاء الله من اولى ابتدائي بتاخد عضويه، انت راجل اول مره تشوف الكلام ده. بمعنى هتضطر انك تعد لسه بقى لحد ما ايديك وعينيك يشتغلوا. ازاي؟ يعني بص سي عامله رابطه واحده، معلش ممل بس هيجيب نتيجه. هو في البدايه كده واحد اتنين تلاته. طب دي عامله رابطتين فاضلها؟ واحد اتنين. دي عامله رابطتين فاضلها؟ واحد اتنين. دي عامله رابطه واحده؟ دي يا جماعه البدايات، بداياتك لازم تبقى كده فيها تعب وارهاق. بعد كده ما شاء الله بقى يا جماعه ايديك وعينيك بتاخد على الموضوع فبترسم بدون اي مجهود وبيبقى مستواك رائع جدا. تمام كده يا جماعه؟ فهمت حاجه؟ والله العظيم على فكره هما كده كاملين، مفيش واحده ناقصها رابطه. بس ده مساله ممارسه، اصل ما تجيش النهارده تقول لي ايه؟ والله لا انا عجبني بص خالد صقر وهو بيرسمها ما شاء الله رسمها بسرعه. حبيبي انا بقالي دلوقتي كده 17 سنه بعمل الكلام ده، ما تجيش انت النهارده لسه بتتعلم وتقول لي لا انا هعمل زيك، لا ما تعملش زيي. انت في الاول بتعد، بعد كده دي ودي تحس بص ان عينيك حتى تستغرب حاجه لو شافت منظر غريب. يبقى هنا اول حاجه ترتبط ذرات الكربون مع بعضها بروابط احاديه ثنائيه ثلاثيه مكونه سلاسل ايه او ايه؟ اسمعي يا استاذه، كما تكون حلقات. تكون ايه؟ ستوب. واحده قالت لي مستر يعني ايه حلقه؟ اي شكل هندسي مقفول، اي شكل يتقفل احنا بنسميه ايه؟ حلقه، او اسمه باللاتيني سايكل. سايكل تمام. يبقى حلقات. طب الحلقات يا مستر كام نوع؟ قلت لها حبيبتي كما تكون حلقات متجانسه او غير متجانسه. يبقى الحلقات كام نوع يا جماعه؟ نوعين، اما تكون او غير ايه. قبل ما ارسم الاثنين ان شاء الله بالمره، احنا قلنا حلقه لو عايز باللاتيني، حلقه يعني سايكل، حلقات متجانسه. متجانسه باللاتيني يعني هومو، يقول لك هومو سايكل، او غير متجانسه اسمها هيتيرو. ويا سلام لما ربنا يكرمك وتخش صيدله وتتنفخ في الهيتيرو، هتتنفخ، هتعرف يعني ايه عضويه، هتعرف ان اللي انت اخدته معايا ده كان اشتغالات. يبقى الحلقه يا اما هومو يا اما هيتيرو، يا اما متجانسه يا اما. انا مش هشرح يعني ايه متجانسه وغير متجانسه، انا هرسم لكم وانتم ما شاء الله عليكم هتعرفوا اذا كانت متجانسه ولا غير متجانسه. ده مش بس كده، هطلب منكم كمان يا جماعه تعرفوا لي يعني ايه حلقه متجانسه باللغه العربيه. بقى احنا الاول بس نفهم، ويعني ايه حلقه غير متجانسه؟ اجي حلقتين ايه؟ لا ايوه يا جماعه ده باينه، حتى لو انا مش عارف دي باين انها متجانسه صح. اولا تجانس يعني تماثل، متماثل، يبقى دي متجانسه ودي ايه؟ بس استنوا بقى يا جماعه التعريف باللغه العربيه عشان لما يجي لنا كمان طالب ازهر يجي يقول له ما المقصود بالحلقه المتجانسه. اسمع كده بدقه، الحلقه المتجانسه هي حلقه جميع اركانها من ذرات الكربون. جميع ايه؟ يبقى لو الحلقه كلها اركانها كربون اسمها حلقه مالها؟ اسمعي الثانيه عشان بتقولوا كلام مش مظبوط في العربي كده، الصياغه مش حلوه. طب الحلقه غير المتجانسه هي حلقه جميع اركانها، هنا يا جماعه هي حلقه تتكون اركانها من الكربون بالاضافه الى عناصر اخرى. اي عنصر بقى؟ ماليش دعوه مين. يبقى لو الحلقه جميع اركانها كربون اقول حلقه. طب لو الحلقه اركانها كربون بالاضافه لعناصر اخرى هتسيبوها كده؟ سيبها كده تاخد اصفار. يلا كمل. ايه؟ اتنين. اللي قالت واحد يخرب بيت دماغه. واحد اتنين يبقى تلاته اربعه. ها؟ واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين. كده كل ذره كربون محاطه. كمل كمان مره. يبقى هنا واحد اتنين، اوعى تغلط. واحد اتنين، واحد اتنين. ليه بقى؟ ها؟ لا لان الان ثلاثي. احنا قول اهي لسه على السبوره، الان ثلاثي. يبقى هنا خد بالك. طب كمل الكربون واحد اتنين. استنى بقى اجابه سؤال عن الكامله يا جماعه زي ما انا بحب اقولها. يبقى لو حد سالني كل ده انا بشرح اجابه السؤال ده. يبقى عن كثره وانتشار المركبات العضويه. بص يا ابني النغم يا ابني،
وذلك بسبب قدرة ذرة الكربون على الارتباط مع بعضها ومع غيرها من الذرات بطرق حيث ترتبط مع بعضها بروابط أحادية ثنائية ثلاثية مكونة سلاسل كربونية مستقيمة أو متفرعة كما تكون حلقات وبكده يبقى أنت شرحت كل طرق الارتباط. صعب الكلام ده يا جماعة؟ اتفهم طرق ارتباط ذرات الكربون. ويبقى السؤال للمرة الأخيرة، كثرة المركبات العضوية سببه إيه؟ تعدد طرق الارتباط، إن ذرات الكربون وهي بترتبط ما بتكونش روابط بطريقة واحدة وإنما بعدة. اتفهمت دي كويس يا جماعه؟ طب بعد ما اخذنا الجزئيه دي هناخد يا جماعه قارن بين المركبات اللي يا جماعه العضويه والمركبات غير اللي يا جماعه العضويه. هناخد مقارنه يا جماعه، اسمعوني كويس يا جماعه. اول حاجه حبيب قلبي عشان تقارن بين المركبات العضويه وغير العضويه، اول حاجه هات مجموعه مركبات ايه وهات مجموعه مركبات غير. فواحد قال لي أمثلة بس، زي مين يا مستر؟ يعني عايز حاجة زي يا ابني هات أي حاجة عندك في البيت أمثلة، هات أي مجموعة مركبات عضوية. واحد قال لي زي، قلت له زي قماش، ورق، خبز، حتة عيش، حتة جبنة، كحول، موجود عندك في كل كلام في البيت، كحول، أسيتون. البنات عارفاه، وحبيب قلبي لو في ولد ما يعرفش الأسيتون حبيبي ده بيشيلوا بيه طلاء الاظافر، بيحطوا كده ده شيء ما يخصناش احنا، احنا بس يهمنا ان احنا يبقى عارفين ان دي كلها مواد عضويه. ثواني، يبقى انت قصدك تقول ده اللي بيفهم كده ومركز معايا، ان انا جبت مجموعه مواد عضويه منها ما هو صلب ومنها ما هو سائل، جبت كمان مجموعه مركبات غير. واحد قال لي زي، قلت له يا عم هات حاجات سهله، ملح الطعام، كلوريد صوديوم، هات كبريتات نحاس CuSO4، هات اي حاجه، هبص هات نيترات فضه، دي كلها مركبات غير ايه يا جماعه؟ صعب الكلام عليكم لحد كده؟ يبقى انت بدات الاول انك جبت شويه مركبات عضويه وشويه مركبات، وهنبدا نقارن بينهم. بصوا بقى يا جماعه، عشان انا بحب دايما افكار الناس تبقى مترتبه، وبقول لكم دايما وهفضل اعيد وازيد ان كل ما افكارك تكون مرتبه وانت بتذاكر كل ما وقت المذاكره يكون اقل ومحصله المذاكره اكبر. ولذلك الناجح مش اللي بيبذل بس مجهود اكبر، اللي منظم اكتر. تبقى انت عارف دي هتتعمل امتى ودي امتى ودي امتى، تلاقي الحياه ماشيه صح. عدم تنظيمك لحياتك يخلق حاله من الفوضى، تبقى عشوائي، والعشوائيه دي اكتر حاجه تقتل الوقت وتضيع عمرك. تلاقي عمرك عمال يعدي وانت ما عملتش حاجه، ما انجزتش. والله العظيم في ناس تعدي كده عمرها كله يعدي بدون انجاز. انا ما بقولكش الانجاز انك تبقى شخص مشهور، الانجاز انك انت تبقى ذات نفع تنفع الناس بس كده. ليه؟ لان انا قلت لك دايما ربنا قال واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وده اللي احنا عايزينه. ونفعك للناس يخليك تمكث في الارض، مش تبقى انت عايش، ذكرك يفضل موجود حتى بعد وفاتك، يفضل ذكرك موجود، وده اللي احنا عايزينه، انك تبقى شخص ذات اثر. وده مش كلام يا جماعه وانشا زي اللي تسمعوه، كونك شخص ذات اثر ده شيء محترم جدا، ويخلي حتى كل الناس على يقول لك اه والله الشخص ده احنا بنفتقده بس كده. لذلك قلنا لك اكتر من مره، وتفقد إن جهلت وأنت باق، صح كده؟ وتبقى إن علمت وقد فنيت. وتفقد إن جهلت، يعني بص أنت موجود وسط الناس بس ما حدش حس إن أنت موجود، يلا لا مش ناقصك. وتفقد إن جهلت وأنت باق، لسه موجود. وتبقى إن علمت وقد فنيت، مت خلاص بس لسه الناس فاكراك. بصوا بقى يا جماعة، المقارنة من حيث كم وجه اختلاف؟ 11 وجه اختلاف. كم وجه؟ يبقى المقارنة بين المركبات العضوية ما تتخضش، وغير العضوية من حيث كم وجه؟ طب بصوا يا جماعه، احنا هنقسم بقى السبوره عشان نعمل كده سبوره شكلها حلو. يبقى هنا هنكتب حاجه اسمها وجه المقارنه. وجه ايه؟ يعني احنا بنقارن بينهم من حيث ايه؟ ونقوم قاسمين دي كده يا حاج لايه وايه يا حاج. وفي الناحيه دي هنكتب مركبات ها عضويه صفاتها ايه، وفي الناحية التانية هنكتب مركبات غير عضوية. عضوية وإيه يا جماعة؟ طب بصوا بقى يا جماعة، أنا عايز الناس تركز معايا، ولو في حرف بالله عليك مش فاهم قول لي لا أنا ما فهمتش دي أصلها إيه. يلا يا جماعة، أول واحدة مش أنا اللي هقول أصلا، والله أنتوا اللي هتقولوا كل حاجة، بس أنا بس وسيلة مساعدة معاك. هنبدأ نقارن الأول من حيث سؤال لحضراتكم يا جماعة، المركب العضوي
ايه الاساس في تركيبه؟ حلو. فبص الطالب ان كتب، انا عايز بقى كتابه ادق كمان من كتاب المدرسه والمذكره. بص ايه، فقام الطالب المحترم قال لي يشترط، بص شرط اساسي صح، يشترط فيها وجود مين؟ بس كده. يبقى المركبات العضويه بالنسبه للتركيب يشترط فيها وجود مين؟ لازم يكون فيه كربون. طب ينفع ما يبقاش فيه؟ لا لازم يكون فيه. مركب عضوي يبقى كربون، ال 10 مليون مركب بتوع دول كلهم كربون صح؟ ده الاساس. خش على اللي بعده، مركبات ايه؟ ها بص بقى الطلبه اللي مركزه، بص الجمله دي يا جماعه، عناصر ها اخرى، عناصر ايه؟ غير مين؟ بس يبقى غير العضويه عناصر اخرى غير، بس ثواني بقى، بص بص الجمله الاحلى بقى، بص الجمله الاحلى، هم صح عناصر اخرى غير الكربون، بص قامت قايله لي ايه؟ وقد تحتوي على الكربون احيانا. والله جملة جميلة. وهنا لما تسألها هو ايه وقد تحتوي على الكربون احيانا؟ قالت لي نعم، الاكاسيد، اكاسيد الكربون، والسيانيد، والكربونات، والبيكربونات. وبالتالي يبقى الجملة الادق عناصر اخرى غير الكربون، وتقوم مكمل وتقول وقد ها تحتوي على مين احيانا؟ وقد تحتوي على الكربون احيانا. بس كده. طب بصوا بقى يا جماعة، دايما انا اقول الحتة دي على فكرة يا جماعة، هتشوف وانا بقول دلوقتي ان ال 11 هقولهم مترتبين، حتى ما فيش واحدة مكان واحدة، هو كده. ليه؟ لان الموضوع متهندس مش محفوظ، في فرق بين الاثنين. بعد التركيب هنشرح حاجة اسمها نوع الروابط. نوع ايه يا جماعة؟ نوع الترابط. استنوا بقى يا جماعة قبل ما اشرح النوع. شايفين رقم 2 دي؟ انا بنبه اهو قبل ما اشرح. رقم 2 دي هي ان شاء الله هي هتكون السبب في 3 و4 و5 و6 و7. فاهمين حاجة؟ يعني أنا هشرح لك دي، دي هيجي وراها هي السبب في رقم 3. يعني رقم 3 و4 و5 و6 و7 لو جالك عليهم سؤال علم إيه السبب في دول؟ السبب في دول مين؟ تعالى لي بقى، المركبات إيه يا جماعة؟ المركبات العضوية يا جماعة مركبات بها روابط إيه؟ روابط تساهمية. روابط إيه يا جماعة؟ استناني بقى يا حبيبي، روابط تساهمية. يبقى المركبات العضوية كلها مركبات ايه؟ وهنا يا جماعة عشان بس ما حدش يسرح، انا هنا بشرح القاعدة ما بشرحش الاستثناء. يعني ايه؟ هقول لك على حاجة، عارف احنا في منهج العضوية بتاعنا، في منهج العضوية والتصنيع هتدرس مركبات عضوية كتير قوي. في كل المركبات اللي هتدرسها مش هتلاقي غير 2 مركب ايوني، كم مركب ايوني؟ لكن هتلاقي مئات المركبات التساهمية، وبالتالي يبقى الحالة الغالبة، انا بشرح الغالب، ان المركبات العضوية مركبات ايه؟ تعالى لي بقى، اما غير العضويه فدي احنا بندرسها من بدري، عارفين ان العضو غير العضوي كان فيه ايوني وفيه تساهمي، الا ان الكتاب من اللحظه دي قام قايل لك ايونيه ايه؟ غالبا. استنى بقى، بص الطالب اللي مركز معايا قال لي ايه؟ قال لي يبقى احنا من اللحظه دي كاننا بنقارن بمركبات تساهميه ومركبات، بس هقول معلومه كمان من ثانيه ثانوي لو مش فاكرينها. الرابطه التساهميه دي يا جماعه بتصنف عندنا انها ضعيفه ايه؟ نسبيا، يعني مش قوية. لو اتقارنت بالأيونية، الأيونية أقوى بكتير، بينما الروابط الأيونية دي يا جماعة بتكون مالها قوية جدا. خد بالك من المعلومة دي عشان هنحتاجها كتير. يلا بقى يا جماعة، مش كده شرحنا رقم 2؟ خد بالك بقى من 3 و4. رقم 3 عندنا يا جماعة حاجة اسمها درجة الانصهار، ورقم 4 درجة الغليان. درجة الانصهار وإيه يا جماعة؟ ودي يا ابني تجربة، يعني حتى عشان واحد يقول لك ايه اصل انا هنسى، يا ابني انت لو عملتها تجربة في البيت حاجة هبلة. هات حتة شمع، الشمع مادة عضوية عشان تبقوا عارفين، وهات عود كبريت وولع الشمعة، هتلاقي الشمعة ايه اللي بيحصل لها؟ بتنصهر، وده دليل على ان درجة انصهارها ما هياش مرتفعة، ده لها بالعادي ده بيخليها تنصهر. ملح الطعام، عارفين ملح الطعام؟ ملح الطعام لو حطيته عندك على النار مش هينصهر، اصله مركب ايوني. ملح الطعام بينصهر عند 810 درجة. درجة انصهار مرتفعة جدا. طب لو حد سالني هي ليه درجه الانصهار هنا ده مش انصهار بس وليه كمان؟ ليه هنا هتكون درجه الانصهار والغليان منخفضه؟ اهي بصوا يا جماعه، منخفضه، وهنا كمان مالها؟ منخفضه. بينما درجه الانصهار والغليان هنا هتكون مالها؟ هنا مرتفعه، وهنا مالها؟ رد عليا بقى، ليه هنا يا جماعه درجه الانصهار والغليان منخفضه وهنا درجه الانصهار والغليان مرتفعه؟ هنا سبب انخفاض درجه الانصهار والغليان ضعف الروابط، بينما هنا سبب ارتفاع درجة الانصهار والغليان ان الروابط دي روابط مالها؟ شديدة القوة، والكلام ده انتوا واخدينه من ثانية ثانوي. يبقى كده رقم 2 هي اللي سببت 3 و4 صح؟ استنى بقى،
بعد كده كمان هنتكلم عن حاجة اسمها ايه؟ الذوبان. حاجة اسمها ايه؟ طب بصوا يا جماعة، عشان انا عارف بس ان موضوع الذوبان ده انتوا كنتوا واخدينه من بدري، بس اسمع اهو. الذوبان ده يا ابني كان مشروح في اولى ثانوي بالراحة. بس اول حاجة يا جماعة اللي ما يعرفش، تعرف تسمعوا عن حاجة اسمها المذيب؟ المذيب كده بالبلد اللي هو المادة اللي بتدوب. كانوا مقسمين لنا المذيبات لنوعين، حاجة اسمها مذيبات قطبية وغير قطبية اللي هي عضوية. يبقى المذيبات في الكيمياء كلها كم نوع؟ قطبية وعضوية. قطبية وايه؟ او قطبية وغير قطبية. كان عندنا قاعدة بتسهل الذوبان كله، يقول لك ايه؟ الشبيه يذيب الشبيه. قال ايه يا جماعة؟ يعني بالبلدي كده كل واحد يدوب في اللي شبهه. يعني انا اهو انا عضوي ادوب فين؟ في العضو اللي شبهي. طب هو غير عضوي يدوب في غير العضو اللي زيه. ولذلك تعالى لي بقى، هات حاجة سهلة ايه؟ مركب عضوي زي الزيت، حطه في المية يدوب في المية. يبقى المركبات العضوية، اسمع بص يقول لك ايه؟ لا تذوب، اسمعي دي كويس اهو، لا تذوب في المذيبات القطبية كالماء. يبقى المركبات العضوية يا جماعة أول حاجة لا تذوب فين؟ المذيبات القطبية مثل مين؟ كالماء. أكمل بقى، ولكنها تذوب في المذيبات ايه يا جماعة؟ العضوية. واسمعوا بقى يا جماعة، عشان دول اللي أنا هقولهم دول أشهر ثلاث مذيبات عضوية. أشهر ايه؟ عشان لما يتكرروا في المنهج كله محدش يقعد يسأل. ولكنها تذوب في المذيبات العضوية مثل مين يا مستر؟ المذيبات العضوية عندنا مركب ان شاء الله هنشرحه في اخر الحصة اسمه البنزين العطري، ونوع من المركبات اسمه الايثيرات. اسمه ايه يا جماعة؟ والايثير ورابع كلوريد الكربون. يبقى هنا تاني يا جماعة القاعدة في المركبات العضوية، ان المركبات العضوية تذوب في المذيبات، اسف لا تذوب في المذيبات، ولكنها تذوب في المذيبات زي البنزين العطري، الايثير ورابع كلوريد. وبنبه على حاجه يا جماعه، البنزين العطري ده ملوش علاقه ببنزين العربيه. بنزين العربيه اسمه جازولين، اصلا ما اسموش بنزين، اسمه جازولين، وقلتها قبل كده. تمام؟ كمل بقى معايا. طب بالنسبه للمركبات دي، يا راجل يا طيب، مركب غير عضوي زي ملح الطعام يذوب في الماء ولا لا يذوب؟ اما المركبات غير العضويه تذوب فين يا جماعه؟ يذوب في الماء القطبي زي. صعب الكلام ده يا جماعه؟ وبكده يبقى قارنا من حيث كام واجهه لحد دلوقتي؟ 5. تعال بقى معايا على رقم 6 وايه؟ 6 و7. رقم ايه؟ رقم 3 درجة انصهارها، درجة انصهارها منخفضة. مش انا عندي حاجة اللي انا فاهمها ان درجة الانصهار لما يكون عندي مركب او حاجة اللي هو مثلا دي قدرة على الانصهار، فانا شايفة كده ان درجة الانصهار المفروض تكون عالية. لا بالعكس، كلمة ينصهر بسهولة، ينصهر بسهولة يعني عن درجة حرارة. يعني اقول لك على حاجة، التلج ينصهر بسهولة لانه بينصهر عن درجة حرارة صفر. ده معنى ينصهر بسهوله. طب استني، زي ما بقول لك اهو، ملح الطعام ينصهر بصعوبه. يعني سؤال، ملح الطعام لو حطيه في الظروف المعتاده يتحول من صلب لسائل؟ لا. طب استني، سخني لحد 100 ما ينصهرش، 200 300 400 عند 810 يعني بصعوبه جدا كده ينصهر. وبالتالي كلمه ينصهر بسهوله يعني درجه الانصهار منخفضه، لكن ينصهر بصعوبه درجه الانصهار مرتفعه. رقم 6 و7 يا جماعه، بص بقى 6 و7، ميزة اللي بيكون مذاكر الأبواب القديمة، باب تالت. باب إيه يا جماعة؟ وهتجيبوها لوحدكم. اسمع، رقم 6 بيقول لك التوصيل الكهربي، اللي إيه يا جماعة؟ ها، أنا هقول يا جماعة أول حتة وأنتوا تكملوا. بيقول لك في التوصيل الكهربي المركبات العضوية مركبات لا إلكترولايتية. مركبات إيه؟ اللي إنتوا بيسموها لا إلكتروليت. يقول لك علم، المركبات العضوية مركبات لا إلكترولايتية على طول، يبقى لأنها لا تتأين في الماء. لا إيه؟ بص بقى العيل اللي قاعد مركز، قال لي يا مستر ما أنا عارف إنها ما بتأينش. قلت له إيه؟ قال لي يا مستر ده إسجان أصلاً ما بتدوبش. أنت مركز يا مستر، هي أصلاً ما بتدوبش، وأدام ما دابش يبقى فاكرين إن إحنا قلنا لازم يدوب عشان يتأين؟ بس هنا بقى يا جماعة ثواني، يطلع لك عيل محنك، وأنا عارف بقى إن المحنكين كتير. بص يقول لك إيه؟ بس انت ما قلتش كده في الباب التالت. اصلا انا عارف هو هيقول ايه. اول حاجه بس قبل ما اقول اللي هو عايز يقوله، انا هنا بشرح الحاله العامه ولا بشرح الاستثناءات؟ الحاله العامه. يعني مثلا بكلم، اما اقول لك المركبات العضويه لا تذوب في الماء، انا قصدي هنا ان اغلب المركبات العضويه لا تذوب، الا ان في مركبات عضويه بتذوب. وانت عارف كده، سكر بيذوب في الماء ولا لا؟ سكر بيذوب في الماء. كحول الايثيلي بيذوب في الماء ولا لا؟
واحده بص تقول لك ايه بس انت قلت لنا في الباب الثالث ان حمض الاسيتك بيدوب في الميه وانا لم انكر. انا هنا هشرح لك بعد كده بقى اللي بيدوب بيدوب ليه، لكن القاعده ان هي اصلا مالها نفس الكلام. المركبات العضويه كقاعده مركبات مالها، خد المعلومه دي، ولو اتأينت لان في منها بتأين هيبقى تأينها ماله، لكن الاساس ان هي اصلا مالها. فانا بشرح الاساس القاعده الاساسيه، في حد يشرح الاستثناء قبل القاعده بتبقى غباوه. اذا كان هو سمي استثناء لانك فهمت ايه القاعده، فانت الاول تاصل للقاعده وبعد كده تشرح مين. فهنا المركبات العضويه لما تيجي لعلي مركبات لا الكترولايتيه يبقى لانها لا، اما الناحيه الثانيه المركبات غير العضويه بتكون الكترولايتات. مش بس كده، ده الكترولايتات مالها يا جماعه؟ لانها تكون تامه. صعبه دي. اللي بعده اللي يقول لك بص الباب الثالث، سرعه التفاعل بينما كنت تلهو. ده بعض الناس اللي كانت بتلهو مش انت. اخذنا في الباب الثالث حاجه اسمها سرعه التفاعل، صح؟ العوامل المؤثره لسرعه التفاعل سته. ده انا بفكرك بس من باب واذكر فان الذكرى. طبيعه المواد المتفاعله، تركيز المواد المتفاعله، درجه الحراره والضغط والعامل الحفاز والضوء. هيبقى قلب اللي مذاكر. طبيعه المواد المتفاعله كانت حاجتين، نوع الترابط ومساحه السطح المعرض للتفاعل. فاكرين الكلام ده يا جماعه؟ كان في نوع الترابط حبيب قلب اللي مذاكر، هي الرابط هنا ايه؟ فقام خبطني على طول قال لي تفاعلات المركبات العضويه بطيئه نسبيه. انت فاكر ان انا هسكت له؟ قمت مديله علل ليه المركبات التصاميه تبعاتها بطيئه نسبيه. قال لي سهله، لانها، برافو اللي مذاكر ده، لانها هتتم بين الجزيئات وبعضها. لما كنا بنقول فتحتاج وقت عشان نكسر الروابط ونبدا نكون روابط جديده. مركبات ايونيه تفاعل سريع لحظي. ولو حد سالني من الباب الثالث ليه سريع لحظي ارد لانها، برافو يا جماعه، تتم عن طريق تبادل الايونات المفككه، صح كده يا جماعه؟ ويبقى هنا اخذنا قاعده مهمه ان كل تفاعلات المركبات العضويه بطيئه نسبيه بس غير العضويه سريعه. ايه كده كم وجه اختلاف؟ ولذلك بص مفيش حاجه اسمها هتوه. هتوه ليه؟ تيجي تقول لي هو احنا قررنا من حيث ايه؟ اقول لك التركيب ونوع الترابط، درجه انصهار وغليان، ذوبان في الماء، توصيل كهربي، سرعه التفاعل. انا مديهم ضهري بس انا ما انساهمش بترتيبهم لان انا عارف ان دول جايين على دي. صعب الكلام ده؟ استنى بقى، 8 و9، لا 8 و9 حاجه عبيطه. 8 8 يا جماعه الرائحه، 8 مين؟ و9 الاشتعال. يلا يا جماعه من الحاجات اللي حواليك في البيئه. المركبات العضوية، أديك أمثلة. الجازولين ليه ريحة ولا لأ؟ ليه ريحة، ريحة مميزة. الأسيتون ليه ريحة ولا لأ؟ ليه ريحة، ليه ريحة يعني، صح؟ طب الكحول ليه ريحة ولا لأ؟ يبقى المركبات العضوية كصفة عامة اسمع، ذات رائحة يا جماعة نفاذة. ذات رائحة إيه؟ وهنا يا جماعة نبه على حاجة، قلت ذات رائحة نفاذة غالبا ومستساغة يعني مقبولة. ولذلك أنا قلت وبقول دايما إن معظم الناس، كل الناس اللي قاعدة دي، بتحب على الأقل ريحة مركب عضوي. فهتلاقي زي ما أنا قلت البنات ميالة لريحة البنزين، بنزين العربيات بيحبوه شوية، وإحنا كأولاد بنميل لريحة الكلة، واخد بالك؟ تحس كده إن هو يا جماعة لا. بس استنى، على فكرة يا جماعة المركبات العضوية فعلا ليها ريحة نفاذة وأنت عارف إنها مقبولة، وما تكذبش وتقول لا انا ما بحبش اي حاجه في ريحه المواد العضويه، لا بتحب. بس خد بالك طالما هو انت بتشمه شم عادي يبقى ما دخلش مرحله الادمان. اما انك تتعمد الشم، على فكره خد بالك انت اي حاجه تتعمد فيها كده في العضويه ده ادمان، وبيصنف عندنا ادمان والله. والله ادمان. واحد يقول لك لا الادمان مخدر، يا ابني ادمان. وبيأثر على الجهاز العصبي المركزي فما تهركش. يعني احسن تكون بتشم حاجه ولا حاجه. انا قلت انبهك. ذات رائحة ايه؟ طب ثواني يا جماعة، يبقى المواد العضوية ذات رائحة نفاذة غالبا، في الغالب ليها ريحة نفاذة. أنا بتكلم على الحالة الغالبة. طب استنى يا جماعة قبل ما أروح الناحية التانية، هعلمك حاجة. أنتوا عارفين ليها ريحة نفاذة ليه؟ لا ده أنا هعلمك قاعدة مش في العضوية بس، إمتى المادة يبقى لها ريحة وإمتى المادة يبقى لهاش ريحة؟ خد القاعدة دي. إذا كانت المادة سهلة التطاير، يسموها كده مادة متطايرة، تبقى المادة دي ليها ريحة. واحد قال لي مش فاهم يعني إيه متطايرة؟ يلا دي مادة
لو بعض جزيئاتها يتفتت كده ويطير في الهواء اسمها مادة متطايرة. دي المواد اللي بيكون ليها ريحة بس كده. يبقى المواد العضوية غالبا بتكون ذات رائحة نفاذة لأنها مواد شديدة التطاير. شديدة ايه يا جماعة؟ تتطاير بسهولة. بينما على العكس يا جماعة المركبات غير العضوية ها ليس لها رائحة. ما قلتش دائما ليس لها رائحة ايه؟ غالبا. يعني لما تيجي تبص على مركب زي ملح طعام لا ملوش ريحة. لما تيجي تبص على مركب زي كبريتات نحاس ملوش ريحة. بس ما حدش يجي يقول لي H2S. لا ما انا عارف H2S ده احنا شميناه مع بعض في المكان اللي هناك والنشادة شميناه مع بعض هناك. لكن انا بتكلم على الحالة اللي يا جماعة الغالبة ماليش دعوة بالاستثناءات. وكده يبقى احنا شرحناها من حيث مين؟ خش على اللي بعده. من حيث مين؟ بص يا جماعة زي ما هندرس ان شاء الله في بقية الحصة المادة العضوية بيكون غالبا فيها الاثنين دول. مين ومين؟ يعني مش كربون بس ده في الغالب كمان بيكون مع الكربون ده مين؟ اسمعوا بقى يا جماعة المواد العضوية تشتعل. كل المواد العضوية مالها؟ في وجود غاز مين؟ الأكسجين. يبقى المواد العضوية كلها تشتعل في وجود غاز وينتج دايما حاجتين ثابتين وينتج عن احتراقها مين ومين يا محترم؟ قال لي أكيد يا جماعة بالعقل كده مش هي فيها كربون؟ وينتج عن احتراقها حاجتين. الكربون يتأكسد يدينا ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين يتأكسد يدينا بخار مية. لو عايز تجرب عندك في البيت يبقى جرب. ملح الطعام حطه على النار لا تشتعل. يبقى المركبات غير العضوية مالها؟ لا تشتعل غالبا. للعلم يا جماعة وإن اشتعلت اللي بيفهمه تعطي نواتج أخرى. فاهمين يعني ايه تعطي نواتج أخرى؟ يعني بقى مش تدي ثاني أكسيد كربون وبخار. يبقى في الاشتعال المواد العضوية مواد شديدة الاشتعال تشتعل وينتج ثاني أكسيد كربون وبخار ماء لكن دي لا تشتعل مالها. وأخيرا آخر حاجتين رقم 10 ورقم 11. رقم 10 يا جماعة خاصية هنشرحها في الدرس الثالث بس هديك فكرة عنها اسمها البلمرة. بينما رقم 11 هناخد ظاهرة اسمها المشابهة الجزيئية. مشابهة ليه يا جماعة؟ طب اسمع بس عملية ايه يا جماعة؟ طب بص يا ابني اي طالب علمي علوم يقولك البلمرة دي انا اخدتها في الاحياء. بس استنى بس اسمع بس بدقة. اولا يا جماعة ما فيش كلمة في العربي اسمها بلمرة عشان بس نتفق على حاجة. سيبك ان احنا بنعرب الكلام وبنقلبه ماشي. الكلمة في اللغة العربية يبقى اسمها تجمع الجزيئات ده لو بالعربي. باللاتيني اسمها بوليمرايزيشن. ثانية واحدة لحد ما نوصل للحتة دي ونشرحها بالتفصيل لان ليها شرح. يعني ايه يا مستر بلمرة؟ بصي بقى احنا عندنا ان شاء الله في العضوية في الدرس الثالث هنعلمك ان احنا عندنا جزيئات صغننة بيسموها مونيمرات. الجزيئات دي بدل ما هي صغننة كده بتبدأ تتجمع مع بعض تكون لك جزيء كبير. تجميع جزيئات صغيرة اسمها مونيمرات لتكوين جزيء كبير هيكون اسمه البوليمر. يسموا العملية بالعربي عملية تكوين البوليمر. عملية تكوين ايه؟ يبقى اسمها بوليمرايزيشن. هذه الظاهرة يا جماعة توجد غالبا في العضوية. توجد ايه؟ واحد قال خد بالك من كلامي انا ما قلتش توجد دائما قلت توجد ايه؟ يعني في مركبات عضوية ما تعملش بلمرة. بينما هنا هذه الظاهرة مالها؟ لا توجد في غير العضوية مفيش بلمرة هنا. نفس الكلام ظاهرة هنشرحها بقى دلوقتي اسمها مشابهة لإيه؟ هذه الظاهرة هي كمان توجد غالبا في العضوية أما في غير العضوية برضو يا جماعة لا توجد. ويبقى كده سيادتك ثواني يبقى البلمرة والمشابهة الجزيئية هما الاثنين خاصيتين مميزين لمين؟ ويبقى كده قارنا بين العضو وغير العضو من حيث كم وجه اختلاف؟ اوعى تنسى ويا ريت الاقي بعد كده الطلبه شغاله كده تركيب نوع ترابط درجه انصهار درجه غليان ذوبان في الماء توصيل كهربي صح كده سرعه تفاعل رائحه اشتعال بلمره مشابهه ايه جزيئيه هم دول ال 11 وجه اختلاف. طالب ازهر ما يقلقش. طالب ازهر بيجي له السؤال قارن بين المركبات العضويه وغير العضويه من حيث يقول له كذا وكذا وكذا. فاهمين يعني مش هيجيب له كل ده هيقارن له من حيث كام حاجه ثلاث حاجات. أنا طالب عام يتسأل عن التفاصيل دي في اختياري. صعب الكلام ده يا جماعة؟ وبكده يبقى أخدنا يعني إيه عضوي وغير عضوي وأخدنا المقارنة بين المركبات العضوية ومركبات غير العضوية. حاجة كتبناها من آخر حاجة كتبناها نكمل. مش اخر حاجة في المقارنة يا جماعة قلنا ان المركبات العضوية بيحصل فيها حاجة اسمها مشابهة جزيئية. يعني ايه مشابهة جزيئية؟
البلمره في الدرس الثالث، لكن المشابهه الجزئيه في الدرس الاول. ولذلك يا جماعه بصوا هنا عشان تبقوا عارفين حاجه، وانت ماشي في العضويه حذاري، بحذرك من الكتب الخارجيه فيها كارثه، عشان ما ترجعش تشتكي لي. هتشتكي لي ولا كاني سامعك. ايه هي الكتب الخارجيه مثلا على موضوع المشابهه الجزئيه ده؟ جايبه حاجات في الدرس السابع سائله فيها في الدرس الاول، فالباشا لسه ما خدهاش، يروح يحل في كتاب خارجي يقول لي بصراحه بس انا حليت اللي في المذاكره، بس جيت احل من بره ما عرفتش، لان حبيب قلبي الكتاب الخارجي فيه مشكله كبيره، ده انا شفتها في اكتر من كتاب، خاصه كتاب الامتحان. ضارب السؤال، السؤال مكانه انا هشرحه، بس انا هشرحه في الدرس السادس او السابع، وانت جاي تسالني فيه في الدرس ليه؟ طب انت تعرفه منين انت؟ هتجيبه ازاي؟ ده انت لسه هتاخده كمان ايه؟ كمان شهر، ده متهرج مش هتعرف تحل. فما تجيش تشتكي لي في الحته دي، انا كلامي واضح، لكن انا ماشي بترتيب معين، انا عارف انا ماشي ازاي، وبرتب لك افكارك، لكن هو بيشتت. يعني بص، موضوع المشابهه الجزئيه ده بيفضل يتشرح من اول حصه في العضويه وهتشوفه لحد ايه؟ اخر حصه. طب هو يجي يسالك على ايزومريزم او مشابهه زي اللي اشرحها دي، مكانها في الدرس اللي قبل الاخير، وهو بيسالك عنها في الدرس ده، معناها ان هو عايز نعمل ايه؟ امسك المشابهه الجزئيه دي اخلصها كلها، وانت مش هتفهم لو انا عملت كده، والله ما هتفهم حاجه، وانما واحده واحده. بصوا بقى يا جماعه، احنا قلنا المركبات العضويه التميز بان بيحصل فيها حاجه اسمها مشابهه ايه؟ عشان تفهم يعني ايه مشابهه جزيئيه، ارجو بقى الناس تركز معايا بس الاول. وهنا انتبهوا يا جماعه عشان ما تقولش المستر هو مش مرتب في كلامه، انا هعمل ايه؟ انا اول حاجه هشرح اللي في الكتاب، حلو؟ بعد كده هعلي شويه عن اللي في الكتاب، لان في بعض الكتب الخارجيه هنا سأله في حاجات بره الكتاب شويه. طب ممكن يا مستر تيجي الاسئله دي؟ في حاجات ممكن وفي حاجات لا، ومع ذلك انا هشرح كل حاجه، بس الادق يا جماعه لاي طالب، اي طالب محترم بيفهم، انا اروح اذاكر اللي مش عليا وبعد كده اذاكر اللي عليا، ولا ركز في اللي عندي الاول؟ ركز في اللي عندك. ولذلك انا هبدا الاول باللي في الكتاب. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان اي مركب عندنا ليه حاجه اسمها صيغه كيميائيه، صح؟ يبقى اول حاجه لازم نتكلم عنها ان كل المركبات لها صيغه ايه؟ كيميائيه. طب هبدا الاول، قلت زي الكتاب، كتاب المدرسه بيقول ايه؟ تنقسم الصيغه الكيميائيه للمركبات الى قسمين. يبقى الصيغه الكيميائيه يا جماعه في منها كام نوع؟ خلينا في الاول في قسمين، حاجه اسمها صيغه جزيئيه، والثانيه اسمها صيغه بنائيه. يبقى تاني يا جماعه نبدا من اول العضويه بقى عشان حته كده دخلنا في الجد. الصيغه الكيميائيه للمركبات حبيب قلبي كام نوع؟ نوعين، اما ايه واما ايه؟ انا ما بحفظش حد حاجه، انا هفهمها لك. صيغه جزيئيه زي اللي قدامك دي، وهنشرح بالراحه ولو ما فهمتش اسال. بصوا يا جماعه انا مش هقول تعريف، انا هسالكم وانتوا اللي هتجيبوا التعريف بالفهم. شايفين المركب ده؟ دي اسمها الصيغه الجزيئيه دي. انا هسالكم السؤال الاول، الصيغه اللي قدامكم دي موضحه نوع الذرات ولا لا؟ يعني سؤال، المركب ده بيتكون من عناصر مين ومين؟ يعني نوع الذرات باين؟ باين، كربون وهيدروجين، خلصنا من اول حاجه. طب هل الصيغه دي موضحه عدد الذرات؟ كم عدد الذرات؟ 2 كربون و4 ايه؟ وهو ده تعريف الصيغه الجزيئيه، سهل الممتنع يا ابني. يبقى الصيغه الجزيئيه بكل بساطه هي صيغه رمزيه توضح ايه وايه؟ توضح نوع وعدد الذرات، بس كده. صعبه يا جماعه؟ يبقى كلمه صيغه جزيئيه، نبدا بتعريف يعني ايه صيغه جزيئيه. يبقى الصيغه الجزيئيه هي صيغه مالها يا حاج؟ رمزيه. صيغه ايه؟ توضح كام حاجه حضرتك؟ قال لي توضح حاجتين، توضح ها؟ نوع وعدد الذرات في جزيء المركب. توضح ايه حضرتك؟ نوع وعدد الذرات في جزيء مين؟ صعب يا جماعه لحد كده؟ طب تعالوا بقى نحولها من جزيئيه لايه؟ انا مش هقول حاجه، انا بس هسالك وانت تقول. معانا كام سي؟ ادي واحده وادي الثانيه، صح كده؟ كمل معايا، معاك كام اتش؟ 4. دي تاخد كام ودي تاخد كام؟ حق ربنا، حق ربنا، دي تاخد 2 بدون اي معاناه يا جماعه، ودي كمان تاخد ايه؟ صعب لحد كده؟ ثواني بقى، ثواني 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 بس، ما تستعجليش، خليني اسال بالراحه. ما بين ذرتي الكربون، السؤال ليكم، اعمل رابطه احاديه ولا ثنائيه ولا ثلاثيه وليه؟ فرد البيل محترم قال لي لا دي ثنائيه، مع انه ما اخدش عضويه قبل كده ما عرفش حاجه، قال لي لا اكيد ثنائيه. قلت له عرفت منين؟ قال لي اخدت بالكم من حاجه يا جماعه؟ يبقى وانتوا بترسموا مركب العضو بتحطوا السي الاول، بعد كده تقوموا موزعين الاتش، بعد كده تحطوا الروابط بين السي والسي، فانت هنا ليه ما حطيتهاش احاديه؟ قال لي عيب يا مستر، لو حطيتها احاديه هيبقى كده كل ذره كربون عامله، وانت مأكد عليا ان ما ينفعش كده، لازم ذره الكربون محاطه بايه؟
اسال بقى عشان نجيب التعريف. شايفين الصيغه دي؟ السؤال الاول موضحه نوع الذرات؟ طبعا كربون وهيدروجين. طب موضحه عدد الذرات؟ اتنين كربون واربعه هيدروجين. موضحه طريقه الارتباط؟ يبقى الصيغه دي مش موضحه حاجتين زي دي، دي موضحه كام؟ وبناء عليه يبقى الصيغه البنائيه، اسمع التعريف الثاني، يبقى هي كمان صيغه ها رمزيه. اسمع بقى توضح كام حاجه. توضح، سامع، نوع وعدد الذرات، سامع، وطريقه، اسمع دي بقى، وطريقه ارتباط الذرات مع بعضها بالروابط التساهميه. كل الروابط دي روابط ايه يا جماعه؟ يبقى هنا وطريقه ارتباط الذرات مع بعضها بالروابط الايه؟ طب ممكن اسال سؤال بقى يا جماعه، لعام وازهر يبقى ايهما افضل؟ يبقى يا جماعه ما حدش على مدار العضويه يسالنا تاني، لان انت اللي رديت، يعني انت فاهم شغلك. اصل بص، واحنا شغالين هيبقى قدام الطالب ان هو يكتب حاجتين، يا يكتب دي يا يكتب دي، فانت هتقول لي انهي افضل؟ ولا خلي عندك دم وضمير الاثنين. اولا انت عارف مين افضل، بس انت بتكتب دي لانك انت بتبقى مستعجل وعايز تنجز، لان دي بتاخد وقت في الرسم، وانا مش ضد دي على فكره، دي صح. انا ما قلتش ان في واحده صح وواحده غلط، الاثنين صح، بس مين اكثر دقه وبتوضح كل حاجه؟ يبقى لما يجي الطالب ازهر يقول له علل لما ياتي، الصيغه البنائيه افضل من الجزيئيه. ليه البنائيه افضل من الجزيئيه؟ لانها توضح نوع وعدد الذرات وطريقه ارتباط الذرات مع بعضها بالروابط. ده استنوا، ده انا ممكن ازود حاجه كمان، ودي دي نقطه حلوه ومفهومه. بيقول لك كما يمكن، هو كده التعريف خلص، كما يمكن، برافو اللي مذاكر ده، كما يمكن من خلالها، عليك يا ابني، معرفه تكافؤ كل عنصر. يمكن من خلالها ايه؟ فاهمين يعني ايه يا جماعه؟ قالت لي استنى استنى، تعالى نرسم اليوريا تاني اللي احنا رسمناه من شويه. اليوريا كانت عباره عن سي في النص كده، صح؟ ان على شمالها كده وان على يمينها كده. الان دي اخذت 2 اتش والان دي اخذت 2 اتش، صح؟ والسي عملت رابطه مزدوجه مع او. هو انت لو جايب لك صيغه بنائيه زي كده مش ممكن من خلالها تعرف التكافؤات؟ قال لي فالاتش هنا احادي لانه يكون رابطه واحده، صح؟ والاكسجين لانه يصنع رابطتين، والنيتروجين لانه بيصنع ثلاث روابط، بينما الكربون لانه يصنع اربع. ويبقى المره الاخيره ايهما افضل، البنائيه ولا الجزيئيه؟ بس انتظر، انا مش عايزك تتسرع، وعلى الرغم ان انا قلت ان دي الافضل وانا ما انكرتش، الا يا ابني ان هم زي ما بيقولوا دايما كده، الحلو ما يكملش، فيها عيب، فيها عيب وحيد. وهنا يا جماعه هنستعين بطلبه علم الرياضه، نظرا لضعفي انا وانت في الرياضه، انا وبتوع علوم، يعني بتوع علم الرياضه الجامدين، ومش قصدي حاجه يا جماعه والله، يعني انا عارف ان انتم ما شاء الله جامدين. مش دي صيغه بنائيه؟ حلو. الجزيء اللي قدامكم ده على السبوره شكله يبان كده ان هو ثلاثي الابعاد ولا مسطح؟ يبقى العيب اللي في الصيغه البنائيه انها تجعل الجزيء يبدو، وعلى فكره دي مش حقيقه. عارفين المركبات العضويه؟ كل المركبات العضويه لها اشكال فراغيه، يعني بتاع رياضه اللي بتاخد هندسه فراغيه بتكون ثلاثيه، ليها طول وليها عرض وليها، وهفكركم بحاجه. يبقى استنى، عيوب الصيغه البنائيه، عيوب الصيغه البنائيه كم عيب من عيوب الصيغه البنائيه؟ ولكنها تجعل المركبات العضويه تبدو ايه؟ تبدو مسطحه. يبقى هي فيها عيب واحد. حتى انا هقول لك على حاجه، انت لو سالت طالب بطيخه ما كانش بيذاكر في ثانيه ثانوي ورسمت له الشكل بتاع المركب ده، على فكره يا جماعه المركب ده شكله كده، وسالته ده ايه، هتلاقي بقى ان هو على قده برضه، بص على الشكل يقول لك ده معين. ماله هو اهو؟ لا، ده مش معين، ده هرم رباعي الاوجه. واحد يقول لي ده هرم، هرم ازاي؟ انا عارف بقى، بص بتوع رياضه بقى، بتوع رياضه بقى اساتذه فراغيه ده اسالني انا. معلش بس يا جماعه، اصل الشد بيبقى صعب. فاهمين حاجه؟ اللي بيفهم رياضه، لو ذره الكربون في نفس السطح مع الهيدروجين، يعني في نفس المستوى، هكلم بتوع رياضه، في نفس المستوى كان بقى الشكل ده فعلا مسطح. لكن هي في الحقيقه ما بتكونش كده، في الحقيقه ذره الكربون بتبقى، حتى انا لما كنت بشرحها لبتوع ثانيه ثانوي، لان هم على قدهم ما خدوش فراغيه، فاقول له ايه؟ ذرات الهيدروجين دي بتضغط على الذره اللي في النص،
فطبيعي قوي لاي حد كده على قده ان اللي في النص ده يبص لفوق. معلش عيل على قد ما خدش فرجيه فتقول له هتقول له بص لفوق والله العظيم مره بيضغطوا عليها. تخيل الاربع ذرات دول بص ومضغطين على دي يقوم عاملين فيها ايه؟ فتلاقي ذره الكربون قامت عامله كده، فتلاقي الكربونه بقت فوق بص 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 اهي، والاربعه اتش كده. ده بقى مسطح ولا هرم رباعي؟ هرم رباعي الاول. يبقى هنا يا جماعه عيب الصيغه البنائيه انها تجعل المركبات العضويه تبدو ولكنها ليست مسطحه، ده بتاخذ الابعاد ايه؟ فهنا واحد رد عليا قال لي مش انتوا كبتوع كيمياء المفترض لما حاجه يظهر فيها عيب تجيبوا لها علاج؟ قلت له ليها علاج. طب ازاي بقى بتظهر الاشكال الفراغيه؟ بص خد بالك اهو، ويمكن خد بالك انا باكد اهو، ويمكن توضيح اهو الاشكال الفراغيه للمركبات. لو عايز توضح الاشكال الفراغيه للمركبات يا جماعه عندنا طريقه باستخدام، اسمعوا يا جماعه عشان دي انا مش شارحها في الكتاب بتاعك وهي ملهاش شرح اصلا، بس يعني حاجه مهمه، حاجه اسمها النماذج الجزيئيه. باستخدام مين يا جماعه؟ يبقى انت لو عايز تبين شكل المركب استخدم حاجه اسمها النماذج ايه؟ معلش يا جماعه اصل انا مش عارف اكتب ايه، اكتب فيها ايه في الشرح النماذج دي؟ هم حتى في التعريف يقول لك كده، النماذج الجزيئيه هي عباره عن مجسمات تستخدم في توضيح الاشكال الفراغيه للمركبات. فالعيل ما يفهمش، انا هفهمك. دي حاجه هبله، هو حد يخلط ما بين نماذج جزيئيه بيقول لك مش دي اللي فوق وصيغه جزيئيه، فاهميك يعني؟ دي صيغه، دي نماذج، ايه نماذج دي؟ كور بلاستيك، والله العظيم ما بهرج، كور ايه؟ كور سودة، كورة سودة فيها أربع تخرام، وكور بيضة فيها خرم واحد، حد فيهم ايه الكور السودة والبيضة؟ كور السودة دي يا جماعة ده فعلا بتتباع كده والله عاملة زي اللعبة. كور السودة دي اللي هي الكربون مخرمة أربع تخرام، ويديك معاها كور بيضة اللي هو الهيدروجين، ويديك بتاعها كده شبه الشفاطات اللي هي الروابط، وتقوم حاططها كده مرشقها فيها من كل حته وتقوم موصلهم ببعض فتبين لك الشكل الفراغي. فالاشكال الفراغيه للجزيئات ما بتتجابش غير بالطريقه دي بحاجه اسمها النماذج ايه؟ اللي هي الكرات دي يا جماعه، الكرات دي نوصلها ببعض فيبان لك شكل الجزيء. اما هنا هل باين شكل الجزيء ولا شكله مسطح؟ فهمنا يا جماعه مميزات الصيغه البنائيه وعيوبها؟ ثواني بقى كده انا شرحت اللي موجود فين؟ تعالى لي بقى ازود سنه، صيغه اوليه. صيغه ايه يا جماعه؟ قبل ما اشرح هي ايه؟ واحد يقول لي بس دي مش في الكتاب، دي في اولى ثانوي. دي فين؟ اديني نبهت، دي موجوده فين؟ وللعلم يا جماعه هل انا ممكن اتسال انا بنبه اهو في الامتحان على حاجه اخدتها في اولى وثانيه؟ اه. ومن حق وضع الامتحان، من حقه، هي ما بتتعملش، بس من حقه يجيب اسئله من اولى وثانيه حتى يصل الى 15% من الامتحان. القانون اللي بيقول كده مش انا. القانون بيقول له 85% من منهج العام الحالي و15% من الاعوام السابقه يحق له. هل دي حصلت يا مستر في السنين اللي قبل كده؟ هي لو كانت بتحصل كانت نسبتها في الامتحان، ده لو حصلت، ساعات ما كانتش، غالبا ما تحصلش. بس لما كانت بتحصل كان نسبه الاسئله اللي في الامتحان عمرها ما بتعدي 3 4%. يعني في ال 50 سؤال يجيب سؤال او سؤالين ليهم علاقه باولى وثانيه. انا كلامي واضح. لكن هل هي حصلت؟ يعني انا على مدار السنين يمكن ما شفتهاش غير مره واحده. في سؤال واحد. بس، فانا بنبه. صيغه ايه يا جماعه؟ طب عشان نفهم يعني ايه اوليه بالراحه بس يا جماعه، رياضه 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 مش كيمياء. هي مش دي صيغه جزيئيه لسه واخدينها؟ هي 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 لسه قدامنا على السبوره اهي صح؟ سؤال لحضراتكم يا جماعه في الرياضه، هل الصيغه دي تقبل الاختصار ولا لا؟ تقبل؟ بالاسم على كام؟ سامع يا جماعه؟ لو اختصرتها تبقى سي 2 على 2 1 4 على 2 فيها؟ ممكن اسال سؤال كمان؟ هل الصيغه دي قابله للاختصار؟ يعني دي ابسط صوره؟ يا بتوع الرياضه دي ابسط صوره بس كده اللي بيفهم عربي. طب ما هو ابسط صوره من اي شيء اسمها صوره كلمه اولي يعني بسيط. يبقى الصيغه الاوليه لو عايز تعريف من غير اي فزلكه يبقى هي صيغه رمزيه، هي صيغه هي كمان مالها توضح ايه يا محترم؟ توضح براحتك، قول ابسط صوره او قول ابسط نسبه صحيحه. ابسط ايه يا جماعه؟ ابسط نسبه صحيحه للعناصر في المركبات. يبقى الصيغه يا جماعه اللي بتوضح ابسط نسبه صحيحه للعناصر في المركب بيسموها صيغه ايه؟ استنى اديك مثال كمان مش خساره فيكم. سي 6 اتش 12 او 6 ده مركب اسمه سكر الجلوكوز، ودي صيغته الجزيئيه صح؟ تعرف تجيب الاوليه؟ والله يا جماعه حاجه هبله الاوليه دي. قال لي يا مستر اقسم على 6 على 6 هيبقى سي اتش 2 او. اتفاهم يا جماعه يعني ايه اولي؟ يبقى هنا يا جماعه لحد دلوقتي انا شرحت يا باشمهندس يا اللي ورا كام نوع من الصيغ يا جماعه؟
ثلاثة: صيغة جزيئية، وصيغة بنائية، وصيغة مالها؟ وصيغة أولية. طب بصوا بقى يا جماعة، لا تعالى نعلي شوية معلش، عشان لو شفت حاجة تانية من بره الكتاب ما تجيش تقول المستر ما شرحش الحاجات دي. طب بصوا يا جماعة، ردوا عليا كده بالراحة وبتركيز يا جماعة. سي 5 اتش 12 دي صيغة ايه؟ لأنها توضح كم حاجة؟ حاجتين بس، مين ومين؟ نوع وعدد الذرات، ولا توضح كيفية الارتباط. معايا يا باشمهندسة؟ يلا يا جماعة نرسمها بنائي على مهلك خالص. معاك كم سي؟ ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. صعب الحد كده؟ تلاقي واحد بقى يا جماعة وهو بيكتب في كراسته، كراسته شكلها معفن وخطه شكله وحش. عارف ليه؟ مش انا هو خطه وحش بس، هو خطه وحش وبيكتب بسرعة، الاتنين مع بعض. الصيغة دي صيغة ايه؟ والله يا مستر دي صيغة مالها؟ النوعين دول شرحناهم صح؟ ما احنا لسه شرحين صيغة جزيئية وصيغة ايه؟ ركزوا بقى يا جماعة معايا في اللي جاية دي. اللي جاية دي كتاب المدرسة بيكتبها بس مش كاتب ليها اسم، هي كده وخلاص. ردوا عليا واحدة واحدة، ولو ما فهمتش انا عملت ايه قول لي. السي الاولانية دي معاها كام اتش؟ تمام؟ تمام اول واحدة؟ سيبك من دي بقى. اللي بعدها السي معاها كام اتش؟ يعني سي اتش كام؟ طب واللي بعدها؟ سي اتش 2. طب واللي بعدها؟ يعني بصوا سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2. بص بقى تتعمل ازاي؟ CH2 by 3. يعني كأني بقول البلدي CH2 متكررة ثلاث مرات. صعبة؟ آخر واحدة. ثواني بقى يا جماعة عشان محدش يسألني، أنا هرد على كل حاجة. أول سؤال، دي يا مستر اسمها إيه؟ دي بقى حبيب قلبي بيسموها بنائية. إيه ده يا مستر دي بنائية؟ آه مكثفة، كوندنسد ستراكشر. بنائيه ايه؟ واحد قال لي مش فاهم. يلا انت تفهم عربي، يلا عربي يلا. كثفه يعني جمعها. لو رسمتها كلها كده والروابط كلها باينه، لا دي بنائيه بس. طب لو جمعت الروابط كده بقى باين كل سي معاها كام اتش، كده بنائيه. بس بنائيه مالها؟ يبقى لو مفروضه خالص بنائيه بس، لو اتجمعت شويه كده يبقى اسمها بنائيه مالها. من غير بقى ما حد يسالني انا هرد. واحده تقول لك ايه، انا عارف الدماغ. واحد يقول لك هو انت ليه ما لمتش دول وقلت سي اتش 3 باي 2؟ لا يا بنتي خلاص شعرنا شاب من الاسئله دي. اقول لك انا ليه؟ لان دول مش جنب بعض، دول واحده يمين وواحده، ما يحقلكش انك تجمع وتحط جوه القوس الا لو احنا زي كده. بص اهو تمام. تاني حاجه عشان ما حدش يسالني السؤال ده، يقول لي طب ليه ما نحطش الثلاثه هنا؟ قول له بس يا بابا القاعده دي اللي حطها مش عمه خالد، الاتحاد الدولي للكيمياء، وانت اصلا واخدها في الكيمياء العامه. يعني ليه ما سالتش في الكيمياء العامه على حاجه زي كده؟ واحد يقول لي انا واخد دي في الكيمياء العامه. تنيل تنيل. يرجع يقول لك هو ليه بيتضايق مني؟ عشان انت بتتنيل. هي اصلها كده بتقول انت بتكتبها ازاي في الكيمياء العامه؟ انا بكتبها اي ال او اتش باي 3. ليه ما حطيتش الثلاثه هنا؟ ليه؟ لو حطيتها هنا يبقى تكافؤ يا اهبل، لكن لو حطيتها هنا يبقى عدد مجموعات، صح ولا غلط؟ استنى بقى، رصب ابيض جيلاتيني. انا عارف ان مش وقته بس انا بقول لك رصب ابيض جيلاتيني يذوب في وفره من ان ايه واتش لتكون ميتا المونيات الصوديوم. مجموعه تحليليه ثالثه، الكشف عن كتيون الالومنيوم. مش انت لما تجيلك معلومه اتدرست قبل كده لازم تفكر نفسك بيها؟ ولذلك بص يا جماعه والله العظيم، وده دأب الناس دايما اللي بتحفظ قرآن. والله عارف الطريقه دي؟ واحد يقول لك هو ليه كده؟ بص تحس ان البني ادمين زي ما بقول لك كده ايه، من شب على شيء شاب عليه. انت عودت نفسك على ايه؟ حفظة القرآن لما بيجي يحفظه دايما كده، كل ما بتظهر الايه احنا بنقعد نسأل نفسنا دي جت في كذا؟ على فكره دي جت قبل كده مره هناك ومره كانت هنا، وعلى فكره دي كانت هنا، وخد بالك اصل في واحده شبهها على طول.
وتلاقي الناس بص هي دي. حتى في العلم وانت تتعلم في مادة علمية زي كده، معلومة يا باش مهندس يا محترم وردت قبل كده، لازم تسأل نفسك وردت فين. لو اختبرت نفسك ولقيت نفسك بتقول كده يبقى انت على الطريق الصح. تمام كده؟ يبقى احنا اخدنا جزيئية بنائية وبنائية ايه؟ اللي انا هقولها دي لا موجودة في كتاب المدرسة، مش مطلوبة منك خالص، ولا حد بيسأل عليها، وفي كتب خارجية سأل عليها. بس دي يا جماعة عشان ابقى عندي ضمير وبقول لك اهو، دي بتتشرح لطلبة صيدلة وبتتشرح لطلبة علوم، لما تخش الكلية ان شاء الله بقى هتفهمها. ايه دي يا مستر؟ دي خطية يا حبيبي. قال لي يعني احفظ؟ امال بس قلت لي انا هفهمك وهخليك جامد. مين قال لك احفظ؟ انا قلت لك احفظ؟ ما قلتلكش احفظ. واحد قال لي ايه ده؟ قلت له ده؟ قال لي يا راجل ده هو ده والله العظيم هو. بص كده بص بص. صعبة؟ صعب العد؟ فهمت بتعد ازاي؟ أول نقطة هي صح؟ دي النقطة الثانية، التالتة، الرابعة، الخامسة. طبعا هنا بقى تبص لك واحدة كده تقول لك هحرجك. هي ماشي أنا فهمت الكربون خلاص. طب وأنا أعرف بقى منين؟ كل واحدة معاها كام اتش؟ أقول لك أنا مش دي عاملة رابطة واحدة؟ أهي يبقى معاها تلاتة اتش. دي عاملة رابطتين. رابطتين. اتش 2 رابطتين. رابطة واحدة اتش 3. فهمت اللعبة؟ استنى استنى، واحد بقى يطلع برضو مع المحنكين يطلع يقول لي ايه؟ طب بفرض 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 ان هي فيها تفرع، مثلا ذرة كربون كمان. تعال نفترض ان فيها ذرة كربون كمان، انت ليه متضايق؟ يا اختي قطة، هذه ذرة كربون كمان. فهمت اللعبة؟ والله العظيم بترسم كده. الصيغة دي على فكرة دي من احلى الصيغ، بس دي غير شائعة الاستخدام. هو معظم الطلبة اللي بيستخدم الحركة دي هم طلبة صيدلة، يعني لو ربنا كرمك كده من حد بتوع علم علوم دول في صيدلة هتلاقي نفسك بص طول الوقت شغال عمال تعمل لي كده خطوط خطوط. هي كده. يبقى انت عندك من امثلة الصيغة او من اشهر انواع الصيغة الجزيئية والبنائية والبنائية المكثفة والايه؟ بس ثواني بقى، انا بقى اللي يهمني في كل الكلام ده انك تكون مركز على مين؟ ان الصيغة قد تكون جزيئية وقد تكون، وتبقى مركز برضو في الاولية، دول اكتر حاجة بيتسأل فيها. اسمعني بقى يا بابا، نخش بقى. كل ده كان مقدمة لمين؟ كل ده عشان نشرح حاجة اسمها المشابهة. ثواني بقى يا جماعة، الظاهرة اللي احنا هنشرحها دي ليها ثلاث اسماء، قل المشابهة الجزيئية، او قل التشكل، او قل باللغة اللاتينية ايزوميريزم. اسمها ايه؟ على فكرة يا جماعة ايزوميريزم كلمة مش عربي يا جماعة، لان الكتب كلها كتبها بالعربي، انا مالي. ايزوميريزم، ايزومر، ايزومير، ايزوميريزم. يبقى الظاهرة دي ليها كم اسم يا حاج باشمهندس معايا؟ يبقى يا جماعة تقول مشابهة جزيئية تشكل او ايه؟ ثواني بقى عشان افهمكم حاجة قبل ما نشرح الامثلة. اول حاجة، اول معلومة عايزك تعرفها، ان انت النهاردة ما بتخلصش الايزوميريزم. اسمعوا يا جماعة ولو مش فاهمني قول لي انا مثلا مش فاهم قصدك. بص يا بابا، انت النهارده بتفهم يعني ايه مشابهه. في كل درس ان شاء الله هناخده في العضويه هعلمك ازاي تعمل مشابهه. يبقى كل درس ليه شرح، شرح لوحده في حاجه اسمها الايه. يبقى هل المشابهه دي كلها بتتعمل بطريقه واحده او فكره واحده؟ لا، دي افكار كتير. انت النهارده ما بتاخدش غير كام فكره؟ فكرتين. اسمع وافهم. اسالكوا بقى، انا مش هقول التعريف، احنا نفهم وبعد كده نقول التعريف. انت عارف مبدئي. السؤال الاول لحضراتكم، يلا يا جماعه كله مركز معايا على السبوره. C2H6O مثال كتاب المدرسة اهو، صيغة جزيئية ولا بنائية؟ والله سألنا الناس قالوا لنا والله دي صيغة جزيئية. قلت له ليه يا ابني؟ قال لي لأنها توضح نوع وعدد ولكنها لا توضح طريقة. حبيبي ركز معايا، أنا برسم هنا على السبورة بعد إذنك. على السبورة بعد إذنك، مش هتفهم من أي حاجة تانية غير السبورة، فبعد إذنك ركز. فهنا يا جماعة مسكت قلمي وقمت طالب من أحد الطلاب المحترمين إن هو يحول دي من جزيئية لإيه؟ ثواني بقى يا جماعة عشان نتفق على قاعدة أهو. فهو قبل ما يرسم قال لي معلش يا مستر، هو أنا أرسم بمزاجي كده وخلاص ولا في قواعد بتحكمني؟ قلت له بص ارسم زي ما أنت عايز، بص اهبد، جت فرصتك أهو، أنا اللي بقول لك، أنا المستر بقول لك اهبد، بس بيحكمك قاعدة واحدة. أنت متخيل إن أنا بقول لك ارسم ومفيش حاجة بتحكمك غير قاعدة؟ قال لي ايه القاعده دي؟ قلت له قاعده التكافؤ. قال لي مش فاهم. قلت له يعني اي عنصر تكافؤ احادي لازم يعمل رابطه، اي عنصر ثنائي يعمل رابطتين
ثلاثي يعمل ثلاث روابط، رباعي يعمل ايه؟ ارسم زي ما انت عايز، طالما قاعده التكافؤ منضبطه يبقى انت راسم صح. يبقى انا بحكم على الرسمه صح او غلط بناء على ايه؟ مش لان انا حافظها، لا، الرسمه دي تخضع لقواعد التكافؤ ولا لا تخضع؟ تخضع يبقى انت راسم صح، ما تخضعش يبقى ده مش مركب حقيقي. تعالى نبدا يا جماعه. بصوا انا بتكلم عن واحد مش حافظ الكلام ده بيفهمه. فالولد مسك قلم وبدا يرسم، تعالى نجرب معاه. قال لي بص يا مستر انا معايا 2 سي. قلت له تمام، قام راسم سي كده وسي كده. تمام لحد كده؟ قلت له حلو. قال لي ومعايا 6 اتش، فقام بدا يعمل ايه في الاتش؟ اتفرج، قام حاطط اتش كده واتش كده واتش كده. قلت له زي الفل، انت رائع يا ابني. وقام حاطط اتش كده واتش كده واتش كده. سالني ثواني بس يا جماعه، لحد كده يا مستر في حاجه غلط؟ قلت له لا مفيش، بس في حاجه ناقصه، انت لسه ما رسمتش الاو. قلت له اتفضل، هو كده الرسمه صح، بس انا عايزك تحط الاو. ثواني بس يا جماعه. قام عامل ايه البي؟ قام حاطط الاو كده. انا سؤال لحضرتك، لان انا والله يا ابني مش عايزين رص كلام، انا ممكن اقول لك هو مكتوبه في الكتاب كده، لما حط الاو هنا كده الرسمه صح؟ لا، الرسمه دي بقى فيها غلطتين، مش غلطه والله اتنين. اولا الاتش دي عامله ربطتين، احنا نهرج، والاو عامله الاتش لازم تعمل ربطه واحده. فهمت المشكله؟ يبقى المشكله ان هنا اتش عامله ربطتين مع انها مفترض تعمل واحده، والاو عامله ربطه واحده مع انها المفترض تعمل، مش كده؟ فهمت المشكله؟ حلها ايه؟ قال لي حلها ان احنا نبدل. قلت له مش فاهم، معلش قدرات العقليه على قد شويه. قال لي بص يا مستر، يعني الاتش دي خليها هي اللي لبره والاو دخلها لجوه. استنى بس نجرب كلامه ده، انا ما اعرفش هيطلع صح ولا غلط. قمنا حاطين فعلا الاو هنا وقمنا جايبين الاتش هنا. انا بسال سؤال، انا ما بسالش عن اسم مركب، رسمته صح ولا غلط؟ فردت الناس المحترمه قال لك الرسمه دي صح. انا كلامي واحد، عشان نحط قواعد يا جماعه، احنا بنحط اساسيات قلنا. اي نعم الشرح بطيء بس معلش بنفهم. ليه يا ابني الرسمه دي صح؟ قال لي يا مستر الرسمه دي كلها تخضع لقواعد التكافؤ. بص على كل اتش هتلاقيها عامله رابطه واحده، بص على الاو هتلاقيها عامله، بص على السي هتلاقي كل سي عامله. يبقى الرسمه دي صح ولا لا؟ ثواني بقى، بعد ما خلصنا الرسمه فهو بيسالني، معلش انا قلت له رسمتك صح. قال لي مستر بس انا المركب ده اسمه ايه؟ ليه اسم ولا هو كده وخلاص بنرسم وخلاص؟ قلت له لا ده ليه اسم. قال لي طب ايه ده؟ قلت له اقول لك، المركب ده انت شفته قبل كده، بس انا بقول دايما ان الحاجه لما شكلها بتغير انت ممكن تتلخبط. اسمع كده هفهمك، دول كام سي؟ عشان اوريك بس انك عارف، سي 2 اهو، هبسط لك. اتش 2 3 4 5 اول ما بص كده وهو مذاكر الباب الثالث بقى، مع اهم حاجه يكون مذاكر اللي فات. قال لي اه ده انا عارفه لكن ده ما اعرفوش. ايوه ما هو ده، هو ده. مين ده بقى؟ ده مركب اخذناه اسمه كحول ايسيلي. كحول ايه؟ وطبعا اول ما قلت له خدناه قال لي اقول لك كحول وحمض استر وميه. طب صح يا جماعه، الكحول لما بيتفاعل مع الحمض بيدي استر وميه والتفاعل يقف؟ لا، استر وميه كحول وحمض. مش ده اول تفاعل انعكاسي اخدته؟ كحول يتفاعل مع حمض يدي استر وميه، استر استر وميه يرجع يدي، وده من امثله التفاعلات. ثواني بقى انبه على حاجه، بما انك دخلت العضويه، واحد قال لي معلش يا مستر، يعني هو مستعجل برضه شويه بس انا مش عايز استعجال. قال لي انت بتعرف منين ان ده كحول عموما؟ قلت له اول ما تشوف مركب في العضويه فيه الاو اتش دي اعرف ان المركب ده بينتمي لحاجه اسمها الكحولات. اسمها الايه؟ يبقى الكحولات في العضويه كلها بتعرفها انت منين مجرد النظر؟ او اتش. عارفين عامله زي ايه في الكيمياء العامه؟ مش انتوا في الكيمياء العامه اول ما بتلاقوا مركب فيه اتش تقول لي حمض؟ بس كده. عندنا في العضويه اول ما تشوف الاو اتش في المركب اعرف ان المركب ده بينتمي لمين، وهتفهم بعد كده بيتسمى كده ليه. يبقى المركب ده اترسم بقى كحول ايه؟ فانا قمت ساله بقى، بصوا، فقلت له طب الشكل ده المركب ده مالوش رسمه ثانيه؟ ثواني بقى يا جماعه، هو اصلا مش فاهم يعني ايه رسمه ثانيه، خلينا نتفق يعني ايه رسمه ثانيه. قال لي يعني ايه رسمه ثانيه؟ قلت له بص يعني شكل ثاني، بلاش، يعني ترتيب ذرات غير الترتيب ده. قال لي ثواني انا مش فاهم، يعني ايه ترتيب ذرات غير الترتيب ده؟ اسمعوا بس يا جماعه. قلت له يعني بص، شايفين الاو هنا جايه بين مين ومين؟ قمت قايل له بص حط لي الاو في اي حته بس ما تكونش بين السي والاتش. ده معنى كلمه ترتيب ثاني. اصل بص يا جماعه، في واحد يفتكر شكل ثاني يقول لك ايه؟ او من هنا واحطها هنا. يا راجل لو شلت الاو من هنا وحطيتها هنا هيبقى برضه كحول اسيل، لو حطيتها هنا كحول اسيل، لو حطيتها هنا هي كده، انت ما غيرتش الترتيب. ثواني بقى يا جماعه. قال لي طب تعالى نجرب يا مستر، احنا بنجرب لسه. قام راسم برضه كام سي؟
ام حاطط هنا، ركزوا بس يا جماعه، اتش اتش، ثواني بقى يا جماعه اللي كان مركز معايا، تبعا للكلام اللي انا قلته له، ردوا عليا يا جماعه ما تردوش بحاجه انا مش عايزها، تبعا للكلام اللي انا قلته له. ينفع احط الاو هنا؟ طب هنا، طب هنا، طب هنا، طب هنا، طب هنا، ايه يا عم ده بقاش في غير مكان واحد. قال لي بص يا مستر، طب انا عندي فكره، ما تشيل البتاعه دي وتنزل الاو هنا في النص. قلت له ينفع؟ قال لي ينفع، لان الاو تعمل ربطتين، رابطه مع دي اللي يخلينا نحكم صح ولا غلط. ايه حق ايه هي؟ سؤال، كل اتش عامله كل اتش عامله رابطه واحده، الاو عامله، وكل سي عامله، يبقى الرسمه دي صح ولا غلط؟ كرسمه صح، لانها تخضع لقواعد. فقامت رد عليها واحده قالت لي طب انا فهمت انها صح. مستر في الحقيقه بقى، في الحقيقه انا بكلمك في الحقيقه، هل في مركب فعلا كده؟ قلت لها اه. المركب ده بقى يا جماعه اسمه ايه؟ المركب ده اولا اسمه ايسير. اسمه ايه؟ اسمعوا المعلومه دي، مش انا علمتكم بمجرد النظر تعرفوا ازاي الكحولات؟ خد القاعده، قاعده مش مثال. اول ما تشوف او في العضويه وقعت بين 2 سي، مش لازم 2 يعني، قصدي يمينها سي وشمالها سي، ممكن يبقى هنا 3 4 وهنا 2 3 مش فرق، بس المهم ان يمينها سي وشمالها. ده نوع من المركبات اسمها ايه؟ السيرات. اسمها ايه؟ يبقى ايسير ده مش مركب واحد، دي عيله كبيره كلهم اسمهم الايسيرات. بعرفهم كلهم ازاي؟ لما الاقي او وقعت بين 2 سي. طب ده ايسير ايه بقى؟ بصوا المجموعه دي ان شاء الله الحصه الجايه هتعرفوا ان اسمها ميسايل. اسمها ايه؟ ودي كمان، طب ما دي ميسايل يبقى دي ايه؟ يبقى ده اسمه ايسير ثنائي الميسايل. ايسير ثنائي. ثواني يا جماعه، يبقى المركبين دول هما الاثنين ليهم نفس الصيغه؟ طب سؤال، هل البنائيه هي هي؟ البنائيه مختلفه صح؟ ثواني بقى يا جماعه اسمعوني في الحته الجايه دي. بعد ما عرفنا ان في مركبين ليهم الصيغه الجزيئيه دي، قمت انا داخل المعمل، اسمعني بقى كويس، وقمت جايب انبوبتين اختبار. كم انبوبه اختبار؟ الانبوبه الاولى حطيت فيها مركب اسمه، والانبوبه الثانيه حطيت فيها مركب ثاني خالص اسمه ايسير ثنائي، وبدات اقارن بين الاثنين. ركزوا معايا يا جماعه، من حيث الخواص الفيزيائيه ومن حيث الخواص الكيميائيه. معلش بقى يا جماعه عشان الناس اللي على قدها، واحده قالت لي زي ايه يا مستر؟ اسمع يا ابني عشان المقارنه دي عندك. في الخواص الفيزيائيه هقارن بين الاثنين من حيث درجه الانصهار ودرجه الغليان. واحد يقول لي مستر انت بتعمل ايه المقارنه دي؟ يا ابني عشان اعرف هما شبه بعض ولا مش شبه بعض، في حاجه تانية يعني، اشوف ايه وجه الشبه ووجه الاختلاف، ما هو العلم كده. مسكنا الاثنين وقمنا قايسين درجه، فلقينا ان الكحول الايثيلي بينصهر عند درجه حراره سالب 117.3، كام يا جماعه؟ بينما درجه غليانه موجب، وخد بالك عشان كان في غلطه في كتابك مكتوبه بالسالب، لا هي موجب، موجب 78.5 تقريبا. معايا لحد كده يا جماعه؟ روحوا الناحيه الثانيه يا جماعه، المركب ده اسمه ايثير ايه؟ ثنائي ايه؟ ميسايل. هتلاقي عندك درجه انصهاره سالب 138، بينما درجه غليانه سالب 29.5. هسال سؤال بسيط يا جماعه، هل هما الاثنين يتفقان في الخواص الفيزيائيه ولا يختلفان؟ درجة انصهار مختلفة صح؟ طب درجة غليان؟ استنى بس كمل، خواص ايه كمان؟ هجيب قطعة من الصوديوم واحطها على الاثنين، قطعة منين؟ على فكرة يا جماعة مش لازم الصوديوم، صوديوم أو أي فلز ناشط، صوديوم بوتاسيوم وهكذا. اسمع بقى اللي حصل. جبت أنبوبة الاختبار اللي فيها الكحول وحطيت قطعة الصوديوم، اللي حصل؟ يتفاعل مع الصوديوم، الكحول ماله؟ اسمعوا الجملة دي يا جماعة عشان التفصيلة الصغيرة دي، والله العظيم شفت لها سؤالين في كتاب خارجي. يتفاعل مع الصوديوم فيحل الصوديوم محل هيدروجين الهيدروكسيل، محل ايه؟ بصوا بقى يا جماعة الناس، هقول لك على حاجة، الفرق بين الطالب اللي بيذاكر بضمير والطالب اللي زي ما اقول لك كده ايه؟ اللي الشيطان بيزين له عمله. الطالب اللي ما بيذاكرش الضمير بص لك ايه؟ ايوه يا عم خالد صقر قال كده. يتفاعل مع الصوديوم فيحل الصوديوم محل الهيدروجين، ممتاز. اتفرج بقى، يخش الامتحان يتنفخ، فلما يتنفخ يعرف ان الله حق. يجي له في الامتحان يقول له ايه؟ عند وضع قطعه من الصوديوم الى الكحول الايثيلي، فان الصوديوم يحل محل الهيدروجين ولا يحل محل مجموعه الهيدروكسيل ولا يحل محل هيدروجين الهيدروكسيل ولا يحل محل الكربون؟ كلها اجابات تحس ان الكلام شبه بعض، لا ده هو بيحل محل مين؟ يعني بدقه يا جماعه، اصل بص هو لو قال يحل محل الهيدروجين وسكت زي الناس اللي ما عندهاش ضمير، اي عيل على قده؟ راعي الناس اللي على قدها، هقول لك الاتش دي ولا دي ولا دي ولا دي
ولا دي؟ هو ولا واحده من دول، هو بيحل محل مين؟ يعني بكل بساطه الاتش دي، على فكره يا جماعه الصوديوم لما يتفاعل مع الكحول الاتش دي بس اللي بتخرج، وهنشرح في الدرس بتاع الكحولات اشمعنى الاتش دي كمان، ويخش مكانها الان اي. يبقى سؤال، الكحولات مش كحول الاسيلي بصفه عامه، الكحولات تتفاعل مع الفلزات النشطه ولا لا؟ تتفاعل فيحل الفلز محل، بينما الناحيه الثانيه لا يحدث. طب بعد اذنكم يا جماعه، من المقارنه المحترمه اللي انا عاملها على السبوره هسالكم سؤال. المركبين دول من اول ما شرحنا يتفقان في الصيغه الجزيئيه صح؟ طب بالنسبه للبنائيه؟ طب معلش، خواص فيزيائيه؟ طب خواص كيميائيه؟ بص بقى الروقان، بص الروقان، احنا كل ده بنشرح العنوان بس، يبقى بينهم وجه شبه وحيد. انا وانت شبه بعض في ايه؟ في حد ما فهمش يسموها مشابهه جزئيه ليه؟ لان انا وانت لا نتشابه في اي حاجه غير الصيغه ليه؟ ولذلك سميت في اللغه العربيه المشابهه الجزئيه. صح ولا غلط؟ استنى، واحد قال لي طب انت شرحت لي ليه اسمها كده، طب ما تشرح لي ليه اسمها كده. انت بطيخ قال وما اكش في العربي. عشان صيغه واحده ليها شكل واحد ولا عده اشكال؟ وعشان مركب واحد ليه عده اشكال او صيغه واحده ليها عده اشكال، يبقى اسمها متشكلات. اسمها ايه؟ او اسمها باللاتيني ايه؟ يبقى استنى، من كل اللي احنا شرحناه ده، عايزين بعد كل الكلام الجميل ده بقى يا جماعه، عايزين نعرف ما المقصود تعريف. يا جماعه احنا ما شرحناش تعريف كل ده، ما المقصود بالمشابهه ليه؟ اسمعوا لو ما فهمتش كلمه اقول. يبقى المشابهه الجزيئيه اللي مركز معايا من اول ما شرحت، هي ظاهره وجود عده مركبات عضويه. ظاهره وجود عده مركبات ايه يا جماعه؟ هي ظاهرة وجود عدة مركبات عضوية تتفق فين حضرتك؟ تتفق في صيغة جزيئية واحدة. تتفق فين؟ بيكونوا كلهم يا جماعة ليهم نفس الصيغة ليه؟ أي في صيغة جزيئية واحدة. اسمع بقى الباقي، ولكنها تختلف في إيه وإيه لاختلاف إيه؟ لا استني بس، ولكنها تختلف في الخواص نقط ونقط، ولكنها تختلف في الخواص الفيزيائية والكيميائية، ها، وذلك لاختلاف الصيغة. برافو عليكم يا جماعة، يبقى تختلف في الخواص الفيزيائية والكيميائية وذلك لاختلاف ايه يا جماعة؟ لاختلاف الصيغة البنائية. يبقى ثواني يا جماعة، طلبة أزهر لما يجي لها سؤال علل، ده سؤال مهم واحنا كمان بيجي لنا في اختياري، يبقى علل اختلاف خواص كحول ايثيلي عن خواص ايثيل ثنائي الميثايل ليه؟ ليه خواصهم مختلفه؟ يبقى وذلك لاختلاف الصيغه. يبقى يرجع اختلاف الايزومرات في الخواص الفيزيائيه والكيميائيه الى اختلاف الصيغه. تخيل بقى يبقى عيل برنس في نفسه بعد الفهم، بعد الفهم يقول لي مستر انا فهمت حاجه، كل الرغي ده انا فهمت منه حاجه واحده. قلت له ايه؟ قال لي ان تغيير ترتيب الذرات يغير الخواص كلها. قلت له صح، هو ده معنى الكلام والله، ان ترتيب الذرات لو اتغير حتى لو انا وانت هي نفس الصيغه الجزيئيه، يبقى خواصك هي خواصي ولا مختلفين؟ ويعرف ذلك باسم المشابهه الايه؟ ويبقى الايزومرات تختلف في الخواص لاختلاف الصيغه الايه يا جماعه؟ استنوا بقى، عايز اشرح لكم ملخص وقاعده حلوه. الملخص ده مش موجود في الكتاب، ده حاجه كده انا بعملها، يعني الواحد كل شويه الشرح بيتطور عشان اساليب الاسئله. بصوا يا جماعه، يبقى الايزومرات بصفه عامه يا مستر، واحد بقى قال لي يا مستر معلش يا مستر ما تعمل لنا ملخص. قلت له عايز ايه؟ قال لي الايزومرات شبه بعض في ايه ومختلفه في ايه؟ قلت له الايزومرات هنقول اهو تتشابه في، وهنا هنقول تختلف في. اللي هيذاكر الكلام ده بس اللي في الكتاب او المذكره هيلاقي الموضوع محدود قوي والاسئله بتيجي فيها افكار كتير. طب ما تيجي الم لك الدنيا، اي ايزومرين تتشابه في الصيغه الجزيئيه؟ حد معترض؟ حلو، اسمع دي بقى كمان وهي قدامك على السبوره. تتفق في عدد الذرات، صح ولا غلط؟ بص على المركبين كده، مش دول ايزومرين؟ كل واحد من الاثنين في 2 سي و6 اتش و1 او، صح؟ بالفهم بقى، وبما ان هما الاثنين يا جماعه يتفقوا في عدد الذرات، يبقى كمان يتفقوا في الكتله الموليه، صح؟ يعني سؤال يا جماعه، لو حسبت كتله المول من ده زي ما اخذنا في الباب الثاني وكتله المول من ده، هيختلف ولا هتشابه؟ مش بس كده، يتفقان في الصيغه الاوليه. لو كان اي واحد فيهم يقبل الاختصار يبقى الثاني كمان يقبل الاختصار، فيتفقوا في الصيغه مين؟ اللي هي ابسط صوره. اما اوجه الاختلاف، لا دي سهله بقى من التعريف، بيختلفوا في الخواص الفيزيائيه، مش بس كده، وبيختلفوا في الخواص وذلك بالمره الاختلاف، وذلك الاختلاف اهو الاختلاف الصيغه الايه؟ استنوا بقى يا جماعه،
حلو، واختلاف ترتيب الذرات. والله يا بنتي حاجه زي الفل. شوف انت قلتي حاجه، اهم حاجه بقى ان انا عايز واحد فاهم مش حافظ لي كلمتين وخلاص. اسمع بقى حاجه كمان هنا يا جماعه، عارف واحد يطلع من المثال ده بايه؟ فاكره مثال بس، خليك فاكر الجمله دي انها هتتشرح بعد كده في درس قدام. اذا كمان الكحولات، اصل واحد فاكر ان ده مثال مش قاعده. الكحولات ايزوميرات للايثيرات. فهمت حاجه؟ في نوع من المركبات اسمه الكحولات. لما هنيجي نتعلم بعد كده في الدرس بتاع الكحولات ازاي نرسم لها ايزومر، هقول لك انك لو عايز ترسم ايزومر للكحول ارسم ايه؟ ايثير. عايز ايزومر للكحول ارسم ايه؟ واحد قال لي معلش يا مستر هي دي هتتشرح بعدين، يعني اصلا ما فهمتهاش قوي. هي يا ابني هتتشرح بعدين، بس استنى خد مثال كمان وانت تفهم اكتر. بص الصيغه دي، لو بص المفترض بقى يبقى في سرعه شويه بس هتتشرح. انا قلت في الدرس في مكانها. شايفين المركب ده؟ بص انا هرسم ازاي، انا عايز ارسمها مره ايه ومره ايه. اللي فهم انا برسم ازاي الكحول ردوا عليا، الكحول بيتعرف ازاي؟ بص اللعبه بقت اسهل ازاي. ادي واحد اتنين تلاته صح كده؟ يلا مع بعض. معاك كام اتش؟ ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه، هيحط التامنه؟ قام حاطط او كده واتش كده. كحول ده ولا مش كحول يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ لما تيجي بقى ترسم ايزومر ما تقعدش تلف بقى، خلاص بقيت انت عارف اللعبه. اخبط الاو في النص. وهنا ما قدامكش غير حل واحد، هما ثلاثه تعمل ايه؟ قال لي سهله، حط لك اتنين في ناحيه. محدش بقى يتغبى يقول لي حط واحده ونص وواحده ونص، ما تخلينيش اغلط. هما ثلاثه. المستر قال لك اهم حاجه ان يبقى يمينها وشمالها كربون، كم وكم ما يخصكش. يبقى هنا كمل، كمل الاتش، يبقى دي اتش. اتنين تلاتة، ها؟ أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. المركب ده ينتمي لمين يا بطيخة؟ ده للكحول. عرفت منين يا بابا؟ او اتش. أما المركب ده ولا؟ أنت تبع الإيثيرات يا ولا، عرفت منين ده تبع الإيثيرات؟ هو واعد باتنين كربون. ويبقى اللي انا شرحته ده مثال ولا قاعده؟ يا ابني مستر خالد مش بتاع امثله يا ابني، مستر خالد بتاع ايه؟ قواعد. يبقى الكحولات ايزومرات لايه؟ وما حدش بقى يجي يقول لي يبقى الكحول الايثيل يتفاعل مع الصوديوم، لا، كل الكحولات تتفاعل مع الفلزات النشطه، بينما الايثيرات لا تتفاعل مع الفلزات. اتفهمت يا جماعه يعني ايه ايزومريزم؟ اتفهم؟ ويبقى انت كده فهمت يعني ايه ايزومريزم، بس ما خلصتش الايزومريزم. استنوا بقى ان شاء الله. استنى بقى يا حبيبي، في حاجه كمان مشروحه في الكتاب على الايزومريزم، هي المفترض مكانها في الدرس الجاي، بس انا هشرحها هنا وهشرحها في الدرس الجاي، الحصه الجايه يعني. في نوع من المركبات هناخده باخر الحصه اسمها الالكانات، هعرفك بعد كده ازاي تعرف ان هو الكان، بس المهم اسمع بس. اتعلموا كده مني، هعلمك ازاي تعمل ايزومريزم ليه. الصوت يا جماعه بعد اذنكم. بصوا يا جماعه هنتفق على حاجه، انا هشرح المثال ده، فهمته انتوا تطبقوا على اللي بعديه. بعد اذنك ركز معايا، بالله عليك ركز. السؤال الاول بصيغه جزئيه ولا بنائيه؟ بصوا بقى يا جماعه، اي مركب من النوع ده لما نخش في النوع ده من المركبات، لما تيجي تعمل له ايزومريزم ايه الطريقه اللي يتعمل بيها؟ انا مستر ما تقعدش تشرح لي مثال مثال، لان برضو لو المستر مهما شرح لك امثله، خلينا نتفق ان انا مهما شرحت لك امثله لو جالك مثال غير اللي انا شرحته مش هتعرف، لكن لو انت فهمت قاعده تبقى انت فاهم اللعبه كلها، صح ولا غلط؟ اسمع بقى، ده نوع من المركبات ان شاء الله زي ما قلت هناخده في اخر الحصه، وهو اصلا شرحه بالتفصيل الحصه الجايه، ينتمي لحاجه اسمها الايه؟ الكانات. هنتكلم في الاخر ونعرف يعني ايه الكانات. المهم دي لما بيتعمل فيها ايزومريزم يا مستر بتعمل ايه؟ واحد، اول حاجه ترسم السلسله مستقيمه، شوم اربعه كربون تقوم راسم سي اتنين تلاته اربعه، تمام؟ تمام. السي دي عامله رابطه واحده، يلا يا حاج انجز. يبقى واحد اتنين تلاتة، ها؟ واحد اتنين، ها؟ واحد اتنين، ها؟ واحد اتنين تلاتة. عد كويس. سي أربعة اتش كام؟ زي الفل. صعبة؟ اسمع بقى القاعدة، احنا مش هنشرح أمثلة. الألكانات دي ملهاش غير فكرة واحدة في الأيزومريزم، اسمعني بالراحة، إنك تسحب كربون من السلسلة دي وترفعه تفرع. أقول بالراحة تاني،
الالكانات في رسم الايزومريزم بتاعها ملهاش غير طريقه انك تسحب من السلسله وترفع ايه. بس البنت اللي قاعده مركزه قالت لي استنى في معلومه انت قلتها من شويه. السي عشان تتحسب تفرع لازم تيجي في النص. خليكم فاكرين دي صح ولا غلط؟ طب يلا انتوا معاكم كام سي؟ يبقى نقوم ساحبين واحده. واحد اتنين تلاته. رد عليا حطها هنا. طب معلش يا جماعه لو حطيتها هنا يبقى مركب تاني؟ يبقى هو نفس المركب ده يا اهبل بس انت عملته كده. يلا يا تعبان قلنا عشان تحس التفرع لازم تيجي فين؟ يبقى لا هنا ولا هنا صح؟ امال فين؟ هنا. فوق او تحت مش فارقه، فوق زي تحت. تيجي نكمل الاتش؟ يلا كملوا الاتش. دي محتاجه كام؟ بصوا بقى يا جماعه وانتوا بترسموا الاتش عشان بس ما حدش يزعل مني. عايز ترسم كده ارسم زي فوق. بس الشكل هيبقى شكله وحش شويه، فانا هبسطها هكثفها. مش دي عامله ربطه واحده؟ ردوا عليا فضلها كام اتش؟ من غير ما تخاف اصل واحد يقول لك المستر بيرسم حاجه ثانيه، في ايه هي هي؟ او اتش 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 يعني. دي عامله ربطه واحده صح؟ فضلها كملوا معايا يا جماعه يلا. ربطه واحده. كملي يا اختي بتة. اجمع سي 2 3 4 اتش 3 6 9 ده ايزومر لده. اتفهمت اللعبه؟ طب سؤال ينفع نسحب واحده كمان ونحطها تفرع؟ ايوه ثواني بقى عرفت منين ان ما ينفعش؟ لانك لو سحبتي واحده ثانيه يا بطيخه فين النص؟ بس هما ذرتين ما بقاش فيهم النص كده ما ينفعش. يبقى المركب ده له كام ايزومر؟ لا اسمها اتنين شكل وشكل شكلين يعني ايزومرين صعبه؟ استنوا بقى بما انكم فهمتوا انتوا قلتوا فهمتوا قاعده مش امثله. يلا هنقسم دي مع بعض. نعمل ايه اول حاجه؟ خمسه جنب بعض يبقى دي واحده اتنين تلاته اربعه خمسه. نرسم الاتش؟ عايز ترسمها كده ماشي، عايز تلمها كده ماشي، انت ليك مطلق الحريه. انا عن نفسي دي عشان اول واحده فوق ارسمها كده. واحد اتنين تلاته بص اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر. عيب عليك يا ابني. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اسحب لك واحد، اسحب لك واحد، اسحب لك واحد. واحد اتنين تلاتة أربعة. ولد الخمسة تروح فين؟ فين بالنص يعني؟ أي حتة مستر، هنا ماشي هنا ماشي وفوق أو تحت هي هي برضو. برافو عليك، أدي السي. تيجي نكمل الإتش؟ يلا يا حاجة. إتش 3 يلا بسرعة. إتش 3 اتش 2 ممتازين. اتش واحدة واحدة، واحد اتنين تلاتة يبقى واحدة اوعى تغلط. اتش 3 تحب تجمع عشان يطمئن قلبك ولا ولا واثق فيا؟ ما تثقش في حد يا ابني. اوعى ما تثقش في حد. اذا كان انا ما بثقش في نفسي. انت تثق فيا؟ الله العظيم انت غلبان. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. اتأكد ها؟ طبعا لسه لسه اصبري بس. كده خمسة صح؟ الاتش 3 و2 5 و1 6 و3 9 و3 الا زي الفل. ينفع تاني؟ ينفع تاني. قالت لي بقول لك ايه؟ ما تخليهم 3 ونبقى احنا كده يا معلم ساحبين 2. ينفع ولا ما ينفعش؟ بس احنا عايزين نحطهم تفرعات. نحطهم فين؟ يبقى واحده فوق واحده تحت. تعرف تكمل الاتش؟ قال لي اه. رابطه واحده اتش 3 رابطه واحده اتش 3 ربطة واحدة اتش 3 ربطة واحدة اتش 3. طب والهانم؟ اجمع سي 2 3 4 5 الاتش 3 6 9 12. ينفع شكل تاني؟ لا. ليه لا بقى؟ ايوه انا عايز اوصل للحته دي. انت ايه يالا القناعه دي انك فجاه كده تقول لا مفيش تاني؟ ليه مفيش تاني؟ يا ابني مش انا قايل لك؟ ثواني بقى يا جماعه عشان الخزعبلات. استنى بس هرد على كل تساؤل يجي في دماغك. واحد يقول لي مستر بس في حاجه انت اهملتها. قال لي طب ما انا ممكن ارسمها حلقه. قول له بس يا بطيخه لو رسمتها حلقه هتطلع سي 5 اتش 10 وبقى جرب. امسك ورقه وقلم وبقى جرب مع نفسك. واحد تاني يقول لك ايه؟ طب ما احط ما بين اي واحده من السي والسي رابطه ثنائيه. قول له بس يا بطيخه هيطلع سي 5 اتش 10. هتتعلم الكلام ده قدام. يبقى الالكانات انا لما بقول لك على قاعده واقول لك ان هي طريقه واحده يبقى طريقه واحده. يبقى الالكانات ما فيهاش غير طريقه واحده انك تسحب من السلسله وترفع تفرع. لحد امتى؟ لحد ما تلاقي ان هو ما ينفعش تسحب. يعني واحد يقول لك هنا ايه؟ ليه عرف المستر ان احنا ما ينفعش نسحب؟ يا ابني اقصى حاجه اهو ثلاثه
عشان يبقى اللي في النص ده يتحط له واحده فوق وواحده تحت، ينفع صح؟ بس بعد كده مش هينفع. يبقى المركب ده طلع ليه كام ايزومر؟ وبكده يا جماعه يبقى خلصنا مع بعض مقدمه الايزومريز. تمام. هني واحده هتطلع دي، اه هتطلع دي، اه والله. بس انت قلبت الكراسه. استنوا يا جماعه استنوا بس. واحد يقول لك ايه؟ طب ما انت قلت واحد اتنين تلاته. سيبوها بس يا جماعه سيبوها، معلش هي اول حصه لازم يبقى في كده، لازم تفكر وتسال الاسئله دي. تقول لك ايه؟ طب ما بدل ما احط واحده فوق واحده تحت، انا بقى عندي دماغ بقى، احط الاتنين فوق بعض كده. قول لها ماله يا حبيبتي؟ بس انت كده حبيبه قلبي رسمتي دي تاني. هي مش مصدقه ان دي هي دي طبعا، لان معلش برضه انا مش هعرف اقلب لها السبوره. ف بس تعالى اثبت لك ان انا صح. مش انت عندك سلسله طولها اربع ذرات كربون؟ اهي بصوا ارقمها لكم عشان كده هتبان قوي. يبقى السلسله الاصليه فيها كام ذره كربون؟ وعند الذره الثانيه في ذره كربون تفرع، صح؟ واحد يقول لي انت ليه ما بتعدش دي؟ انت لما هتقعد معانا ان شاء الله الحصه الجايه هتعرف ان احنا لازم ناخد اطول سلسله. فانت لو عديت كده ثلاثه، لكن لو عديت كده يبقى انت برضو اربع ذرات كربون وعند الثانيه في ذره كربون تفرع. هي ولا مش هي؟ بس انت بدل ما ترسميها كده يعني. سؤال، في بقى واحد يفتكر ان الايزومريزم ايه؟ يقول لك بص مش ده مركب، بص بقى ارسمه لك بقى بطريقه ثانيه بقى. بص فاهم انت؟ وكده يبقى شكل ثالث. فهمت حاجه؟ لا ده مش ايزومريزم، ده تخلف. ايزومريزم يعني تغيير ترتيب الذرات، مش انك تغير الزاويه تعمله لي كده وتعمله لي كده، يبقى انت كده عملت ايزومريزم. ايه الاختلاف اللي بينها؟ ولذلك لما هتتعود هتعرف ازاي تجيبها. ولذلك خليك دايما ماشي على خط مستقيم زي ما انا قلت. هي ملهاش غير هنا غير ثلاث حلول، ترسمها مستقيمه. اربعه واحط واحده تفرع، ثلاثه احط واحده فوق وواحده تحت. اتفهمت اللعبه دي يا جماعه؟ ويبقى انت كده ما اخدتش الايزومريزم، انت كده اخدت مقدمه الايزومريزم. اسمع بقى. تجربة، خلاص يا جماعة، تجربة الكشف عن الكربون والهيدروجين في المركب العضوي. طيب يا جماعة، حبيب قلب المحترم، قبل ما نبدأ ثواني يا جماعه، من عنوان كده التجربه دي الغرض ان احنا نثبت المركب العضوي فيه مين ومين. طب ثواني بقى يا جماعه معلش، دي اول تجربه في العضويه. اسمعني حبيب قلبي كويس، اي طالب ازهر يعرف السؤال هيجي له ازاي. بص يا بابا، وعلى فكره طالب عام نصيحه، لو عايز تذاكر بضمير تذاكرها كانك بالظبط زي طالب ازهر. طالب ازهر بيجي له هنا في الامتحان سؤال زي ده سؤال زي ده، ويكون عايز درجتين او ثلاث درجات. تخيل يجي يقول له ايه؟ وضح بالرسم، ارسم في رسم اصلي مع كتابه كامل البيانات ومعادلات التفاعل تجربه الكشف عن مين ومين. يعني اثبت لنا بالتجربه العمليه، اكتب التجربه واكتب ارسم الجهاز واكتب المعادلات اللي تثبت ان المركب العضوي فيه مين ومين. اسمع يا ابني، انا هكتب الخطوات يا جماعه، وكل خطوه هكتبها هعمل ايه؟ هرسمها. اسمعني عشان هشرح كل تفصيله، لان في تفاصيل صغيره مش موجوده في الكتاب، مكتوبه بس انت مش هتفهمها لوحدك. بص بيقول لك ايه اول حاجه؟ نحضر، اول حاجه نحضر قطعه من ماده عضويه. يبقى البدايه يا جماعه هنجيب قطعه من ماده ايه؟ نحضر قطعه من ماده عضويه. واحد قال لي زي مين؟ انت تاني يا ابني، انت تاني يا عم. هات اي ماده عضويه، ورق، بلاستيك، خبز، قماش، اللي تجود بيه. بقول لك ايه؟ هات حته من ماده عضويه وخلاص. صعب لحد كده يا جماعه؟ يبقى بدايه التجربه نحضر قطعه من ماده ونخلطها، نخلطها يا جماعه باكسيد النحاس الاسود. اسمعني كده يا حبيبي، ولو مش فاهم حاجه تسال. يبقى احنا هنجيب قطعه من ماده يا جماعه عضويه ونخلطها باكسيد النحاس الايه؟ اللي كل طلابنا المحترمين عارفين ان اكسيد النحاس يبقى CuO. اسمح لي ارسم بعد اذنك، ويا ريت يا جماعه الرسمه بالنسبه لطالب ازهر يبقى ارسم كويس حبيبي. بص يا جماعه، سيادتك بتجيب انبوبه اختبار بالشكل ده. طبعا انبوبه الاختبار دي مش طايره في الهواء يا جماعه، انتوا عارفين انبوبه الاختبار دي مثبته على حامل معدني كده اهي. في مشكله لحد كده يا حاج؟ حلو، انبوبه الاختبار يا عم الناس هنحط جواها مين انت قلت؟ انا قلت اللي انا هكتبه هرسمه.
انت قلت يبقى انا هنا جوه الانبوبه هحط حاجتين، يبقى اللي جوه ده حاجتين، ماده عضويه مخلوطه بمين؟ اهو بصوا يا جماعه على حكايه اكسيد النحاس الاسود دي هشرح لكم حاجه بتوع عام دلوقتي، بس اصبر بقى عشان نشوف الاسئله هتبقى عامله ازاي. هو الكتاب كاتب الكلام والمفترض ان الطالب يفهم لوحده بقى مع نفسه. انت جبت الماده العضويه حطيت عليها اكسيد نحاس اسود، حلو. بيقول لك ثم قم بحرق الماده العضويه في وجود اكسيد النحاس. يعني سيادتك هنا بكل بساطه هتجيب لهب بنزين، عارفينه صح؟ يبقى اللي تحت ده اهو لهب بنزين، ومعلش كده اهو، وتقوم اوعى تنسى تولع النار يا حبيبي. تخيل زمان والله العظيم كان لو الطالب نسي يرسم البتاعه دي كده ينقص نص درجه، نسي يولع اللهب. يا سلام يا ابني. يبقى استنى، انت هتحرق الماده العضويه في وجود اكسيد مين؟ صعب الحد كده يا جماعه؟ طب اسمعني يا حبيبي، للطالب المحترم بقى. الطالب المحترم مفيش حاجه اسمها ايه اخلط وخلاص يعني. فعيل حلو يقول لي معلش يا مستر، خد بقى سؤالين حلوين. يقول لي ليه يعني ليه خطيت دي؟ مش هي الماده العضويه وخلاص؟ هي الماده مش عشان تتحرق، انت قلت هتحرق الماده العضويه، مش الماده العضويه عشان تتحرق انت محتاج اكسجين. انت هتشوف دلوقتي ان احنا هنقفل الانبوبه، فلما احنا نقفل الانبوبه يا عم الناس صح، مش هيكون في مصدر للاكسجين صح؟ فانا عايز حاجه تبقى مصدر الاكسجين عشان تحرق الماده العضويه. مين الحاجه اللي هتبقى مصدر الاكسجين؟ فاهمين حاجه؟ يعني الماده العضويه دي لما دي تتحرق هتجيب اكسجين منين؟ من الاكسجين اللي موجود في الاكسيد. يبقى اكسيد النحاس يعمل في هذه التجربه كمصدر لمين؟ طب استنوا بقى ثواني برافو. يجي يقول لك في الامتحان، خد بقى تفصيله صغيره اهي، تفصيله صغيره معتمده على ايه؟ بص النفخ، يسالك عضويه في كهربيه، يقول لك في جهاز الكشف عن الكربون والهيدروجين لو شلنا اكسيد نحاس هنشيل ده وهنحط بديل، انت راجل بتفهم، هل يا ترى نحط اكسيد ليثيوم ولا اكسيد فضه ولا اكسيد مغنيسيوم؟ طب برافو، اكسيد فضه ليه؟ اهدي عيال بتفهم. بص بص بص، قالت لي اكسيد ليثيوم ايه؟ الليثيوم ده محدش يعرف ياخد منه الاو. ايه؟ محدش يعرف ياخد منه الاو؟ اصل الليثيوم ده عامل مختزل قوي، ده في قمه السلسله، محدش يعرف ياخد منه الاو. صح ولا غلط؟ ولا انت مش واخدينها؟ وبالتالي انت عايز اكسيد فلز. بص بقى يا عالم افهم، ليه اكسيد نحاس؟ اكسيد فلز ضعيف النشاط، حد نعرف ناخد منه الاو بسهوله، عشان كده هم استخدموا اكسيد مين؟ اتفهمت اللعبه دي؟ يبقى تاني ثانيه واحده نبدا التجربه، نحضر قطعه من الماده نخلطها باكسيد النحاس ايه؟ الاسود، ثم قم بحرق الماده العضويه في وجود اكسيد النحاس. اسمع بقى، ثم تمرر، بنفهم عربي يا جماعه، ثم تمرر نواتج الاحتراق. مش يا جماعه عمليه الاحتراق حصلت؟ عمليه الاحتراق لما هتحصل هيكون ليها نواتج، النواتج دي وهي خارجه يا باشمهندسه يا محترمه مش هنسيبها تخرج وخلاص، هنمررها على حاجتين، هنمررها على كام حاجه يا جماعه؟ اسمعني بقى وهرسم دلوقتي. تمرر نواتج الاحتراق على مين؟ واحد كبريتات نحاس لا مائية بيضاء. يبقى نواتج الاحتراق يا جماعة هنوديها هنعديها على كبريتات نحاس مالها؟ كبريتات نحاس لا مائية بيضاء. خدوا بقى يا جماعة المعلومة دي، مركب كبريتات النحاس اللامائية اللي هو CuSO4، خد بالك طول ما هو معلوهوش مية أبيض، يجي عليه مية يزرق. واحدة قالت لي محلول فيهلينج، اصل بيني وبينك يا مستر انا كنت بذاكر خباثه كده معلش. يبقى كبريتات نحاس لا مائيه بيضاء يا جماعه، كويس؟ مش بس كده، ثم على ماء الجير مين؟ فردت عليا واحده قالت لي اه مستر ذكريات هيدروكسيد كالسيوم ماء الجير. يبقى ثواني بقى يا جماعه عشان اوضح على الرسم، يبقى نواتج الاحتراق وهي خارجه هسيبها تخرج كده ولا هعديها على حاجه؟ قال لك ده احنا هنعديها على حاجتين. بص يا ولا، بص يا ولا، البتاع اللي انتوا شايفينها دي، عشان بص واحد ايه يسيب كل الرسمه ويقول لي ايه اللي انت رسمه ده يا مستر، دي يا بابا عندنا حاجه بنسميها انتفاخ. معلش. يبقى هنا يا جماعه بص مين اللي موجود جوه البتاعه دي الاول؟ انت قلت هنعدي على مين؟ اللي موجوده دي يا مستر CuSO4، اوعى تنسى، لا مائيه بيضاء. حلو لحد كده؟ وهنكمل كمان ونعديهم على مين يا حاج؟ على ماء الجير الرائق. بص يا حاجة اهي، ادي انبوبة اختبار كده مثبتة اهي برضو باستخدام الماسك ده كده، وهنا يا عم الحاج هتقوم راسم له كده وتقول له ان ده مين؟
ماء الجير الرائق. يبقى هنا ماء جير رائق. يبقى تاني يا جماعه ملخص التجربه قبل ما اقول المشاهده والاستنتاج. قم بحرق قطعه من ماده عضويه في وجود اكسيد النحاس، ملخص التجربه اهو. ثم تمرر نواتج الاحتراق على حاجتين، كبريتات نحاس لمائيه بيضاء وماء الجير الايه. خدوا المشاهده بقى، ويا رب اعرف اسمع منكم الاستنتاج. اسمعوا يا جماعه المشاهده، المشاهده اللي هتحصل حاجتين، اتفضلوا. واحد، تتحول لون كبريتات النحاس اللامائيه البيضاء للون ايه؟ صح يا جماعه، هو تحولها للازرق دليل على امتصاص مين؟ برافو، دليل ان في ميه خرجت، انا ماليش دعوه. اتنين، يتعكر ماء الجير الرائق، ردوا، دليل على خروج مين؟ ممتاز يا جماعه. عارفين بقى ايه المطلوب مننا اخر حاجه؟ استنى بقى، مش انت قلت خرجت ميه؟ سؤال يا جماعه، عرفتوا منين ان خرجت ميه؟ تحول لون كبريتات النحاس من الابيض ليه؟ وعرفت منين ان خرج ثاني اكسيد كربون؟ بهدوء يا جماعه، هندسه يا جماعه. الاستنتاج، يبقى اكيد الماده العضويه دي كان فيها هيدروجين، صح؟ اقول لك ليه؟ لان اسمع يا ابني عربي اهو، هيدروجين الماده العضويه اتحرق في وجود مين؟ يبقى اكيد الماده العضويه دي كان فيها اتش، ليه؟ الاتش اللي فيها اتحرق في وجود اكسيد. يلا يا استاذه بتاعت الكيمياء، الاتش مع الاو يدينا H2O، ومين يفضل لوحده؟ يبقى بص بقى، بص يا ابني قول عربي يا ابني، هيدروجين المادة العضوية يحترق في وجود أكسيد النحاس محولا لون مكونا بخار المية الذي يحول لون كبريتات النحاس اللامائية البيضاء للون الثانية، بينما كربون المادة العضوية هو كمان اتحرق في وجود مين؟ طب يلا الأستاذة اللي بتفهم، السي تاخد CO2 ومين يفضل برضه؟ بس مستر المعادلة دي مش موزونة، نوزنها مع بعض. سي واحدة خرجت واحدة، او واحدة خرجت اضرب هنا اتنين، سي يو خرجت واحدة اضرب في اتنين. هي بص اتقال ازاي؟ يبقى هيدروجين المادة العضوية اتحرق في وجود اكسيد النحاس مكونا الذي يحول لون كبريتات النحاس البيضاء للون، بينما كربون المادة العضوية اتحرق في وجود اكسيد النحاس مكونا الذي يعكر. اذا المادة العضوية ها تحتوي على عنصري مين ومين؟ الكربون اللي اتحرق كون ثاني اكسيد الكربون عكر ماء الجير، والهيدروجين اللي اتحرق كون بخار المية اللي حول كبريتات النحاس البيضاء للون. بص التفصيلة الصغيرة الأخيرة دي، سؤال عضوية مع باب تاني، هو ثاني اكسيد الكربون لما عدى هنا عمل ايه في ماء الجير؟ نرجع بقى للباب التاني، ليه عكرها؟ بالمعادلة، أنا عايز بالمعادلة، ليه عكرها؟ قالت لي نعم، مش ماء الجير الرائق، مش ماء الجير الرائق CaOH/2 هيمر عليه ثاني أكسيد الكربون شورت تايم. الـ Ca أهي CO2 كانت بتاخد O من هنا يدينا. استنوا يا جماعة مش ده السؤال. بص بقى كتاب خارجي محترم وكتاب الامتحان. يقول لك ماذا يحدث إذا تم استبدال ده بهيدروكسيد صوديوم؟ فاهمين حاجة؟ يقول لك لو شلنا ماء الجير وحطينا هيدروكسيد صوديوم. بص اللي مذاكره الباب الثاني بتقول لك لا يحدث تعكير. ليه لا يحدث تعكير؟ لانه بدل ما يكون كربونات كالسيوم يا ناصح، ادي ال N ايه برضه؟ ال CO2 هتاخد O يبقى CO3 وميه. ايه ده يا حاج؟ الهانم اللي مذاكره بقى، بص قالت لك ايه؟ ده ما بيدوبش فبيحصل تعكير، بس ده عرفت منين؟ جميع املاح الكربونات لا تذوب في الماء ما عدا كربونات صوديوم بوتاسيوم، وبالتالي لو شفت السؤال ده في كتاب خارجي يقول لك ماذا يحدث عند استبدال ماء الجير الرائق بهيدروكسيد صوديوم في تجربه الكشف عن الكربون والهيدروجين؟ قول له لا يحدث تعكر وذلك لتكون كربونات الصوديوم. صعب الكلام ده؟ يلا يا جماعه عشان نشرح اخر حاجه. ماشي.
رجعنا. مش كده عملنا تجربه الكشف على الكربون والهيدروجين؟ بصوني هنا يا جماعه. تصنيف المركبات العضويه، تصنيف ايه يا جماعه؟ اسمع يا ابني، عشان التصنيف ده اللي هنفضل شغالين بيه لحد اخر السنه خلاص. تصنيف المركبات ايه؟ اول حاجه لازم تعرفها ان المركبات العضويه تنقسم الى قسمين، هيدروكربونات، حاجه اسمها ايه؟ والتانيه اسمها مشتقات الهيدروكربونات. يبقى ال 10 مليون مركب كلهم يا جماعه حاجتين، يا اما ايه يا اما ايه؟ يبقى اي مركب في العضويه مش هيخرج عن كونه واحده من الاثنين دول، يا اما هيدروكربونات يا اما. اسمع يا ابني، من اسمها يا ابني احنا بنفهم عربي يا ابني، يعني تذوق الكلام. هيدروكربونات هي مركبات تتكون اساسا من عنصرين فقط. كلامي واضح؟ يعني عشان اقول على المركب ان هو هيدروكربون يبقى لازم كل ذراته بلا استثناء واحد، بلا استثناء، عباره عن مين ومين؟ طب مشتقات الهيدروكربونات كربون وهيدروجين بالاضافه لعناصر. يبقى ثواني يا جماعه عشان طلبه ازهر التعريف، يجي يقول لك ما المقصود بالهيدروكربونات او ما المقصود بمشتقات الهيدروكربونات؟ يبقى الهيدروكربونات هي مركبات تتكون اساسا من عنصرين الكربون والهيدروجين فقط، بينما مشتقات الهيدروكربونات مركبات تتكون من كربون وهيدروجين بالاضافه لعناصر. وبالتالي يا جماعه يبقى مركب زي اللي كان مرسوم ده هيدروكربون ولا مشتق؟ طب مركب زي الكحول الاسيلي هيدروكربون ولا مشتق؟ مشتق، عشان كان فيه او. يا جماعه المركب لو فيه مليون ذره، مليون كلهم سي واتش وواحده بس سي ال، ما يبقاش اسمه هيدروكربون، يبقى اسمه يبقى هيدروكربون. لو ايه يا جماعه؟ بص يا جماعه، يبقى كده هيدروكربونات ومشتقات ايه؟ تعالى لي بقى، هنبدا النهارده يا جماعه نرسم خريطه، يعني تقسيم الهيدروكربونات. تقسيم ايه؟ نبدا بقى بسم الله كده، ارجوك ركز معايا، ويا ريت بقى يا جماعه، يا ريت وانت بتذاكر، معلش يعني انا اسف، انا ما بحبش ان انا افرض اسلوبي دايما، الا ان لا المره دي يا ريت وانت بتتكلم كده وانت بتذاكرها تقول زي ما انا هقول في الحصه، معلش تحس كده في متعه شويه. اسمعوا يا جماعه، اول حاجه لازم تعرف ان الهيدروكربونات عندنا في الكيمياء كلها، الهيدروكربونات تنقسم الى قسمين. يبقى الهيدروكربونات يا جماعه كلها كم قسم؟ هيدروكربونات اليفاتيه، وهيدروكربونات اروماتيه. يبقى الهيدروكربونات يا اما ايه يا اما ايه؟ فانت طبعا هتبص كده باشمئزاز وتقول لي عربي ده يا مستر؟ اقول لك لا يا ابني، ده لاتيني. اليفاتيك، اليفاتيك كلمه لاتينيه معناها دهنيه، اصل الكلمه في اللغه اللاتينيه والانجليزيه فاتس، فاتس يعني دهون، فاتس دهون. وبما انها يا ولد، وبما انها دهنيه اسمها باللاتيني اليفاتيك، اسمها ايه؟ اليفاتيك. اروما كلمه لاتينيه معناها عطر، اروما بس، يبقى اروماتيك عطريه. ركز بقى معايا، ركز معايا عشان ما تتوهش، يقول لك اصل التصنيف صعب. يبقى نبدا، الهيدروكربونات تنقسم الى نوعين، هيدروكربونات واروماتيه. معايا؟ اروماتيه دي بقى سيبك منها، اروماتيه دي ايه؟ اوعى تنسى، اروماتيه ايه؟ يبقى لا معلش تاني، يبقى الهيدروكربونات اليفاتيه او اروماتيه دي بقى عاش. تعالى على الاليفاتيه، الاليفاتيه دي بقى يا جماعه ان شاء الله نوعين، في منها مفتوحه السلسله وفي منها حلقيه. مفتوحه السلسله وايه؟ جماعه فاهمين يعني ايه مفتوحه السلسله وحلقيه؟ مفتوحه السلسله يعني ذرات كربون ماسكه في بعض مش عامله شكل مقفول، اما الحلقيه اللي هي شكلها مالها؟ حلقيه دي بقى سيبك منها، حلقيه دي ايه؟ سيبك منها، اوعى تنسى، يبقى الحلقيه مالها ايه كمان؟ تعالى بقى، مفتوحه السلسله دي بقى نوعين، مشبعه، مالها يا جماعه؟ والنوع الثاني غير مشبعه، غير مشبعه دي بقى عاش كده، انتوا فهمتوا والله يا جماعه كده انتوا فهمتوا.
لا اصحى بقى المره الاخيره يبقى اوعى تنسى اوعى بص لها. الهيدروكربونات نوعين، اليفاتيه دي بقى سيبك منها، الاليفاتيه مفتوحه السلسله او حلقيه، الحلقيه دي سيبك منها. مفتوحه السلسله بقى نوعين، مشبعه وغير المشبعه، غير مشبعه سيبك منها. يبقى انت كده فاضل لك ايه؟ سيبك منها، ويبقى كده ايه؟ خلصنا. فهمت؟ خلاص كده كده تمام. يبقى انت كل ما تجيلك حاجه سيبك منها، ويعني مش احسن من قعده الرجاله. اجهدنا صعب التصنيف لحد كده. طب للعلم يعني لما هنروح لدي الاروماتيه دي ما فيش منها مفتوح السلسله كلها مالها. طب اسمع بقى بالراحه عشان الحته دي يا جماعه عايزه ترتيب افكار ومش عايزك تتوه، هو والله ما هتتوه. نبدا خلينا في الحته دي بقى. العيل المحترم تعالى بقى، احنا بنحط اساسيات، الاساسيات دي لو وقعت منك هتلاقينا في مشكله بعد كده، مش عايزين حاجه من الاساسيات تقع. بص يا ابني، فرد عليا الطالب المحترم، بص بقى مش بيسال الكلام اللي في الكتاب، قال لي ايه يعني ايه مشبع ويعني ايه غير مشبع اصلا؟ ايه مشبع ده؟ مركب، بص مشبع بالهيدروجين. كلمه التشبع دي انا مركب مشبع بايه؟ قال لي مش فاهم يعني ايه، يعني المركب مليان على اخره هيدروجين فيسمى مشبع. اما لو الهيدروجين قل شويه يبقى مركب. الراجل ده عامله زي الكلام العادي، انا لما اتكلم اقول ان انا اكلت اقصى حاجه عندي، اه والله انا مشبع. لكن لما اكل زي ما انت بتقول كده اكله خفيفه وهكمل بعدين، يقول لك غير ايه؟ المركبات عندنا نوعين، يا اما مشبعه يا اما. خد بقى القاعده دي، اعرف ازاي بمجرد النظر اذا كان المركب مشبع او غير مشبع. سؤال لحضراتكم، هي ذرات الكربون وهي بترتبط مع بعض بترتبط من اول الحصه بقى، شوف بص الكلام ماسك بعض ازاي، بروابط ايه؟ خد دي بقى، اذا كانت الروابط بين ذرات الكربون روابط احاديه فان ذلك دليل على. ومن هنا العيل اللي بيفهم يبقى غير المشبع هيكون كام حاله، ويبقى غير المشبع هيكون حالتين، يا اما تكون الروابط ها. فهمتوا يا جماعه؟ يبقى ثواني بقى يا جماعه، من اول العضويه لحد اخر العضويه خليكم فاكرين دي. اي مركب اسالك هو مشبع ليه؟ يبقى مشبع ليه؟ من غير حتى ما تكون عارف المركب. مستر انت بتقول عن المركب ده مشبع؟ اه. قال لي لان جميع الروابط فيه بين ذرات الكربون روابط احاديه. طب لو سالتك هو ليه غير مشبع؟ هتقول لي اه يا اما يكون روابطه ثنائيه يا اما يكون صعب لحد كده. يبقى تاني مفتوح السلسله مين او مين؟ مشبع اذا كانت جميع الروابط فيه روابط، وغير مشبع اذا كانت الروابط ثنائيه او ثواني بقى، اذا كان المركب اليفاتي مفتوح السلسله مشبع فان هذا النوع من المركبات يسمى الكانات. اسمها ايه؟ مفردها الكان. واذا كان غير مشبع هيكون واحده من اتنين، لو السلسله الكربونيه بها رابطه مزدوجه، رابطه واحده بس مزدوجه مش كله مزدوج، فانها تسمى الكينات. اسمها ال ايه؟ الكينات. اما اذا كانت ثلاثيه تسمى الكينات. وهنا بدات المعاناه، واحد يقول لك ايه؟ اسمع يا بابا الكلام ده اصلا لو ذاكرت كده تبقى انت بتعق، هم اسمهم كده صح، اسمهم الكانات الكينات. اكسر يلا، الكانات الكينات ايه؟ معلش يا جماعه ستوب. كيمياء عربي، معلش يا جماعه انا هحتاج ان انا ارجع لخبرتكم الشديده في اللغه العربيه واسال اسئله بسيطه والله يا جماعه عشان بس تفهموا. والله اسمع يا ابني، بينما كنت تدرس اللغه العربيه جالك المدرس فجاه وقال لك يلا يا جماعه هنشرح لكم حاجه اسمها المشتقات. فانت بقيت تبص له كده قلت له مشتقات ايه دي؟ وبدا يقسم لك يا اخويا ويقول لك ايه؟ اسمها مشتقات الفعل، واسمها مشتقات الفعل يا بطيخه لانها بتتجاب من الفعل، صح ولا غلط؟ انا بجيبها من الفعل. فاول حاجه شرحها قال لك انا هشرح لكم اسم الفاعل، وبعد كده قال لك هشرح لكم اسم المفعول وصيغه المبالغه، وهو ده اللي انتوا فالحين فيه. ثواني بقى، هل لما جه يشرح لك اسم الفاعل مستر اللغه العربيه قعد يقول لك ايه؟ هيحفظك بقى، بص بيحفظ، يقول لك ايه؟ ضرب ضارب، شرب شارب، اكل اكل، لعب لاعب، سال سائل. لا مفيش منه الكلام ده. لو احنا هنقعد نعمل كده يبقى مش هنخلص، لان الافعال في اللغه العربيه كتير، ده احنا هيطلع عينينا. قاموا عاملين لعبه حلوه،
عملوا حاجة اسمها الأوزان صح؟ وقام داخل عليك وقام قايل لك بص مثلا في الثلاثي قال لك كل ما جاء على وزن فاعل فهو اسم فاعل وانت اتبسطت عجبتك قوي يبقى سؤال فاعل ده فعل ولا وزن؟ وزن يعني انتوا عارفين صح مفيش حاجة اسمها فاعل وإنما ده الوزن اللي بتوزن عليه كل ما جاء على وزن مفعول فهو اسم مفعول كل ما جاء على وزن فاعل وفعيل وفعال وقعد بقى يعدلها فهو صيغة ايه؟ يبقى انا بقى يا جماعة مش هقعد في صيغ المبالغة اقول لك ايه؟ بص كذا ده صيغة مبالغة وانما لا انت بمجرد ما تسمع واعلم ان الله على كل شيء قدير صيغة مبالغة دي قدر قدير قدير فعيل واعلم ان الله عليم حكيم صيغة مبالغة غفور رحيم صيغة مبالغة ده الموضوع سهل احنا بقى كمان في الكيمياء العضوية الموضوع كبير ده بيتكلم في كم مليون مركب هنقعد احنا بقى نقول لك ما عارفش ايه وايه صيغة مبالغة احنا كمان بدل ما نحفظك عملنا لك اوزان عملنا لك ايه بس استمتع بقى بالاوزان يبقى دي مش اسماء مركبات ده ايه سنة وبعدين ما تعرفش تقول كده كان محدش يقول لي الكان بقى خلاص قال دي ملهاش لازمه اصلا كان كين كاين كان كين وعد لسانك عشان بتغلطوا بين الاثنين دول كان كين كاين ولا مانع في البدايه من التدريب كان كين كاين كان كين كاين كان كين كاين كين كاين كين كاين كين كاين ما تضحكش ما انت بتيجي تنطق بيبقى شكلك عره ما تتريقش زي ما قلنا قبل كده وليس بينه وبين تركه رياضة امرئ بفكه فهمت حاجة؟ يعني ما ينفعش تسيبه لازم تمرن بقك كان كين كاين كان كين كاين كان كين كاين كان كين كاين وهو هتتلخبط بين مين ومين اللي بيتلخبطوا ده كل الناس استنى بقى خد التكة دي لان انا عارف انك بتحب اللمسات الصغيرة مش مطلوبة منك بس انا بفهمك حاجة واحد قال لي طب بقول لك يا مستر ممكن احرجك قلت له اتفضل احرجني قال لي ليه يعني الاولاني هو اللي كان والتاني كين والتالت كاين مش كانوا عملوا يعني ما كنا قلنا كين كان كاين قلت له لا كان كين كاين ليه يا مستر اقول لك يا اخوي واحد بالانجليزي يعني ايه طب بتاخدوا فرنساوي انتوا ولا الماني اللي بياخد فرنساوي واحد يعني ايه ان 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 وطبعا بقى انت اونا في الاسباني لا ان ين ين يا رب تبقى نورت ين ين يبقى استنى اسمع يا بطيخة بص يا بابا يبقى احنا نقعد بقى بص هو حد يقول لي الكينات الكينات هما صح الكينات الكينات وده صح مش غلط الكينات لكن احنا شغالين مع بعض وي هاف نو تايم كان كين ايه كان كين كاين كان كين كاين صح استنى انت لسه هتستمتع اسمع بقى يا حبيبي عشان هنبدا باول واحده اللي انا هقوله ده يا جماعه ما بيمشيش على الالكان والكين والكاين بس ده هيكمل لحد اخر العضويه فخدوا بالكم عشان مش هينفع نهرج فيه بص يا جماعه اسم اي مركب بص مستر خالد هو جاي يتكلم بثقه اسم اي ايه اسم اي مركب في الكيمياء العضويه يتكون من مقطعين يتكون ايه مقطعين المقطع الاول يدل على ايه والمقطع الثاني يدل على ايه بص يا ابني الكلام ده والله العظيم ما ينفعش اكتبه في الكتاب يعني بس ينفع اشرحه في الحصه المقطع الاول يدل على عدد ذرات الكربون عدد ذرات ايه والمقطع الثاني للتبسيط بيدل على عيلتك واحد قال لي هو ايه اللي عيلتي يعني في الحته اللي احنا فيها بيدل اذا كنت انت كان ولا كين ولا كاين يبقى انت اسمك كم مقطع يلا اثنين اسمك كم مقطع المقطع الاول يدل على
وده لازم يتحفظ. طب والمقطع التاني يدل على؟ سيبك من موضوع العيلة دلوقتي، خليك في عدد ذرات. يلا يا بات، ذرة كربون واحدة اسمها عندنا اي مركب فيه واحدة كربون اسمها مس، ذرتين كربون اس، ثلاث ذرات كربون برب بس ها بس ها، اربع ذرات كربون بيوت، خمسة كربون بنت، ست ذرات كربون هكس ايكوال سكس، سي سبعة هبت، الله عليك اللي جاي حافظهم، اكت تسعة يبقى نون، عشرة يبقى ديك. اسمعني يا بابا، بصوا بقى يا جماعة، في البداية وانت بتحفظ يا جماعة، هو انت هتحفظ يعني هتحفظ، لان من غير دول مش هتعرف تقول اي مركب عضوي، هتبقى العضوية كلها بايظة. عدد ذرات الكربون بالراحة في الاول، مس اس بروب بيوت بنت هكس هبتو اوكت نوندي، يبقى من اول دلوقتي حذر اشوف واحد وهو بيعد يقول لي واحد اتنين تلاتة، انت كل ما هتدرب نفسك كل ما هتتحسن. يبقى عدد ذرات الكربون مس اس بروب بيوت بنت هكس هبت اوكت نوندك، مس اس بروب بيوت بنت، مس اس بروب بيوت بنت هكس هبت اوكت نوندك، هكس هبت اوكت نوندك، مس اس بروب بيوت بنت هكس هبت اوكت نوندك. هو مش لاحق يقراهم. مس اس بروب بيوت بنت هكس هبت اوكت نوندك. ثواني خلاص يا جماعه، الصوت يا جماعه بعد اذنك. ها؟ لا 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 لا، انت تتدرب مع نفسك مش هنا. بصوا يا جماعه، خد بالك بقى من الروقان في الحته الجايه دي، لان ده اللي بيخلي الموضوع سهل جدا عليك وانت شغال. بص يا بابا، في واحد فاكر، في واحد فاكر ان احنا بقى نقعد نحفظ الالكانات هم مين. بص يا جماعه اسمع دي، جميع الالكانات انت بتعرف ازاي ان هو الكان؟ هتكون الروابط كلها روابط ايه؟ بص بقى يا جماعه، انت وانت بتذاكر الالكانات، اسمعوا يا جماعه انا هشرح اول واحده، انت وانت بتذاكر الالكانات هتبذل اقل مجهود، عارفين ليه؟ اصل انت ما بتقعدش تحفظهم واحد واحد، كل عيله من دول مش دي عائلات احنا بنسميها، او كل فئه من دول لها صيغه عامه، لها صيغه ايه؟ واحد قال لي مش فاهم، اسمع كده، جميع الالكانات لها الصيغه العامه سي ان اتش 2 ان بلس 2، يبقى اي الكان له الصيغه مين؟ ليها صيغه عامه اللي هي سي ان اتش 2 ان بلس 2. المحترم اسمعني، واحد قال لي مستر انا مش فاهم ايه الصيغه العامه دي، بص يا بابا، سي ده سي صح، ان ده عدد ذرات الكربون، ان ايه؟ يعني انا هفترض عدد ذرات الكربون، تعرف تجيب الاتش؟ قال لي اه، عدد ذرات الكربون تضربه في 2 وتزود عليه 2، يبقى ده ينتمي لحاجه اسمها مين؟ يبقى انا بعرف ازاي ان ده من الالكانات، عدد ذرات الهيدروجين فيه بيكون ضعف الكربون زائد، واحده قالت لي مش فاهمه، الامثله يا فندم هي اللي توضح، الامثله هي اللي توضح، تعالوا نجرب. شايفين العشرة دول؟ هنمسكهم ونعمل منهم الكانات، وبعد كده نعمل منهم، وبعد كده نعمل منهم، ما هو كله بيشتق من هنا. تعال بقى نبدا، انا هبدا باول اثنين ما حدش يتكلم. ادي اول حاجه بالسي واحده، عدد ذرات الكربون بكام؟ يبقى الاتش، اسمعيني، 2 في 1 معايا يا جماعه، زائد 2 4، صعب لحد كده؟ كمان مره، انا برضو انا ما حدش يتكلم، سي 2 يبقى عدد ذرات الكربون ب 2 صح؟ يبقى الاتش هيكونوا كام واحده؟ 2 في 2 و2 اللي بعده سي 3، قولوا انتوا بقى يبقى اتش كام؟ 8، 2 في 3 و2. طب سي 4 هتكون اتش كام؟ ممتاز، محتاجه حفظ؟ طب سي 5 اتش كام؟ 12. طب سي 6 اتش كام؟ 14. كمل كمل ما تزهقش. سي 7 اتش 16، سي 8 18، سي 9 20، سي 10 22. صعبه الطريقه؟ يبقى انت هتقعد تحفظهم الكان الكان ولا هتطبق الصيغه العامه؟ استنى بقى، بص الاسم بقى عامل ازاي؟ مش كل دول الكان؟ مس ميسان اس إيسان بروب وبيوت وبنت وهكس وهبت وأكت ونون
ميسان إيسان بروبان بيوتان بنتان هكسان هبتان أكتان نونان ديكان. ويبقى كل ما هو أن فهو ألكان. فهمت حاجة؟ يبقى ألكان ده كان اسمهم ولا وزنهم؟ كلهم موزونين على مقطع واحد. ميسان إيسان بروبان بيوتان بنتان هكسان هبتان أكتان نونان ديكان. صعبة اللعبة؟ اتفهمت الألكانات؟ بس ثواني بقى يا حبيبي عشان انتوا اللي هتكملوا من بعدي. ويبقى كده الألكان يتعرف بثلاث طرق. اسمعوني، وهتقولي ثلاث طرق او ثلاث طرق، اسمعي بس. لو قال اسمه بالعربي عشان اسألكم هتسمعي ان، يعني اقول لك الحاجة مركب انت ما خدتوش، اسمه ترايكوتان ألكان، مع انه مش عندك في المنهج. قلت لي عيب عليك ان، صح كده؟ استنى خد التانية عشان في واحدة فاكرة ان احنا بنحفظ في العضوية. نعم، يجي في الامتحان يقول لك ايه؟ سي 20 اتش 42، يطلع لك واحد مغفل يقول لك ايه؟ لا 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 لا، خلي صار قال لي حد 10 بس. روح يالا روح يالا، المركب ده الكان ولا مش الكان؟ عرفت منين؟ لو كتب صيغته الجزيئيه اللي بيفهم رياضه هتلاقي المركب ينطبق عليها الصيغه العامه سي ان اتش 2 ان بلس 2، يعني عدد ذرات الهيدروجين ضعف الكربون زائد. صح يا جماعه؟ مش ال 42 دي عباره عن 20 في 2 زائد 2؟ بنفهم رياضه احنا. استنى مش بس كده، طب سؤال يا جماعه، لو رسم صيغته البنائيه هنعرفه ولا لا؟ يعني تعالى على مركب زي كده سي 2 اتش 6 ارسمه لك، ادي سي وادي الثانيه اتش 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 اتش. يبقى الالكان بيتعرف بثلاث طرق. واحد، لو قال اسمه بالعربي هسمع ان في اخر اسمه. اتنين، لو كتب صيغته الجزيئيه هلاقي بينطبق عليها الصيغه العامه سي ان اتش 2 ان بلس 2، صح كده؟ بينما لو كتب صيغته البنائيه هلاقي كل الروابط روابط. صعبه اول واحده. الكي نات لها الصيغه العامه سي ان اتش 2 ان. استنى بقى قبل ما نطبق، العيال اللي مركز قال لي بقول لك ايه؟ شايف دي؟ قلت له اه. فاهم حاجه؟ شلنا 2 اتش يا راجل، طب هو كان مشبع، شلت منه 2 اتش يبقى مشبع برضه؟ ال 2 اتش اللي بيتشالوا بيتحط مكانهم رابطه مزدوجه، يبقى كل ما تشيل 2 اتش بتحط رابطه فيدينا حاجه اسمها ال. تعالوا لي بقى على 10 دول زي ما عملتهم مره الكنات اعملوهم لي مره ايه؟ الاستاذه مسكت قلمها وجت تجرب على ده، قالت لي هنا ما ينفعش وهنا يا جماعه انا ما فهمتش ليه. معلش هي بتشرح لي، بتفهمني، هي بتفهمني. قالت لي انك لو جربت سي 1 هيبقى اتش 2، هتبقى السي عامله رابطتين بس، وانت قلت لنا يا مستر لازم يعمل كام رابطه؟ يبقى ما عندناش الكين في واحده كربون، الالكينات ما بتبداش من اول مس، الالكين هيبدا من اول. طب يلا نبدا مع بعض. يبقى لو سي 2 سامع منكم يا جماعه هتكون اتش كام؟ يلا يا جماعه بسرعه. اتش 4، سي 3، اتش 6، سي 4، اتش 8، سي 5، اتش 10، سي 6، اتش 12، سي 7، H14، C8، H16، C9، H18، وادي C10. إين، اعدل لسانك. إين، S، EC، بروب، وبيوت، وبنت، وهكس، وهب، وأخت، ونن، ودك. يبقى ايسين بروبين بيوتين بنتين هكسين هبتين اوكتين نونين ديكين. ويبقى كل ما هو اين فهو الكين. اعدلي ردوا انتوا بقى. ويبقى الالكين يتعرف بثلاث طرق يا بيه. واحد، لو قال اسمه هسمع انا الين وانت بتقول، ولو كتب لي سي 20 اتش 40 هعرفه من الصيغه العامه، بينطبق عليه الصيغه العامه سي ان اتش 2 ان، صح كده؟ ولو رسموا، ثواني بقى يا جماعه، شايفين مركب زي كده سي 3 اتش 6؟ عشان انتوا بس في حاجه لازم تفهموها من دلوقتي وهنفهمها بعدين تاني. واحد اتنين تلاته، ما بيكونش كل الروابط مزدوجه، يعني مثلا لو سلسله خمس ذرات كربون في كام رابطه مزدوجه؟ واحده بس. يا حسين في واحد فاهم ايه؟ يقول لك كله مزدوج. لا غلط، الالكين بيكون في كام رابطه مزدوجه؟ وزع الاتش هتلاقيهم سته، وزع، مش دي عامله رابطتين؟ يبقى فاضل لها 2 اتش، ودي عامله 3 روابط اتش 1، ودي عامله رابطه واحده اتش 2 3. يبقى الالكين بيتعرف بثلاث طرق.
لو قلت اسمه اسماعيل ولو كتبت صيغته الجزئيه ينطبق عليه سي ان اتش 2 ال، ولو رسمت صيغته البنائيه هلاقي فيه رابطه ثنائيه. صعب الكلام؟ انطقوا عدل. سي ان اتش 2 ان ماينس 2. واحد يقول لي ايه الهيافه دي؟ انت كنت بادئ سي ان اتش 2 ان بلس 2، بقينا سي ان اتش 2 ان يعني نقصت 2 اتش، بقينا هما دول الثلاث مقاطع. يلا يا حاج تعال نجرب. هنجرب يلا. هينفع مس؟ اللي هيجرب على مس هيلاقي السي لوحدها ما عاش اتش اصلا، مفيش مركب اصلا. نبدا من اول سي كام؟ يلا بقى. لا 2. يلا 2 في 2 ناقص 2 حلو. سي 3 2 في 3 ناقص 2 ثواني بس. طب سي 4 بص بقى. وبينما احنا منهمكين عمالين نحسب كان في واحد بيفهم ما بيحسبش اصلا. هذا البلطجي الصغير بيعمل ايه يا جماعه؟ الراجل عمال يبص هنا ويسحب ايه؟ 2 اتش، فيقول لك سي 5، هنا كانت اتش 10 يبقى هنا اتش كام؟ بسحب 2 اتش عشان كده حط رابطه كمان. طب الاسماء تبقى عامله ازاي؟ اين اي ساين بروب بروباين وبيوت وبنت وهكس وهب واخت ونون وديك. يبقى اي ساين بروباين بيوتاين بنتاين هكساين هبتاين اوكتاين نوناين ديكاين. صعب. ويبقى الالكاين بيتعرف بكام طريقه؟ ثلاثه. يخرب بيك كده لو قلت اسمه اين، ولو كتبت الصيغه الجزئيه ينطبق عليها الصيغه العامه سي ان اتش 2 ان ماينس 2. ولو اترسم يا بطيخه يعني واحد زي سي 4 ده هيكون في رابطه ثلاثيه في اي حته براحتك. نحطها فين؟ في النص ولا هنا؟ براحتك في النص. ماشي. توزعوا الاتش انتوا، دي عامله رابطه واحده، يبقى دي اتش 2 3. القطه دي اربع روابط ما تاخدش حاجه، ودي اربعه ما تاخدش حاجه، يبقى فعلا سي 4 اتش 6 صح؟ يبقى كده يا جماعه عرفنا ازاي بنعرف المركب اذا كان الكان ولا الكين ولا. طب اخر حاجه في الاليفاتيه، مش احنا قلنا الاليفاتي يا اما مفتوح السلسله يا اما حلقي؟ بصوا بقى يا جماعه، حلقيه مشبعه. حلقيه ايه؟ مشبعه. يبقى ثواني يا جماعه، الاليفاتي اربع اقسام، مفتوح السلسله كله صح؟ مفتوح السلسله كله اليفاتي سواء كان مشبع او غير، والحلقي المشبع برضو اليفاتي. بس استنوا يا جماعه اسالكم سؤال. مبدئيا تعرف المركبات الحلقيه المشبعه، يا جماعه مش احنا اخذنا مشبع يعني الكان؟ يبقى اسمها الكانات برضو. فهنا واحد بص لي قال لي يعني دي الكانات ودي الكانات؟ قلت له اه، بس دي يبقى اسمها الكانات حلا، يبقى دي اسمها الكانات بس، ودي اسمها الكانات ايه؟ سؤال لبتوع رياضه. ابسط شكل هندسي خلاص في ايه؟ مكون من ثلاث نقط صح؟ يبقى نتفق على حاجه، المركبات التي تحتوي على كم ذره كربون يمكنها تكون حلقات؟ ثلاثه فاكثر. يبقى انت عشان تكون حلقه ثلاثه فاكثر. تعال نبدا. اسمع بقى، الالكانات الحلقيه خد المفاجاه دي، لها الصيغه العامه سي ان اتش 2 ان. ثواني بقى، اللي قاعد مركز معايا اخر حته خلاص، الواد اللي قاعد مركز بص كده بص كده بص كده وقام راجع كده قال لي لا يا مستر كده هنبدا نتلخبط. الالكينات سي ان اتش 2 ان، والالكان الحلقي اللي هنبدا نرسمه هو كمان هيكون ايه؟ بما ان الاثنين يا استاذه لهما نفس الصيغه الجزيئيه يبقى هيحصل بينهم مشابهه. ولذلك دايما لما هنيجي نشرح الايزومريزم ان شاء الله في الالكين هنقول ان الالكينات دايما يطلع لها ايزومر هو عباره عن الكان. وهنشوف دلوقتي، احنا قلنا يا جماعه عشان تكون حلقه من اول كام ذره كربون؟ يلا نبدا. قالت لي طب لو 1 2 3 كملوا انتوا الاتش يا جماعه كملوا. يلا يبقى دي فاضل لها كام اتش؟ 2. ودي فاضل لها كام اتش؟ 2. ودي فاضل لها كام اتش؟ لو جمعتوها كلها يا جماعه هتلاقوها سي 3 اتش كام؟ يبقى سي 3 اتش 6 ممكن يبقى بروبين لسه واخدينها صح؟ اما هنا بص بقى يبقى اسمه ايه؟ مس اس بروب. اللي مركز معايا قول بروبان. اقول بروبان ولا بروبين؟ ليه قلت ان؟ ده مشبع يبقى اقول برو حلقي بروبان ايه؟ او قول باللاتيني سايكلو بروبان. جماعه سايكلو يعني حلقه، يبقى هنا يا جماعه قول بروبان حلقي او
طب اللي فهم دي يقول اللي بعدها ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. حلقي ده ولا مش حلقي؟ بص يا سيدي اتش 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 يلا سموا انتوا مس اس بروب بيوت اقول بيوتان حلقي او سايكلو بيوتان صعبة دي يا جماعة. طب خش على اللي وراه بتوع الرياضة خماسي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اتش 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 خمسة يعني ايه يا محترم؟ خمسة يعني بنت فاقول بن تان حلقي او سايكلو بنتان. واخيرا طب لو طلع سداسي بصوا يا جماعة على فكرة ينفع بدل ما ترسم سي واتش تعمل كده لان استاذتي المحترمة اللي بتعرف تعد قالت لي يا مستر سهلة ذرة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هقول هكسان حلقي او سايكلو هكسان. صعبة دي يا جماعة دي كلها كده يا جماعة عندنا دي كلها كده عندنا يا جماعة المركبات الايه الاليفاتين اخر حاجة وخلصنا. امال امتى يكون المركب اروماتي؟ اللي بيفهم بقى يا جماعة ما فضلش غير حاجة واحدة حلقية مالها بس كده. يبقى المركبات الاروماتية يا جماعة هي مركبات حلقية مالها. وخدوا بالكم عشان كان في غلطة في الكتاب مش مشبعة غير مشبعة. يبقى ثواني يا جماعة الاليفاتي كم حالة؟ الاليفاتي كم حالة؟ اربعة. الاليفاتي اربع حالات مفتوح السلسلة سواء كان مشبع او غير اللي هو كان وكين وكاين وحلقي ماله اللي هي اسمها الكنات. اما الاروماتية المحترمة اللي ورا فهي حالة واحدة حلقية ايه؟ اسمعوا بقى يا جماعة خلاص اخر حتة. اول افراد المركبات الاروماتية مركب اسمه البنزين العطري. بنزين يا جماعة؟ يبقى اول فرد في المركبات الاروماتية مين؟ رجاء يا جماعة كله مركز هنا. يترسم ازاي وهيكون ليه شرح بعد كده لوحده. بص يا جماعة هو لو عايز الرسمة بالتفصيل اقول لك في الاول وبعد كده هنقول ليه بعد كده ان شاء الله. بص يا جماعة هترسمه شكل سداسي. العيال المحترم اللي مركز هيقول لي ما هو كده هيكسان حلقي. اصبر بس هنا بقى تتبادل فيه الروابط الاحاديه والمزدوجه. واحده قالت لي مستر يعني ايه تتبادل فيه؟ قلت لها بص يا حبيبتي يعني دي مزدوجه دي احاديه دي مزدوجه دي احاديه دي مزدوجه. يعني جوه الحلقه بيكون في كام رابطه مزدوجه؟ طب حبيب قلبي اللي يعرف يكمل معايا الاتش اخر حاجه خلاص. دي عامله ثلاث روابط اتش واحد ثلاث روابط اتش واحد اتش واحد اتش واحده اتش واحده اتش واحده. دي صيغته البنائيه يا جماعه. صيغته الجزيئيه تبقى سي 6 اتش 6 سي كام اتش كام؟ بس ثواني بقى يا جماعه نصيحه من الاول اهو هقول لكم ليه هقول لكم ليه في مكانها ان شاء الله في درس اسمه البنزين. بدل ما تقعد ترسم ده كده متعب قوي. احسن لك وانا عارف ان كلكم هتحبوا الطريقه دي وهتفهم ليه في الاخر بتترسم كده ليه. ارسم شكل سداسي واعمل جواه الدايره دي. عارفين الدايره دي معناها ايه؟ معناها اولا ما هي الحلقه ايه؟ السته. ترسم جواه الدايره دي معناها كام رابطه مزدوجه؟ ثلاث روابط مزدوجه. يبقى المركب ده كده يا جماعه اسمه بنزين ايه؟ اسمعني بقى. يبقى اول افراد المركبات الاروماتيه هو بنزين ايه؟ لو اتصل منه حلقتين بالجنب يعني حلقه بنزين تمسك فيها حلقه بنزين كده يديك مركب تاني اروماتي برضو اسمه نفسالين. اسمه ايه؟ صيغته الجزيئيه سي 10 اتش 8 سي 10 ايه؟ بصوا بقى يا جماعه الباشمهندس اللي هيحفظها هينساها والله لا تنساها. اتعلم مني يا ابني تعدها ازاي لما يجي لك حلقات بنزين متصله كده تعد ازاي السي والاتش. بصوا يا جماعه معايا ولو ما عرفتش قول لي لو ما فهمتش قول لي انا بعمل ايه. ادي ذره الكربون 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حد عنده مشكله لحد كده؟ يبقى سي 10 عشان بس وانتوا بتعدوا تعدوا صح تعدوا ما تحفظوش. الاتش بقى خد المعلومه دي كل ذرات الكربون كل سي بتشيل اتش الا ذرتين الكربون او ذرات الكربون اللي بيمسكوا الحلقات ببعض. ذرات الكربون اللي هتمسك الحلقات ببعض وهنشرحها بعد كده بيكون عامله اربع روابط. مش فاهمه يا مستر؟ يعني بص يا بابا دي يكون معاها اتش ودي ودي ودي. طب دول ياخدوا اتش؟ لا دول بيكونوا عاملين اربع روابط. يبقى اللي بيمسكوا الحلقه ما عليهمش اتش. 1 2 3 4 يبقى كده سي 10 اتش كام؟ طب اخر مركب لو اتصل ثلاث حلقات بنزين بالجنب يدينا مركب اروماتي اخر اسمه انسراسين. يبقى اشهر المركبات اللي عندنا في الاروماتيه ثلاثه بنزين حلقه واحده اثنين بالجنب نفسالين ثلاثه بالجنب انسرا
عايزين نجيب الجزيئية من غير ما نكتبها من غير حفظ بالفهم. نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. يبقى سي كام؟ هنعد الاتش مع بعض. 1 2 3 4 هنا. طب 5 6 7 8 9. اتفهمت اللعبة يا جماعة؟ وبكده يبقى عرفنا المركبات الأليفاتية والمركبات الأروماتية.